بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أرحب بالزملاء الأساتذة والأستاذات المشاركين معنا في هذه الدورة اللي تقدم ضمن برنامج التدريب المشترك في مجال التعليم الإلكتروني بين الجامعات السعودية المنفتق عن لجنة أعضاء مدى التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات السعودية. وأحب في البداية أرحب بجميع المشاركين في هذه الدورة، وأتمنى بإذن الله تعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لتقديم ولو جزء بسيط من حاجة ربما تكون يعني مشاركة راح تكون بيننا وبين بعض في مجال التعلم والتعليم الإلكتروني. طيب إحنا في عندنا بس بعض الـ يعني الـ الأمور من ناحية الدورة حتى نكون بإذن الله تعالى إن شاء الله ماشيين فيها بدون يعني أي نقول إن شاء الله ما في أي إشكاليات، لكن موضوع اللي هو لو في أي مداخلة جيد طبعا راح تكون في موجودة في مكان اللي هو مكان الكتاب النصية أو الشاتنج، ويعني إذا احتجنا بإذن الله فيما بعد نشغل مثلا اللي هو الأصوات راح أخلي يعني إذا في أي مداخلة صوتية ممكن نخليها نتركها للأخير. طبعا الدورة حقتنا فيها جزء نظري وجزء عملي، وأتمنى أجي للتطبيق العملي إن شاء الله برضو كذلك أحاول بقدر الإمكان يمكن لو في إمكانية نطبق مع بعض من ناحية من اللي حيكون على جهاز حاسب آلي بإمكانه أن يطبق معنا وقت التطبيق. طيب الدورة حقتنا هذه هي دورة بعنوان تصميم وبناء الكيانات التعليمية الإلكترونية استراتيجيات وأدوات. وأجد حتى في البداية أنه شرف لي أن أكون يعني مع زملائنا هنا في هذه الدورة، وأجد نفسي أني يعني حتى عاجز يمكن أن أكون يعني يمكن ربما مجرد فقط مشارك وليس أنه مقدم، لكن راح أكون بإذن الله تعالى أرغب أن أكون واحد من المستفيدين في هذه الدورة من خلال مداخلاتكم ومن خلال مشاركتكم معنا بإذن الله تعالى، وأنا متأكد راح الدورة راح تسرى وموضوعها راح يسرى من خلال المشاركات اللي بإذن الله تعالى راح تجي من طرف الأخوة الزملاء المشاركين. طيب بداية أحب أبدأ من الآية القرآنية الكريمة هذه، قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. طبعا هذه الآية اخترت هذه تكون كبداية لنا يعني تذكرني وتذكرنا جميعا بنعمة الله سبحانه وتعالى علينا، ونحن في حتى الآن في واحدة من هذه النعم اللي هو عملية التواصل الإلكتروني. يعني ما شاء الله مجموعة مننا من أماكن مختلفة ومن جامعات مختلفة وفي أماكن متباعدة، ونجد أننا كلنا كنا في مكان واحد وكاننا يعني متواصلين مع بعض من بعض من خلال التقنيات الإلكترونية اللي هي واحدة من النعم اللي موجودة في هذا العصر. ربما يمكن نتخيل أنه يعني الدورة هذه حتجرى في مكان يكون في يعني المصطلح اللي يعرف في التعليم الإلكتروني اللي هو وجها لوجه أو فيس تو فيس، يعني كم من الصعوبات راح تكون لوجود الناس أو وجود عدد كبير من الناس في نفس الوقت في مكان واحد بأنفسهم. لكن شو التقنية هذه الآن اللي موجودة فيها إن هي ربما تكون محور موضوع. طيب على أي حال مرة ثانية نرجع يمكن أتمنى إن شاء الله ما يكون يعني في الشريحتين الأولى والشريحة نحن الآن فيش خلينا نتكلم عن أهداف الدورة. أعتقد إنه ما في حاجة يعني هنقول تقريبا يمكن فاتت حفلة وما كان الصوت ما واضح الأول. الدورة راح تكون تعريف بالكائنات التعليمية، وأيضا راح نتكلم عن استراتيجيات مبسطة لتصميم وتطوير بعض الكائنات التعليمية. حنشوف نماذج لهذه الاستراتيجيات بإذن الله من خلال بعض النماذج، وراح نستعرض تجارب محلية عندنا في المملكة وتجارب عالمية لاستخدام وبناء الكائنات التعليمية في بيئات تعليمية إلكترونية جامعية. طبعا هذا بناء على الأهداف هذا المحتوى العلمي للدورة. راح نتكلم عن التعلم والتعليم الإلكتروني بشكل يعني مبسط بشكل موجز. بعد كده راح ندخل عن تعريف الكائنات التعليمية، بعد ذلك سوف نتناول بعض البحوث والدراسات، وأتكلم إن شاء الله عن أدوات التعليف والبناء الإلكتروني. يعني هذا تقريبا مجمل الأشياء اللي راح نتكلم عنها بإذن الله تعالى هذه الليلة. جدول فقط زمني للدورة، نحن طبعا حنقول بدأنا الساعة 6 إن شاء الله راح يكون عندنا الجزء الأول تقريبا يعني 7:15، يعني ممكن نكون عندنا فترة استراحة على حوالي 7:15 يمكن مدة 15 دقيقة، بعدها راح نكمل الجزء الثاني وناخذ برضو استراحة ثانية، ثم راح نخلي التطبيقات والنقاشات
إلى يمكن آخر ساعة في هذه الدورة. طبعا ربما يمكن يعني أقول لك كنوع من التنويع في أثناء المواضيع، يمكن في بالذات تحديدا في الجزء الثاني قد نأخذ بعض التطبيقات نسويها مباشرة، فحتى بس يكون نوع من التنويع أثناء الدورة بدل ما يكون جزء يعني كامل نظري وجزء عملي. أنا أود أن يكون أيضا في مداخلة بين الشقين. طيب على بركة الله خلينا نبدأ مواضيعنا في الدورة هذه، وبداية راح نتكلم عن في الشريحة هذه اللي معنونها بعنوان الأمس واليوم. طبعا الأمس واليوم في اختلاف كبير بين الأجيال، أجيال الأمس وأجيال اليوم، من ناحية استخدام التقنية، من ناحية التعلم وطرق التعلم والتعليم، من ناحية الخبرات التراكمية الموجودة. هذه الأشياء حتى كلها عوامل تصب في موضوع التعلم الإلكتروني أو تصب وتدخل في موضوع التعلم الإلكتروني. طبعا يمكن ربما يعني الأجيال اليوم كلهم نسميهم أجيال التقنية، أبناءنا الله يحفظهم وبناتنا وطلابنا وطالباتنا كلهم حتى الآن ما شاء الله على علم وعلى اطلاع كبير باستخدام التقنية ومستخدمين للتقنية بشكل ربما يمكن يكون مرات يتفوقوا على يعني نقول يمكن أبناء يتفوقوا مرات علينا في استخدام التقنيات، وربما يمكن طلابنا يتفوقوا في بعض المرات نجدهم ما شاء الله ملمين وعلى اطلاع كبير باستخدام هذه التقنيات. فما في شك أنه التعلم الإلكتروني راح يواكب الأجيال الناشئة من ناحية استخدام التقنية هذه. لو جينا فقط نظرنا موضوع الألعاب اللي موجودة في المنزل، الألعاب الإلكترونية اللي ربما يتوقع الكل يعني عنده أبناءه في البيت يلعبوا هذه الألعاب وبشكل أو بآخر. طبعا نحن يمكن ربما يمكن ما ودي نقول نتكلم نتطرق يعني الموضوع اللي هو السلبيات في هذه الألعاب بقدر ما يكون فيها أيضا إيجابيات موجودة، وأنه ممكن أيضا تكرس موضوع استخدام التقنية، وممكن زي ما حنشوف من بعض النماذج إن شاء الله هذه الليلة أنه كيف ممكن توظف الألعاب في العملية التعليمية. الخبرات التراكمية، استخدام الناس للأجهزة هذه يبني مع الشخص خبرة تراكمية كبيرة، بحيث أنه إذا فرضا استخدمنا نحن الأجهزة خلينا نقول يمكن قبل سنتين أو ثلاث أو عشر سنوات كل واحد حسب ما يعني السطر الزمنية اللي استخدم فيها الأجهزة الإلكترونية، راح يجد أنه حتى لو ظهرت برمجيات جديدة، حتى لو ظهرت أجهزة جديدة أو تقنيات، تجد أنه بسهولة أنه يعني يستطيع أنه يعني يستخدم هذه التقنيات وبسهولة يستطيع أنه يتجاوب مع استخدامها، بسبب أن الخبرات التراكمية الموجودة في هذه الأجهزة وفي هذه الأنظمة تخلي الواحد بإمكانه ينتقل من نظام إلى نظام آخر بشكل سريع. طيب الآن نبغى نتكلم عن موضوع التعلم والتعليم. طبعا زملائنا والأفاضل الأساتذة والأستاذات اللي في التخصصات التربوية يعني يعرفوا التعلم والتعليم، وفي يعني لها فروقات بين التعلم والتعليم. يمكن نقصد نحن هنا من عملية التعلم أن الشخص يستطيع أنه هل ممكن يتعلم بذاته أو بنفس التعلم الذاتي، والتعليم أنه يكون شخص آخر هو اللي يقود العملية التعليمية، ممكن يكون مثلا الأستاذ هو اللي يقدم العملية التعليمية، أني كان نقصد فيها عملية التدريس. فلو جينا نظرنا الآن وسألنا التساؤل ما هي طرق التعلم والتعليم، ممكن نقول في عندنا طريقتين، إما تكون الطريقة التقليدية أو باستخدام التقنية أو الطريقة التقنية. طبعا كل واحدة من الطرق هذه لها مزايا وفي لها وسائل عشان نقدر نوصل بعملية التعلم أو التعليم باستخدام أي طريقة من هذه الطرق. فلو جينا ضبنا موضوع اللي هو التعلم بالطريقة التقليدية، راح نجد أن الطريقة التقليدية تستخدم فيها السبورة، ممكن نستخدم فيها الأقلام اللي هي طريقة المحاضرات اللي نحن نلقيها على طلابنا والأستاذات يلقوها على طالباتهم. بعض المرات قد نستخدم بعض الوسائل التعليمية، يمكن تكون على سبيل المثال يمكن صورة، أو ربما يمكن أحد الأساتذة يمكن يريد يحضر نموذج لطلابه معهم في أثناء الفصل في الفصل أو ضمن في المحاضرة. قد يكون يمكن ربما يمكن نموذج رياضي مثلا، قلنا فرضا كان موضوعا يمكن المجسمات اللي هي الرياضية والمجسمات الهندسية، فأحضر بعض المجسمات معه، أو قد يكون يمكن أستاذ في الفيزياء يمكن يحضر مثلا أجهزة معينة بسيطة إلى مكان المحاضرة. هذه ممكن تكون كوسائل تعليمية مفيدة مرات في طرق التعلم التقليدية. أيضا عملية استخدام الحركات الإيماءات، بعض الكلمات نؤكد فيها على بعض المعاني أو بعض التعبيرات، هذه كلها من الوسائل تعتبر الوسائل التقليدية، ولا يعني كلمة تقليدية التقليل منها بقدر ما أنه بس فقط نبغى نعرف أنها مفصولة أو مستقلة أو ممكن تكون مختلفة عن الطرق الإلكترونية أو التقنية اللي راح نتكلم عنها بعد قليل. طبعا الناس المختصين في التعلم أو في التعليم وجدوا أن هناك في حاجة يسموها عدم توافقية بين ما نعطي نحن كأساتذة
وما يستقبله الطلاب في الغالب. ما هو سبب عدم التوافقية هذه؟ وجد أنه هناك أنه أساليب التدريس بالنسبة لنا نحن في الغالب هي أساليب لفظية، اللي هي المحاضرة اللي نلقيها على الطلاب أساليب لفظية، وأن هذا الأسلوب ينفع مع أنواع الطلاب اللي عندهم أنماط التعلم يسمى اللي هو السمعي. لكن وجد أنه في طلاب آخرين نوع أو نمط التعلم اللي عنده يسمى بصري، يعني بمعنى آخر إذا ودنا نوصل المعنى أو المفهوم العلمي أو المادة العلمية لهذا الطالب اللي هو النوع البصري، لابد أن نعطيه حاجة أمامه تظهر أمامه بحيث أنه يكون في عنده مثلا صورة أو شكل من خلالها نستطيع أن نوصل هذه المعلومة بشكل أفضل من الطالب اللي لو كان في حالة أنه يكون طالب السمعي. إذا في عندنا عدم توافقية الآن بين ما نحن نقدمه كأساتذة وما يستقبله كثير من الطلاب. طبعا هذا الكلام حتى وجد يعني يمكن ربما النظريات هذه تكلمت عنه مؤخرا في حاجة تسمى أن هي الذكاءات المتعددة، أنه كل يعني كل إنسان في عنده ربما يكون نوع من الذكاء مختلف عن الشخص الآخر أو عن إنسان آخر، قد يكون مثلا يكون من النوع اللفظي أو قد يكون من النوع السمعي أو قد يكون يمكن ربما يمكن عنده حاسة. ربما يمكن لو وظفنا نحن الآن طريقة التعلم بحيث أنه توافق هذا الطالب أو هذه الطالبة راح نجد أن الاستجابة راح تكون أفضل من أنه بس مجرد فقط نعطي المعلومات بشكل لفظي. طبعا نظريات التعلم والتعليم بعد هذا الكلام توصلت إلى أهمية إدراج التقنيات لتلبية احتياجيات معظم أنماط التعلم. إذا نبدأ نوصل لمعظم أنماط التعلم للطلاب لابد أن نستخدم التقنيات، وإذا قلنا التقنيات عن التقنيات التعليمية وفي الغالب في الوقت الحاضر التقنيات التعليمية الإلكترونية. أيضا من الأشياء اللي أكدت عليها نظريات التعلم ضرورة استخدام الوسائل التوضيحية قبل وأثناء وبعد المحتوى اللفظي، يعني لا مجرد فقط نعطي محاضرة لفظية بالكامل مدة يمكن المحاضرة وكانت فرضا خلينا نقول 50 دقيقة تكون كلها 50 دقيقة فقط مجرد محاضرة، لابد أن نعطي أشياء داخلها تكون قبل المحتوى اللفظي، ربما تكون يمكن قد تكون مثلا يمكن رسمة، قد يكون يمكن ربما صورة، قد يكون شكل، وبعدين أيضا أثناء المحتوى اللفظي وبعده. طيب إذا مرة ثانية نقول عندنا استخدام الوسائل التوضيحية ضرورة إذا ودنا نحن الآن نوصل لطلابنا ونعطيهم المفاهيم هذه العلمية والمفاهيم ونوصلها بشكل أفضل أن نستخدم هذه الوسائل. طبعا هذا الكلام كله الآن عملية استخدام الوسائل قد يكون في مرات صعوبة في الوصول أو في الحصول على هذه الوسائل. لو فرضا نقول كنت ودي مثلا أدرس مثلا مادة رياضيات وودي أن أحضر بعض النماذج اللي هي الهندسية، قد يكون من الصعوبة أن نحضرها أو يمكن نحضرها مرات وربما تكون مرات صعب أن نحضرها. إذا نجي الآن موضوع التقنية، أنه هل ممكن التقنية أن توفر علينا هذا الكلام؟ طبعا أنا متأكد أن زملائنا وكل الأساتذة اللي موجودين معنا في الدورة هذه ربما بشكل أو بآخر استخدموا التقنيات هذه. حنتكلم إن شاء الله عن فرع من الفروع هذه اللي هو الكائنات التعليمية اللي راح نشوفها بإذن الله تعالى أنه ممكن تخدم معنا في هذا الموضوع. طبعا نجينا الآن الموضوع اللي هو طرق التعلم والتعليم، إذا كانت التقنية هذه استخدامها بدل التقليد تكون تقنية أكيد فيها مزايا. أولى المزايا هذه عملية التوافقية، أستطيع الآن أن يكون في عندي الآن محاضرة نظرية ألقيها أو لفظية ألقيها بالكلام، وأيضا في نفس الوقت استخدم التقنية لعرض ربما يمكن الصورة أو عرض شكل مناسب للكلام أو للمحتوى اللي أقدمه الآن في المحتوى اللفظي أو مع المحتوى اللفظي. أيضا أستطيع في نفس الوقت ربما في المحاضرة أن أعرض على طلابي مقطع فيديو، قد يكون الفيديو هذا مسجل لي أنا أو قد يكون يمكن فيديو موجود يمكن في مكان في جامعة أخرى، قد يكون يمكن موجود في مكان آخر. يعني طبعا في الأخير نقول كلها راح تصب أو تخدم الهدف التعليمي اللي ودي أوصل له مع طلابي في هذه المحاضرة. موضوع الجذب، الناس طبعا إذا غيرنا طريقة يعني إذا جلسنا يمكن استمرنا على وتيرة واحدة في الكلام تجد أن الناس تمل، لذلك يعني إذا ودي أجذب الناس مرات ربما غير في الطريقة، فقد يكون يمكن مرات أعطيهم محاضرة يمكن مدة 10 دقائق ربع ساعة وبعدين أرجع أغير معهم إلى يمكن مقطع فيديو موجود له علاقة بالموضوع، فرح أجد أنه عملية الجذب هنا راح تكون أفضل وأستطيع أن أجذب طلابي أو يعني حتى اللي غير منتبه ربما أجد أنه يعني إذا جربنا هذه الطريقة طبعا راح تجد أن الطلاب يبدأ يتغير، يبدأ يمكن جلسته حتى يبدأ يغيرها تلاقيه الآن عنده أصبح أو شعر أنه في طريقة ثانية للتقديم مختلفة عن الطريقة اللي هو الآن ماشي فيها. طبعا كثيرة مزايا التعلم أو التقنيات واستخدامها في التعلم والتعليم،
بإذن الله تعالى خلال دورتنا هذه راح نشوف إن شاء الله هذه المزايا بإذن الله تعالى. أنا طبعا وضعت هنا الوضوح راح تكون ربما أوضح من يمكن لو استخدمنا يمكن بعض النماذج اللي يعني خلينا نقول له في رسمة موجودة عندنا على السبورة. طيب في ظل هذا الكلام اللي تكلمنا عنه إلى الآن خلينا نقول الآن لو نحن كلنا طبعا أكيد مارسنا عملية التدريس. كثير من الأساتذة مرات يعني يقول في عندنا محدودية في الوقت، يعني أنا ودي أعطي الطلاب أشياء كثيرة لكن ربما يكون عندي الوقت محدود. خلينا نقول على سبيل المثال لو قلنا التطبيق العملي، هل بإمكاني أنا الآن مع المحاضرة النظرية أستطيع أن أخلي الطلاب يطبقوا عمليا؟ لو أخذنا مثلا مادة يمكن فرضا الرياضيات، أي مادة في الرياضيات مثلا، يمكن مثلا مادة رياضيات واحد اللي هي 101، يمكن ربما الأستاذ يجد أنه من الصعوبة أن يخلي الطلاب يطبقوا عمليا أو يمكن يجروا بعض المعادلات ويقوموا بتنفيذ أشياء معينة عليها أثناء الفصل أو في الفصل الدراسي. هذه من الأشكاليات اللي تكون موجودة. أيضا مرات نجد أنه من الصعوبة أن أناقش مع الطلاب كل المواضيع اللي عندهم اللي خاصة بالدرس هذا. يمكن أتناول مرات سؤال أو سؤالين لكن نحن فتحنا يمكن ربما المجال لكل الطلاب نجد بالذات إذا كان عندنا أعداد كبيرة من الطلاب نجد فيه صعوبة أيضا في أنه نجري عملية النقاش في القاعة الدراسية. طبعا في أنشطة أيضا مختلفة يمكن إجراء تجارب من جدا من الصعوبة أن نسويها في الفصل الدراسي، ربما تحتاج يمكن الإمكانيات تحتاج لبعض التجهيزات أن تكون موجودة في معمل. كل هذا الكلام يخلينا يقودنا أيضا أنه نتكلم الآن أنه هل ممكن نحن نوظف التقنيات الإلكترونية ليس فقط في عملية التعلم بل أيضا في عملية في التدريس، وحنشوف بإذن الله تعالى إن شاء الله نماذج لهذا الكلام. طبعا بعد هذا الكلام بنقول أكيد كلنا متفقين في الغالب، أنا أقول يمكن ما بدي أجزم أنه 100% أقول مع أني متأكد إن شاء الله أقول 100% أنه كلنا متفقين على موضوع أنه استخدام التقنيات ما في شك أنه راح يضيف بعد آخر في العملية التعليمية سواء كان في التعلم أو في التدريس. يعني ودي كنت أسوي مثلا إحصائية ونقول الزملاء المشاركين كم واحد فينا يستخدم مثلا اللي هو الباوربوينت. طبعا لا يعني باوربوينت بالمناسبة لا يعني أنه هو التعلم الإلكتروني أو التعليم الإلكتروني لكن فقط يعتبر استخدام لبعض التقنيات الإلكترونية في التعليم. طبعا في مزايا كثيرة باستخدام المحتويات أو استخدام محتويات التعلم الإلكترونية سواء كانت يمكن على شكل عروض، سواء كانت يمكن على شكل ربما محتوى أضعه في موقع معين، سواء كان يمكن كان على شكل فيديو يمكن رفعته للطلاب بحيث أن يشوفوا جزء من المحاضرة في موقع معين. كل هذا عبارة عن محتوى تعلم إلكتروني أو تعليم إلكتروني له مزايا كثيرة. أول حاجة طبعا عملية التحول الرقمي. الآن نسمع إحنا في التحول الرقمي، نسمع بالحكومة الإلكترونية، يمكن أكثر من كذا بدأنا نسمع موضوع اللي هو الحكومات أو التحول الذكي أو الحكومات الذكية. كل هذا الكلام يقودنا إلى موضوع أنه فعلا حتى تعليمنا لابد أنه أيضا يواكب هذه المنظومة الكاملة في التعلم في التحول الرقمي، ويفترض أنه تعليمنا أيضا يتحول إلى تعلم إلكتروني. من ضمن المزايا أيضا عملية الأرشفة، التخزين، كل الأشياء هذه راح تخزن. لو فرضا عندنا مثلا مقرر إلكتروني موجود بحيث أن الطلاب يدخلوا عليه كل المعلومات حق المقرر زي الدورة هذه الآن، كل السجل حق الدورة هذه مسجل، الدورة هذه نفسها مسجلة بالصوت وبالعرض، أو حتى كمان ممكن تسجل أيضا بفيديو بالصورة بحيث أنه نقدر نرجع لها مرة أخرى، نقدر نعيد الدرس هذا ونقدر نعيد الدورة هذه بدون أن المحاضر يرجع يتكلم مرة ثانية فيها. فلو فرضا عندي محاضرة سجلتها وكانت موجودة على شكل محتوى إلكتروني بإمكان المحاضرة هذا يعيدها الطلاب آخرين، بإمكان الطلاب نفسهم يعيدوا استرجاعها والرجوع عليها مرة ثانية. طبعا كل الكلام هذا أكيد أن اللي مارسوا عملية التعلم الإلكتروني أو التعليم الإلكتروني بالنسبة لهم الأمور هذه واضحة ومتأكدين منها. أيضا إمكانية استخدام الوسائط الصوتية، الفيديو، كل هذه الأشياء، محاكاة المفاهيم بحيث أنه يمكن تكون عندنا في أشياء ربما تجارب عملية أجد من الصعب أنه تجرى في المعمل، زي يمكن في بعض الأحيان نجد في صعوبة أن يكون في معمل موجود في بعض الأماكن والأشياء، فممكن هذه عملية محاكاة أو عملية المحاكاة لهذه التجارب باستخدام التقنيات الإلكترونية توفر علينا جهد كبير. وفي بعض المرات نجد يمكن ربما يكون عند الطلاب شغف في استخدامها ربما أكثر من الأجهزة نفسها. أيضا عملية الجودة والمعيارية، التعلم الإلكتروني أو محتويات التعلم الإلكترونية تضمن الجودة والمعيارية. المقرر هذا الإلكتروني الآن لو كان عندي مجرد موجود وقدمته لطلاب، أنا متأكد لو قدمته لطلاب آخرين راح أكون متأكد أنه حصل على كل الطلاب على نفس المعلومات على نفس مستوى يعني التقديم، نفس المحتويات كلها راح تكون لهم واحدة بالنسبة لجميع الطلاب. أيضا في هناك بعض المعايير المفروض تكون موجودة في التعلم الإلكتروني، معايير مشهورة
لابد من توفرها حتى يكون يعني المحتوى فعلا المحتوى مضمون من ناحية الجودة والمعيارية. فكل هذا الكلام يصب في موضوع اللي هو الجودة أو إمكانية أن يكون في عندنا في التعلم الإلكتروني جودة ومعيارية أكثر من التعلم التقليدي. طبعا إعادة الاستخدام، توفير الموارد، توفير الوقت والجهد في الإعداد. قد يكون التعلم الإلكتروني أو المحتويات الإلكترونية تتطلب جهد في البداية، لكن مع مرور الوقت واستثمارها أثناء الوقت راح نجد أنه ما في شك أنها راح تكون توفر في الموارد وفي الوقت والجهد بشكل كبير من التعلم التقليدي. أيضا عملية المشاركة، التوزيع والنشر. لو في الآن عندي طبعا أي محتوى أستطيع أنه بسرعة أنشر، ما ليس مجرد طلاب، أستطيع أنشر على طول على 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 يعني مستوى العالم بأجمعه. فكل هذا الكلام طبعا يقود أنه فعلا كيف أنه ممكن التقنيات الإلكترونية أن تكون فيه لها مزايا كثير عن التعلم التقليدي. وفي الأخير ودي أقول ترى لا يعني ذلك التقليد من التعلم التقليدي، يظل أن دور الأستاذ ودور الأستاذة في الفصل الدراسي لحد دور كبير، بس نقدر نقول نحن الآن عملية دمج. خلينا نستخدم المصطلح المستخدم الآن هو عملية دمج التقنيات مع الطريقة التقليدية. طبعا بعض الملاحظات أو أنا بقرأها الآن يعني الزملاء الأفاضل اللي كتبوا لنا الملاحظات. من ناحية الصوت أقصد يعني صورة العرض والصوت، فالزملاء إن شاء الله في الدعم الفني هو بيتابع معكم هذا الموضوع. وبالنسبة للملاحظات اللي هي بخصوص الدورة، شكرا للأستاذ الدكتور اللي قال لنا إن هو إن في عندنا مرات يفوق العدد يعني فعلا 60 طالب إن يكونوا موجودين عندي في محاضرة واحدة، قد مرات حتى تصل إلى 80 طالب وربما أكثر في بعض، طبعا حسب الجامعات وحسب الأماكن المختلفة وحسب المقررات. عندنا مرات إحنا في جامعة الملك عبد العزيز طلاب السنة التحضيرية ممكن ربما يوصلوا مرات إلى يعني في المحاضرة ممكن يوصلوا إلى 80 طالب، فنجد يمكن مرات إنه لو أخذت فقط سؤال يمكن أو 10 أسئلة من كل من مجموعة 80 كم من الوقت راح أقضيه مع الطلاب. فهذا طبعا حنشوف إن شاء الله بعض التقنيات اللي اليوم حنتكلم عنها إنه كيف ممكن بالفعل نستطيع أن نوفر في أوقات المحاضرة من خلال بعض التقنيات الحديثة. طيب نبغى ندخل الآن على موضوع تعريفا للموضوع حق الدورة اللي نحن فيها اللي هي الكائنات التعليمية. طبعا الكائنات التعليمية حتى المصطلح هذا خلينا نقول قديم حديث، يعني كائنات تعليمية كفكرة موجودة اللي هي لو تكلمنا عن الأهداف التعليمية للمقررات، وأنا متأكد طبعا اللي شغالين في موضوع الاعتماد الأكاديمي لكثير من الجامعات يعني شغالة في هذا المضمار موضوع الاعتماد الأكاديمي والحصول على الاعتماد الأكاديمي. طبعا أكيد أنه إذا كنا شغالين في هذا الموضوع فممكن نسمع أو نسمع المصطلح اللي هو الـ learning object أو اللي هو الـ learning outcomes اللي هو باللغة العربية يسمى اللي هو مخرجات التعلم، اللي المفروض نحن نكون بعض المرات نكون على علم فيها من ناحية يعني يكون لابد إنه يكون عندي أهداف تعليمية للمقرر حقي، لابد إنه يكون في عندي أهداف حتى وقت في المحاضرة، لابد إنه يكون في عندي أهداف أضعها للطلاب إنه يفترض بنهاية المحاضرة هذه أن يفهم الطالب الموضوع هذا والموضوع هذا. فكل النقاط هذه هي تدل أو معنى من مصطلح أو من مصطلحات الكائنات التعليمية. الكائنات التعليمية باللغة الإنجليزية يصطلح عليها باسم learning objects. المصطلح هذا جاي من لغة أو اللغات البرمجية اللي تسمى Object Oriented Programming. في اللغات البرمجية الحديثة يعني زي لغة C++، طبعا الناس اللي في البرمجة مختصين وأنا متأكد أنهم يعني حتى اللي غير مختصين لا يعني أنه أكيد أنكم عارفين موضوع البرمجة. اللغات البرمجية الحديثة تستخدم حاجة تسمى الكائنات. الأجزاء البرمجية تعمل على شكل كائنات، كان بالضبط عبارة عن كائن موجود له خصائص هذا الكائن. والكائنات هذه في العادة تكون يعني تترابط مع بعضها البعض بحيث انه ممكن تشكل برنامج واحد. الكائنات التعليمية هنا تعرف بتعريفات كثيرة، انا اخذت هذا التعريف من مكان حتى او من عدة تعريفات، وضعت هذا التعريف اللي موجود امامنا. هو عبارة عن محتوى رقمي ذو هدف تعليمي يمكن اعادة استخدامه لدعم عملية التعلم والتعليم. طبعا المصطلح او التعريف هذا حتى فيه كلمات بسيطة لكن حتى لها معاني كثيرة. أول حاجة نقول محتوى رقمي، إذا نحن نتكلم عن موضوع اللي هو الأشياء الإلكترونية رقمية إلكترونية ديجيتال. ذو هدف تعليمي، جدا ضروري إنه يكون الكائن التعليمي اللي راح أنشئه إنه لازم يكون له في هدف تعليمي. أنا ودي أن أنشئ هذا كائن أو ودي أنشئ محتوى رقمي إلكتروني، لابد إنه يكون فيه له هدف أو مغزى معين بحيث إنه في الأخير أقول للطالب أستطيع إن الآن أسوي عملية قياس أشوف الطالب هل فهم فعلا الهدف، هل وصل إنه فهم هذا الهدف أو لا. طبعا لابد ضروري انه يكون هدف تعليمي قابل للقياس.
المصطلح ايضا يستخدم في انه الاعتماد الاكاديمي، انه لابد هذا التعني انه يمكن قياسه. الكائن التعليمي والمحتوى الرقمي هذا يمكن اعاده استخدامه، وكلمه اعاده استخدامه يعني لها شق، لها جانبين. اعاده استخدامه ممكن نقول فعلا انه نشأنا كائن تعليمي احنا الان، بامكان الكائن هذا انه يستخدم مره ومرتين ثلاث مرات، طبعا بقدر يعني الطالب او الشخص اللي بده يتعلم من هذا الكائن التعليمي يستطيع انه يعيده اكثر من مره. وثاني ايضا اعاده استخدامه انه ممكن الكائن التعليمي هذا انشئ كائن تعليمي في مقرر معين او ضمن مقرر معين، واستطيع ان استخدمه في مقرر اخر. يمكن على سبيل المثال لو انشات كائن تعليمي في مقرر مثلا فيزياء، اقدر اخذ الكائن هذا واستخدمه في مقرر اخر، يمكن نقول مثلا علوم فلكيه، او مثلا يمكن مقرر كيمياء. يعني طبعا هذا المقصود في اعاده استخدامه. في الاخير نقول هذا الكائن التعليمي او المحتوى الرقمي لابد انه يدعم عمليه التعلم والتعليم. لو نظرنا لاي مقرر دراسي، هو عبارة عن أهداف تعليمية يحقق هذا المقرر. فكل واحد من هذه الأهداف أستطيع أن أنشئ له كائن تعليمي. في البداية راح نجزأ المقرر أو المحتوى التعليمي أو المحتوى حق المادة إلى مجموعة من الأهداف. خلينا نقول على سبيل المثال كأنه عندنا فيه كتاب مقرر للمادة عبارة عن الفصول الموجودة فيه. داخل كل فصل فيه عندنا مثلا مجموعة من الأجزاء، كل واحد من الأجزاء هذا يمثل، ممكن أن يمثل أنه هو كائن تعليمي. في الأخير أجمع هذه الكائنات كلها مع بعض عشان أنشئ مقرر كامل. إذا نقدر نقول نحن الآن الكائن التعليمي هو عبارة عن وحدة أساسية في بناء محتوى لمنهج أو لمقرر رقمي. لابد أن يحتوي على نتائج تعلم learning outcomes، مصطلح باللغة الإنجليزية. ممكن نوظف فيه الآن الأشياء الرقمية، على سبيل المثال أنه ممكن يكون فيه نصوص، ممكن يكون فيه أيضا مقاطع صوتية، ممكن يكون فيديو موجود فيه، رسومات، صور، أشياء متحركة. كل هذه الأشياء ممكن تكون موجودة داخل ضمن كائن تعليمي واحد. طبعا ليس بالضرورة تكون كلها موجودة، يعني ممكن يكون في عندي كائن تعليمي فقط عبارة عن نصوص، أو ممكن يكون في نصوص دمج بين النص وفي موجود رسمة، أو ممكن يكون في نص ورسمة وأيضا مقطع صوتي، وممكن يكون أيضا في إضافة فيديو، أو قد يكون في فيديو بس ما في صورة. كل هذه الأشياء ممكن تكون موجودة ضمن كائن تعليمي واحد. بعض الأمثلة للكائنات التعليمية: تلاوة آيات قرآنية كريمة ومعرفة معانيها. لو في أستاذ عندنا من الأساتذة في مادة القرآن الكريم أود أنه مثلا يعني يخلي طلابه يمارسوا قراءة تلاوة آيات قرآنية كريمة أو استماع لآيات قرآنية كريمة ويعرفوا معانيها، ممكن أنه ينشأ الآن كائن تعليمي لهذه الآيات المحددة، وأيضا يكون ضمنها معرفة المعاني حق بعض الكلمات في هذه الآيات القرآنية الكريمة. قد يكون حديث نبوي شريف ومعرفة معاني أيضا. يمكن لو جينا قلنا مثلا في مقرر مثلا مادة مقدمة حاسب آلي، وقلنا والله في عندنا مكونات الحاسب الآلي، في حاجة يسموها البرامج والمعدات اللي هي الأجهزة والبرامج، ودي أعرف الطلاب على هذا المفهوم أو هذا المعنى. هذا ممكن يكون هدف تعليمي الآن وأستطيع أن أنشئ له كائن تعليمي. قد يكون في مادة فيزياء أو في مقرر فيزياء دورات المحرك حق اللي هو المحرك الميكانيكي، المحرك حق السيارة. في مادة الأحياء يمكن يكون مكونات الخلية. طبعا احنا يمكن القائمة هذه راح تطولنا، متأكد عندنا تخصصات كثيرة ومتنوعة. كل واحد من هذه ممكن الآن يكون عبارة عن كائن تعليمي بحيث انه يوصل منه الطالب إلى هدف تعليمي يستطيع أن يتعلم منه من خلاله الطالب. طبعا راح نشوف نحن إن شاء الله نماذج بإذن الله تعالى كأمثلة هذه، بس حطيتها كأمثلة، لكن بإذن الله تعالى راح نشوف إن شاء الله نماذج لها عملية لهذا الكلام. ممكن نشتق برضو أيضا من الكائنات التعليمية ما يسمى أو ما يعرف بالكائنات التعليمية الحسابية. هي نفسها كائنات تعليمية بس يضاف عليها انه فيها عمليات حسابية. طبعا احنا نعرف العمليات الحسابية حتى بشكل كبير مستخدمة في التعليم، في يمكن مواضيع كثيرة ربما مرات قد تكون يعني ليس لها علاقة بالرياضيات، لكن لابد ان نجد ان الرياضيات داخل ضمنها. يعني يمكن ما هو شرط انه يكون مقرر رياضيات، لكن ايضا الرياضيات نجد انه موجودة فيها العمليات الحسابية. فطبعا لو استطعنا الان ننشئ كائن تعليمي حسابي راح يوفر علينا بشكل كبير انه استطيع انه اخلي الكائن التعليمي هذا في نوع من المشاركه مع الطلاب. راح يوفر ايضا علينا الوقت من اكمال العمليات الحسابيه، بدل ما الطلاب انه يقوموا باجراء العمليات الحسابيه بالاله الحاسبه او يمكن ربما بالطريقه الورقيه، يعني يمكن بالورقه والقلم، يستطيع الان من خلال الكائن التعليمي انه يجري العمليات الحسابيه. طبعا انا هدفي مرات قد يكون انه فعلا بعض الاساتذه يمكن يقولوا والله نحن هدفنا ان الطالب يمارس فعلا العمليات الحسابيه هذه، يقوم يجريها بنفسه. قد يكون بعض المرات لا،
أنا ليس هدفي عملية حسابية بحد ذاتها بقدر ما أن يكون أن يودي الطالب يوصل يمكن لبعض الحقائق من خلال العمليات الحسابية هذه ذاتها. أستطيع أن من خلال الكيانات التعليمية الحسابية أن نركز على مستويات التفكير العليا. تعرف شو المقصود بمستويات التفكير العليا؟ متأكد أنكم كثير منكم عارفين الموضوع اللي هو ما يعرف بهرم بلوم، اللي يقول عندنا فيه مستويات التعلم فيها يقسموها إلى 6 مستويات. طبعا هذا هرم بلوم كان في الأساس يعني أوجد تقريبا يمكن قبل حالي يمكن 40-50 سنة، وبعدين تم التعديل عليه. يقول المستويات فيها طبعا هي المستوى الأول اللي هو التذكر، إن أعطي الطالب معلومة ويستطيع أن يتذكر، يستطيع أن يسترجع نفس المعلومة. هل يفهم الطالب؟ ممكن أعطي له الآن سؤال أتأكد أنه من فهم من خلال أنه فهم المعلومة هذه ولا لا؟ هل يستطيع أن يطبقها؟ هذه المستويات تسمى مستويات التفكير الدنيا والأساسية. إذا قدرنا الآن ننقل الطالب إلى التحنين، إلى التقويم، إلى الإنشاء، المستويات العليا، هذه طبعا راح تكون بشكل أفضل والتعلم راح يكون بشكل أفضل بدل ما يكون في مستويات التعلم الأساسية. طبعا الكلام هذا كله يمكن أنا بقول عنه يعني يمكن الآن كذا يعني مع أني أنا ماني مختص في التعلم ولا التعليم، يمكن ربما تخصص أكثر في الأشياء التقنية، لكن بقول يعني طبعا من خلال يمكن ربما ممارستنا في العملية التعليمية، من خلال أيضا الاعتماد الأكاديمي، من خلال تعاملنا مع الطلاب، نجد بالفعل أنه إذا استطعنا ننقل الطلاب من الأشياء الأساسية إلى المستويات العليا في التفكير حتى في اختناء أسئلتنا، راح ما في شكل أنه نستطيع نوصل إلى تعلم أفضل وإلى تعليم راح يكون ينعكس بشكل إيجابي على طلابنا وطالباتنا. خلينا نشوف هذا الكلام من خلال نموذج أو من خلال 3 نماذج أو 3 أمثلة وضعتها. المثال الأول اللي هو عن زكاة المال. طيب خلينا نتكلم الآن عن المثال هذا. طبعا هذا الموضوع إيش رأيكم هذا سين يكون موجود موضوع الموضوع هذا زكاة المال في أي مقرر ممكن يكون يدرس؟ طبعا في الفقه، فعلا في مواضيع الفقه في الغالب إنه في مواضيع الفقه الموضوع هذا. طبعا مثلا يمكن يكون الأستاذ أو الشخص اللي راح يتكلم فيه راح يتكلم عن موضوع اللي هو إنه الزكاة، أهمية الزكاة، إنها الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، والله سبحانه وتعالى فرضها علينا إحنا كمسلمين في مالنا. وممكن يستدل بعض الآيات القرآنية زي ما إحنا شايفين الآية قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وبعدين يمكن يوريهم كيف إنه ممكن تحسب الزكاة وإنه في شروط وجوب الزكاة، بلوغ الحول، اكتمال النصاب، وكم النصاب بالذهب، نصاب بالفضة. وطبعا نعرف أن أوراق النقدية مرتبطة مع الذهب والفضة، إذا هي راح تحسب بناء على النصاب، إن تحسب طبعا حسب أقوال الفقه الناس اللي في الفقه المختصين يقولوا إن هو أقل النصابين. كل الكلام هذا لاحظوا الآن ممكن يكون معروض، إما ممكن تعطي المحاضرة على شكل محاضرة نفضية، ممكن الطالب يقرأها في الكتاب. يستطيع الآن هذا من خلال كائن تعليمي حسابي نحوله إلى شكل آخر، نشوفه بهذا الشكل. هذا الآن أمامنا نموذج لكائن تعليمي حسابي موجود فيه سعر جرام الذهب اللي هو الآن بالنسبة لنا النصاب بالذهب. نبغى نعرف النصاب بالذهب، يقول إنه هو 85 جرام ضرب سعر الجرام. على طول هنا راح يحسب للشخص مجرد أن يدخل سعر جرام الذهب كم النصاب من الذهب. وأيضا لو أدخل سعر جرام الفضة راح يبين له كم النصاب من الفضة. وتلقائيا الكائن التعليمي هذا الآن تلقائيا راح يحسب أقل النصابين. متأكد الآن ربطنا إحنا فكرة معلومات موجودة يمكن ربما بشكل في موضوع فقهي، ربما يمكن واحد يكون ينظر لها كأنها مادة نظرية، حولتها جزئيا إلى كائن تعليمي حسابي، وأصبح الآن أمام الطالب أو الطالب اللي ممكن يستخدم الكائن هذا عملية حساب موجودة للكلام اللي موجود هنا. أيضا حنبدأ الآن نحسب الزكاة. طبعا راح أقول له أدخل رأس المال هنا، خلينا نقول الآن راح أدخل رأس المال يمكن نفترض أنه مثلا أدخل 50,000. طبعا مع الأسف طلع مبلغ الزكاة أنه صفر. عند واحد حيستغرب هنا، إيش رأيكم؟ إيش تتوقع السبب؟ طبعا متأكد السبب واضح، بس أنا ودي يعني خلينا نعمل المشاركة مع الزملاء حتى يكون معنا، نبغى نطبق أفكار التعليم الإلكتروني هنا برضه. إيش السبب إنه ما طلع فيه زكاة؟ اللي هو الحول. كويس إنك تكون عارف موضوع الحول هنا. يمكن ربما موضوع الحول هذه يعني طبعا أنا متأكد يمكن لو قلنا يمكن النموذج هذا يمكن ربما يمكن يعني بس وضعته كنموذج مبسط للعملية التعليمية أو للكائنات التعليمية أقصد. حتى الواحد يمكن الآن لحظة اكتشف إنه بالفعل إنه لابد إنه من مرور
الحول اللي هو 12 شهر حتى تنحسب الزكاة. فلو بدأ يعدن قال والله انه المال هذا مرت عليه 12 او مر عليه 12 شهر اللي هو بنقليل سنة، فاكيد انه راح تبدأ تظهر الزكاة زي ما هو محسوب عندنا هنا. كل العملية هذه طبعا تجرى تلقائيا، ويمكن يبدأ الواحد انظر من موضوع يمكن ربما نظري الى مهارات تفكير عندي، يبدأ في يدخل في موضوع التحليل، يمكن يبدأ موضوع التركيب، كل هذه الاشياء الان حاضرة في هذا المثال او النموذج البسيط. طبعا هذا مثال على النموذج اللي هو خاص بالزكاة المال اللي ربما الآن تحول إلى كائن تعليمي حسابي، ومن خلاله الطلاب يستطيعوا الآن يمارسوا عمليات حسابية، ليس عمليات حسابية أقصد يجروها بأنفسهم، لكن يمارسوا فعلا المفهوم الموجود العلمي اللي هنا أو المفهوم الفقهي الموجود هنا بطريقة إلكترونية موجودة أمامهم. طيب طبعا نحن النموذج هذا كمثال يمكن في تخصصات مختلفة نستطيع نبني نماذج مماثلة أو مشابهة لهذا الكلام. يمكن أساتذة الفيزياء يستطيعوا أيضا أنه مثلا يقول والله عندنا في معادلات معينة، أنا ما ليس هدفي أنه الطالب أنه يجلس يسوي عملية إحصائية بقدر ما أنه يمكن أخليه يستنتج بعض الاستنتاجات، حنشوفها في المثال الثاني في المثال الثالث. هذا الآن محول درجات الحرارة كمثال ثاني، كائن حسابي لتحويل درجات الحرارة. طبعا نحاول نعرف يمكن زملائنا اللي في الفيزياء اعرف منهم بهذا الموضوع اكثر مننا، موضوع اللي هو التحويل درجات الحراره، انه في نظامين فهرنهايت والمئوي، وانه بنحول من فهرنهايت الى مئوي في عندنا معادله معينه، هذا تحولنا من فهرنهايت لمئوي، وهذه المعادله العكس الفهرنهايت المئوي اذا كان عند درجه حرب المئوي استطيع ان نحولها الى فهرنهايت. طبعا كل الكلام هذا الطلاب يكون موجود ضمن مقرر فيزياء، يمكن في فيزياء 101 او ربما يمكن يعني بعض مقررات الفيزياء. الطالب الآن بإمكانه يستطيع الآن مباشرة لو أدخل درجة الحرارة بالفهرنهايت، أنا مو هدفي الآن أنه يطبق المعادلة بقدر ما أنه يوصل لكم درجة الحرارة بالمئوي، وأيضا هنا كم المقابل لها لو دخلت درجة الحرارة بالمئوي كم تكون بالفهرنهايت. طبعا هذا النموذج لاحظوا الآن ممكن يعني أي واحد يستخدمه مباشرة بشكل بسيط، وبإمكانه يستنتج ممكن بعض الاستنتاجات منه. خلينا نسأل سؤال، يعني في معنا أساتذة في الفيزياء طبعا خلينا نقول عارفين الجواب، متى درجة الحرارة تتساوى بحيث أن يكون المقياسين الفهرنهايت والمئوي يعطوني نفس القراءة؟ إذا أحد يعرف أنه ممكن يجاوب معنا. في يقولوا يعني أنه درجة الحرارة راح تظهر، يعني المقياسين راح يقيسوا نفس الدرجة عند درجة حرارة معينة. طبعا ما هي الصفر، ليست الصفر يعني. طيب ما إذا كان أحد حتى أساتذة فيزياء ممكن يعني يقول لنا فعلا درجة حرارة ناقص 40، درجة حرارة ناقص 40 هي درجة الحرارة اللي راح تظهر في المقياسين. طبعا نلاحظ هنا النموذج هذا الآن يستطيع أي واحد طبعا بتجربة بسرعة يدخل هنا ناقص 40 ناقص 40 يستنتج فعلا المعلومة هذه أنها صحيحة من خلال هذا النموذج. النموذج الثالث بكائن حسابي، بكائن تعليمي حسابي، أيضا هنا قانون أوم مشهور، قانون في الفيزياء يمكن حتى يعني ربما يمكن في المرات يعني الان في المناهج الحديثه في الثانويه اصبح طبعا من مواضيع اللي تدرس قانون اوم، وايضا ربما يمكن يعني درس يمكن في الفيزياء، انا متاكد انه مر على الموضوع هذا، ليس يعني الحد حاولت ان اجيب امثله يعني حتى تكون يمكن واضحه للجميع. طيب انا بلاحظ ملاحظات يعني يمكن عن الزكاه ما نعرفها، طيب اذا كان مجرد سؤال فان شاء الله باذن الله تعالى يعني جيد انه نخلي الاسئله يمكن في فتره الاستراحه او يمكن نخليها ان شاء الله في الفلسفه الاخير نتناول بعض الاسئله اللي موجوده، لان الشاشه هذه الان تتحرك من امامي، فيمكن ربما يكون من الصعوبه اني الاحظ كل الاسئله الموجوده، وبالذات اذا كان السؤال يمكن يعني بعض الكلمات يمكن للزكاه يعني ما نعرف المقصود بالسؤال هذا. طيب هذا الان برضه ايضا قانون اوم من القوانين المطبقه في الفيزياء، اللي بكل بساطه يقول لي اذا كان في عندنا مصدر جهد بطاريه وفي عندنا لمبه هنا الان، اللمبه هذه راح تشتغل بناء على قيمه البطاريه الموجوده فيها. طبعا الناس المختصين في الفيزياء برضه يقولون ان المقاومه او اللمبه هذه هي عباره عن مقاومه تسمى بالمقاومه، ونستطيع نحن نقرا الان كم مقدار التيار الموجود في الدائره هذه، وكم مقدار الجهد، كم مقدار يعني الفولتيه او كم قياس البطاريه، وكم مقدار التيار. طبعا الكلام هذا ممكن الان من خلال معادلات يستطيع الطالب او الطالبه تستطيع ان يحسبوا العمليات هذه. في عندنا قانون اوم يقول انه فرق الجهد يساوي مقدار التيار في المقاومه اللي هو V يساوي R في I. النموذج هذا الان لاحظوا مبني على قانون اوم. طبعا يقول انه يتناسب التيار المار في مقاومه طرديه مع الجهد المطبق في دائره كهربائيه. استخدم الكائن هذا اللي هو الكائن الحسابي هذا لدراسه وتحليل هذا القانون
واستنتج صحة العلاقة بين التيار وفرق الجهد مع تغير قيمة المقاومة. يعني بمعنى آخر يقول له غير المقاومة هذه اللي هنا الآن وبقى تستنتج لي إن فعلا كيف العلاقة بين التيار والجهد بناء على قيمة المقاومة. طبعا كل الكلام هذا الآن فيه يعني نوع من التحليل. تخيلوا أنا ما ضد الطالب الكلام هذا، أخلي الطالب كأنه الآن يجري عملية أو يجري كأنه تجربة عملية أمامه من خلال نموذج حسابي موجود على جهاز الحاسب الآلي من غير وجود أي يعني حاجة محسوسة كجهاز فعلا موجود، وبإمكانه يستنتج هذه العلاقات، ويمكن ربما مرات زي ما قلت يعني قد يجد الطالب متعة كبيرة في أنه يستخدم حاجة من هذا القبيل أكثر منه لو سوى التجربة عملية. فالآن لو جاء الطالب مثلا قال والله خلينا ندخل فرق جهد هو الآن صفر وغيرته وخليت مثلا على سبيل المثال فيه اثنين، أول حاجة راح يجد أنه اللمبة أضاءت، هذه اللمبة أضاءت عنده، فيعرف أنه فعلا في تيار مر، في تيار مر في الدائرة هذه عشان كذا شغل اللمبة هذه. طبعا كل هذا الكلام ممكن نحن نكتبه للطالب أو ممكن نقول له إياه يعني نظريا أو في المحاضرة، لكن هو الآن بيشوف حاجة عملية أمامه. أيضا يشوف القراءات، طبعا هنا بيقرأ هذا القيمة اللي هو قيمة التيار، والجهاز اللي هنا بيقرأ قيمة الجهد، ويعرض له إياه على شكل رسم بياني. طبعا يستطيع الآن الطالب أنه يغير القيم، يمكن يقول والله زود زود الجهد، لاحظوا الآن مجرد زود الجهد اشتغلت اللمبة بشكل أكبر أو أعطته إضاءة بسبب أن التيار زاد، لأنه فعلا زودنا الجهد، علاقة بين التيار والجهد علاقة طردية، إذا زاد الجهد زاد التيار، فأكيد اللمبة هذه الآن اشتغلت نتيجة مرور تيار أكبر في الدائرة، نتيجة وجود اللي هو يعني زيادة في الجهد. فراح يستنتج الطالب من خلال النموذج هذا أنه الآن إذا زاد الجهد راح يزيد التيار، إذا علاقة الفعل الطردية اللي يعرفوها الناس في الفيزياء. طبعا هو برضو كذلك يستطيع أن يغير قيمة المقاومة هذه إما زيادة أو خفضا، وشوف تأثيرها مع التيار. طبعا متوقع أنه لو زادت المقاومة راح يقل التيار، والعكس صحيح. فكل الكلام هذا يستطيع يحط أي قيم هنا الآن ويبدأ يجرب القيم، طبعا يحطها في النموذج الحسابي هذا غير منتهي، يعني نقدر نقول يحط أي رقم يبغاه ويبدأ يستنتج العلاقات هذه مباشرة بدل ما تكون موجود عنده على شكل بشكل نظري. طبعا هذه النماذج الثلاثة نحن الآن يمكن حطيتها كنماذج بسيطة نقدر نبني عليها أشياء كثيرة، يعني يمكن كل أستاذ فينا من في تخصصه، سواء يمكن أعطيته المثال التخصص اللي ربما ممكن نقول إن أحد تخصصات النظرية، يعني ربما أحد يقول لا يمكن إنشاء كائنات حسابية لها، ولا يمكن إنشاء كائنات تعنية، بالعكس ممكن إنشاء كائنات تعنية برضو لها. طبعا ما في شكل التخصصات اللي هي التطبيقية اللي هي زي الفيزياء الكيمياء، هذه طبعا النماذج اللي موجودة عندنا النموذجين هذه توضح هذا الكلام. لو قلنا الآن لماذا الكائنات التعليمية؟ طبعا أكيد من خلال الأمثلة التطبيقية البسيطة اللي وضحتها نقول فيها إمكانيات غير تقليدية. لاحظوا الكلام اللي قلت الآن إنه مجرد ذكرت للطلاب الكلام سواء في موضوع زكاة المال أو في موضوع الفيزياء درجات الحرارة أو اللي هو قانون أوم، كنت ممكن أقول لهم في قانون أوم إنه والله إذا كل ما زودنا التيار كل ما زودنا الجهد يزيد التيار. كل الكلام هذا الآن الطالب يمكن اللي لو تذكروا أول ما قلنا في عندنا نوع الطالب اللي هو اللفظي، وفي عندنا نوع الطالب اللي هو السمعي والبصري. الطالب البصري يود يشوف حاجة أمامه متحركة، ويود يشوف حاجة فعلا يمارسها. فهذا الآن النموذج هذا الآن ممكن يتقدم إمكانيات غير تقليدية لهذا النوع من الطلاب. أيضا الممارسة، يمكن لو ذكرت للطالب إنه والله التيار الجهد آسف لو زاد راح يزيد التيار، هنا الآن يمارس العملية بنفسه، هو يتأكد منها بالفعل، فيها نوع من التطبيق العملي، استخدمت فيها وسائل متعددة، في النص موجود وأيضا في التجربة العملية موجودة أمامه. إذا أشياء كثيرة ممكن تكون يعني توفرها الكائنات التعليمية هذه. لو جينا أيضا فعالية التكلفة، يمكن الكائن هذا ربما ممكن يأخذ مني وقت وجهد عشان أنشئه، وبإذن الله تعالى هدف من أهداف دورتنا هذا أن نوريكم إن شاء الله نماذج طرق مبسطة عشان ننشئ إن شاء الله فيها كائنات تعليمية، لكن أنا نظرت لها مع الوقت يمكن الكائن هذا بذل جهد يمكن ربما فيها عشان أنشئه، راح أقدر أستخدمه في شعبة ثانية، أستخدمه مع طلاب ثانيين، يمكن أستخدمه إن شاء الله الفصل القادم، وممكن أستخدمه إن شاء الله العام القادم. إذا الآن الجهد هذا اللي بذلته ربما يمكن في الأول راح أجد له قيمة كبيرة في الأخير مع مرور الوقت. الدكتور عبد العزيز اللي فعالية التكلفة مقارنة مع التعلم فعلا التقليدي، أعتقد أن التصميم التقليدي طبعا أرخص، يعني إذا كنت تقصد التصميم التقليدي اللي هو إنه بالطرق التقليدية نقول فعلا ربما في البداية، لكن لو جينا الحين قلنا الان يمكن النماذج هذه التقليديه الان يمكن لو قلنا فرضا يمكن استخدمنا فقط مجرد
بالطرق التقليدية اللي هو السبورة، رسمت النموذج هذا أو رسمت نموذج رسمة معينة على السبورة، أستطيع أن أعيدها مرة ثانية مرة ثالثة، راح تكون يمكن نقول والله توفر عليها وقت، لكن شوف كم من الجهد في بعض الرسومات اللي نحن نرسمها على السبورة، يعني كم تأخذ مننا وقت وجهد، وبعض المرات يمكن في رسومات تجد أن الصعوبة أن أرسمها، يمكن تأخذ يمكن ربما نقول يمكن 10 دقائق من وقت المحاضرة، وقد يكون يمكن مرات من الصعوبة أن أرسم كل الرسمة هذه، فما في شك أنه لو كانت هذه الرسومات جاهزة أكيد حتوفر علينا وقت أكثر، وحتى يمكن لو ما كانت رسمة موجودة ورسمتها أنا بنفسي يمكن استخدمت فيها التقنيات الإلكترونية، استخدمت فيها برامج الرسم بالحاسب الآلي وخليتها موجودة عندي، أستطيع أن يمكن الرسمة هذه أعدل فيها تعديلات بسيطة واستخدمها يمكن في 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 نموذج آخر، ممكن استخدمها يمكن أثناء فترة الاختبارات، يعني ممكن الآن يكون في الرسمة هذه الموجودة عندي الآن بوجودها إلكترونية أقدر أستعملها مرة ثانية في نموذج اختبار، يمكن أنشئ منها نموذجين للاختبار، كلها راح توفر علي الوقت هذا اللي ربما صحيح في البداية أجد أنه وقت في عملها، لكن في الأخير مع مرور الوقت لابد أنها راح تكون فيها فعاليتها أكبر. طيب بعض البيئات اللي ممكن تستخدم فيها الكائنات التعليمية، طبعا في التعلم والتدريس بشكل عام الكائنات التعليمية ممكن تستخدم لتعلم الطلاب أو أثناء حتى تدريسي في المحاضرات، ممكن نستخدمها في حاجة اللي هي المتطلبات المسبقة، في بعض المقررات إذا جاءوا الطلاب سجلوا فيها نقول ترى فيه لابد أن يكون الطالب يكون في عنده متطلب مسبق، طبعا هذه ما في إشكالية أنه لازم الطالب أنه يأخذ المتطلب المسبق قبل ما يأخذ المقرر اللي المفروض أنه يأخذ هذا اللي يتطلبه هذا المقرر. في بعض المرات في الطلاب اللي ينتقلوا من جامعة أخرى أو ربما يمكن يكون زائر في جامعة ثانية أو ربما يمكن يكون طالب ينضم لبرنامج يمكن إذا يكون مرات خلينا نقول في مرحلة الماجستير، وافترض أن الطالب في مرحلة الماجستير يكون يفترض أنه عشان يأخذ مقرر معين يكون أخذ متطلب مسبق في مرحلة البكالوريوس أو في الدراسات اللي هي الجامعية، ففي الحالة هذه طبعاً يمكن إما أن الطالب يروح يأخذ المقرر هذا أو ممكن لو كان في كائنات تعليمية موجودة لهذا المقرر يستطيع من خلالها أن يأخذ هذه المتطلبات. وحتى وجدنا في حتى بعض التجارب عندنا في جامعة الملك عبد العزيز حتى فعلا هدف يعني الكائنات التعليمية حتى خدمت بشكل كبير حتى على مستوى طلاب الدراسات العليا. أيضا التعلم التكيفي، الطالب يمكن لو كان في عندنا كائنات تعليمية موجودة، وطبعا هذا الكلام حتى بشكل عام ممكن حتى في التعلم الإلكتروني بشكل عام ممكن يتطبق وليس فقط باستخدام الكائنات التعليمية، هذا المفهوم التعلم التكيفي انه مو شرط الطالب انه يمر على كل محتويات المقرر، قد اجد يمكن نتيجه بعد اختبار الطلاب يسمى الاختبار القبلي انه ممكن الطالب فعلا قد يجتاز اجزاء معينه في الدروس، فلو كانت هذه عندي كائنات تعليميه ممكن استطيع اني فعلا اكيف اوجه الطلاب بطريقه او باخرى الى انماط تعلم مختلفه، قد يكون يمكن الطالب يعني مو بالضروره يمكن على جزئيات او بعض الاجزاء في المقرر، قد يكون أجد أنه والله عنده أصلاً تلقائياً موجود من أنه عنده معرفة مسبقة أو قد يكون يمكن يتعلمها بطريقة أسرع من أقرانه. طبعاً كلنا سمعنا بالتعلم النشط والأكتيف ليرنينج، المصطلحات حتى هذه كلها الآن تستخدم بشكل كبير، طبعاً كل هذه المصطلحات أو البيئات اللي ممكن تستخدم فيها الكائنات التعليمية أنا أود أركز على اثنين منهم ما أخذتهم منه، الفصل المقلوب والتلعيب، حتى من التقنيات الإلكترونية الحديثة في التعليم وحنأخذها بجزء أو بنوع من التفصيل. طيب خلينا نأخذ قبل ما نشوف التعليم المقلوبة والفصول المقلوبة، هذه الاستراتيجية اللي ممكن نطبقها نحن واللي ممكن تستخدم فيها الكائنات التعليمية. طبعا يقول لي استراتيجية الجزء الصعب، ممكن أنا أعطي الآن محاضرة ويكون المحاضرة هذه طبعا في لها أهداف معينة في المحاضرة هذه، يمكن هدفين ثلاثة أهداف خلينا نقول بسيطة، المفروض أنه في المحاضرة هذه الطالب لابد أنه يفهم هذه الأهداف الثلاثة. في نهاية كل محاضرة إذا كنت أبغى أطبق هذه الاستراتيجية أسأل الطلاب في نهاية كل محاضرة يكتبوا لي على ورقة بدون أسماء ملاحظاتهم، ما هو أصعب جزء في هذه المحاضرة في الثلاثة الأهداف هذه؟ طبعا يمكن الطلاب كل واحد راح يختار هدف معين، راح أجي أشوف أجمع منهم الأوراق هذه وبعدين أشوف فين الطلاب اتفقوا على أي جزء كان أصعب واحد من هذه الثلاثة الأجزاء، وأقول والله هذه النقطة فعلا كانت غير واضحة لمعظم الطلاب، أستطيع أن فعلا أفهم أو أن أعرف فين نقاط الضعف عند الطلاب في المحاضرة هذه، قد يكون بعد كذا حل الإشكالية أن أرجع في المحاضرة التالية وأعقب على النقطة هذه أو ممكن أعيد شرحها لو وجدت أنه مناسب أن أعيد شرح النقطة هذه مرة ثانية، أو ممكن أعمل لها كائن تعليمي مساند. وحتى هذه الاستراتيجية يعني كنت حتى بطبقها في بعض المقررات
اجد انه فعلا اشكاليه على الطلاب في نقطه معينه، فاقول والله كويس انه يكون هذا ممكن يكون الان هدف ان اسوي له كائن تعليم مساند للطلاب، بحيث انه بالفعل ليش؟ لانه ممكن يكون بعض المرات من الصعوبه اني ارجع اعيد الدرس مره ثانيه، ومن الصعوبه لانه وقت مره ثانيه نقول اوقات عندنا محدده، فجدا الاوقات هذه تكون محدده، لكن اذا وجدت انه فعلا انه معظم الطلاب عندهم الاشكاليه هذه، فاعرف انه فعلا مشكله في الجزئيه هذه، ربما يمكن تحتاج الى توضيح اكثر مني قد تحتاج. طبعا في الاخير انا اقول انا ودي فعلا ان اوصل مع طلابي الى نقاط الضعف اللي عندهم، لا يعني طبعا التقليل من والله من دور الاستاذ اكيد انه بذل جهده في التحضير، اكيد انه بذل جهده في اعطاء المحاضره، كل هذا الكلام لا يعني ذلك، بس ربما يكون الجزئيه هذه فعلا صعبه، وطالما الطلاب اتفقوا عليها انا متاكد انه راح تكون تساعدني في انشاء كائن تعليمي، او ممكن يكون طريقه اخرى لعرض هذه المره، او قد يكون الفصل القادم اعرف والله النقطه هذه انه فعلا قد يكون من الاشكاليات اللي فيها احتاج انه انظر لهذه النقطه بطريقه اخرى. طبعا هذه استراتيجيه الجزء الصعب انه ممكن تكون مكان مفيد لاستخدام او ممكن تكون بيئه لاستخدام الكائنات التعليميه. طيب الاساتذه اللي بيسالوا عن الموضوع اللي هو تصميم الكائنات التعليميه، نحن جزء من دورتنا باذن الله تعالى ان شاء الله اللي هو راح يكون عن تصميم او طريقه سريعه لتصميم الكائنات التعليميه، حنتكلم عنها ان شاء الله في الجزء الثاني من هذا الدور. طيب الاستاذه فاطمه كيف اوافق، او الدكتوره فاطمه معذره يعني الدكتوره فاطمه الاسمري تقول كيف اوافق بين الطريقتين؟ طبعا التعلم الالكتروني كذا مفصول عن التعلم التقليدي. في البدايه اول ما بدا التعلم الالكتروني تقريبا في قبل حوالي يعني يمكن حوالي 20 سنه 15 او 20 سنه كانت بدات فكره التعلم الالكتروني، ليس التعلم عن بعد، التعلم الالكتروني كان انه هو الاي ليرنينج. كان الناس يظنوا في ذاك الوقت انه التعلم الالكتروني انه خلاص راح يشيل العبء على الاساتذه، او يمكن حتى نقول خلاص ما في داعي للاساتذه، خلاص التعلم الطالب بامكانه عنده الان كل الاشياء موجوده، في عنده محاضرات مسجله، في عنده فيديو موجود، في عنده هذه الاشياء، او قد يكون عنده مثلا محاضره حتى معروضه، عنده اشياء تفاعليه موجوده بامكانه يعني انه ياخذ المحاضرات منها. وجد اشكاليه كبيره في هذا النوع من التعلم. طبعا ما في اللي هو الحاجه نحن بالنسبه لنا سبحان الله كبشر دائما نحب يكون في عندنا نوع من التفاعل مباشره مع بعضنا البعض. يمكن نلاحظ هذه لو الدوره هذه كانت يعني خلينا نقول مسجله كفيديو، ايش رايكم راح تكون انه بالنسبه لكم يعني هل يعني حماسنا احنا فيها راح يكون مثلا لو انه فعلا شاعرين انه الان انه الدوره نحضرها مباشره، هل في فرق ولا والله يعني يمكن ربما يكون يمكن لا افضل يقولنا عادي ان نسمعها فيديو. طبعا ما في شك ان البعض قد يكون يعني يقول والله يعني شايف الملاحظات، طبعا نقول والله في فرق كبير، وفي البعض قد يكون يمكن لا والله يمكن عادي ما هي فارقه معي. نفس الكلام. طبعا في حاجه بعد كذا وجدت الاشكاليه هذه انه معظم الناس يقول لك لا، كون انه يشعر انه اصلا انه ياخذ المحاضره حتى لو ما كان المحاضر موجود امامه في نفس الوقت، غير انه والله يستمع لها فيما بعد. طبعا فيما بعد هذه لها ميزه، لا يعني برضو كذلك نحن نقول والله ممكن الان نعيد المحاضره هذه، او ممكن الدوره هذه تعاد، ممكن اعيدها لو ما حضرت الدوره هذه استطيع ان ارجع لها مره ثانيه واحضرها، يمكن لو ربما فات علي جزء فيها، فما في شك انه هذه راح تكون مفيده، استطيع ان اعيدها مرات ومرات، اكيد انها طبعا راح تكون مفيده. في نفس الوقت انه كيف من نحن ممكن نسوي عمليه تسمى بلندد ليرنينج، اللي هو التعليم المدمج او التعليم الخليط بين الاثنين، بحيث انه اقدر فعلا اوائم بين الاثنين، بين التعليم اللي هم يصطنع عليه اللي هو وجها لوجه فيس تو فيس، مع التعليم الالكتروني اللي هو ربما يكون يستخدم التقنيات الالكترونيه. طبعا دمج الاثنين هذه هي فعلا الطريقه الافضل وجدت في التعليم، انه تكون فعلا الاثنين موجوده مع بعضها، وليس فقط انه مجرد تعليم الكتروني بحت كامل، وليس تعليم اللي هو تقليدي كامل، اكيد انه الاثنين طبعا راح تكون افضل، وهذا حتى مطبقه في بعض الجامعات، انه حتى الطلاب اللي يتعلموا بطريقه التعليم الالكتروني انه لابد ان الطالب يحضر، يمكن يحضر مثلا ربما يمكن في الشهر مره او مرتين حتى يمكن يتقابل مع الاستاذ، وبعد كذا يمكن يكمل انه بطريقه التعلم الالكتروني. طيب جدا جميل حتى الملاحظات او المداخلات الله يعطيكم العافيه، حتى ترى والله بلاقي نفسي اني واحد المستفيدين يعني حتى من ملاحظاتكم ومن المداخلات هذه. يعني الدكتوره معها هنا تقول اللي هو انه افضل انه مباشره في تواصل مع الاساتذه، اكيد طبعا راح يكون يمكن الطالب او الطالب يكون متواصلين مع اساتذتهم، اكيد راح يكون طبعا ما في شك انه افضل، لكن في نفس الوقت نقول نحن عندنا الاشكاليات الموجوده في التعليم التقليدي يحلها التعليم او التعلم الالكتروني. طيب خلينا نشوف الان استراتيجيه او طريقه
باستخدام الكائنات التعليمية من خلال ما يسمى بالفصل المقلوب. طبعا ما أدري أنا في عندنا الحين اللي هو طبعا عملية ال أنا راح أشيل اللي هو الكلير من هنا، وشايفين بدي أقول اللي هو نسوي علامة صح، ونبغى نشوف نسوي كان نبغى نسوي اللي هو نجري يعني استفتاء أو أبغى أشوف كم واحد فينا سمع بالفصل المقلوب. اللي طبعا سمعوا ممكن يعطونا علامة صح، واللي ما سمع فيه ممكن يعطينا اللي هو الفصل المقلوب أو الفصول المقلوبة. طبعا نشر من فوق في الاعلى هنا على علامة الصحة او خطأ، نختار اما الصحة ولا يس ولا نو، حيبين معنا العدار راح يبين كم عدد اللي يقول الصح وكم. طيب كويس، في نسبة ما شاء الله من الحاضرين الزملاء الحاضرين اللي هو الى الان 19 طبعا قالوا نعم، وستة او ستة بيقولوا لا. يعني في ناس في يعني او في حنقول ترى صحيح الفصول المقلوبة هذه الان مصطلحات تقريبا بدأنا نسمع فيها، بدأ يعني بعضنا حتى في يمكن عمادات التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات السعوديه بداوا يعطوا دورات في موضوع الفصول المقلوبه، ولان اصبحت حتى زي ما حنشوف ان شاء الله. انا ما بدي اتسبق الموضوع حاضر، بس خلينا نقول بس مجرد انه نعرف الناس اللي عارفين في الموضوع هذا. طبعا يعني بعضنا جاوب عن يس وبعض البعض قالوا نو. طبعا هذه واحده من مزايا التعلم الالكتروني. شوفوا الان لو كنت ابغى اسوي استبيان في قاعه في محاضره يعني اللي هو زي ما نقول وجها لوجه، احتاج ان اعد الاشخاص. يعني في مرات احنا نتجاوز نقول والله الاغلبيه نعم قالوا نعم والاغلبيه، لكن هنا تاكيدا راح يقول لي فعلا كم عدد اللي قالوا نعم وكم عدد اللي قالوا لا. فهذه واحده من المزايا في التعلم الالكتروني. طبعا يمكن كلنا عارفين بيئه التعلم الالكتروني اللي شغالين فيها الان اللي هو نظام التعلم او اداره التعلم ال ام اس اللي يسمى اللي هو البلاك بورد، اللي من خلاله جالسين احنا ناخذ هذه الدوره. الفصل المقلوب، خلينا نقول اول شيء عن الفصل التقليدي العادي. الفصل التقليدي انه انا اعطي المحاضره للطلاب بالكامل، يمكن ادخل على الطلاب اليوم اعطيهم محاضره في موضوع معين لمده ساعه كامله. طبعا يمكن يكون في مرات عندي بعض التمارين ودي انهم يسووها، فاعطيهم اياها بما يسمى وما يعرف اللي هو الواجب المنزلي هوم وورك. اعطيهم اياها اقول لهم ترى في عندكم في تكليف انكم ان هذه الاسئله تحلوها ان شاء الله، والمره القادمه او الاسبوع القادم راح تجيب الحل حقتها. او قد يكون يمكن اكلفهم يمكن بعض الانشطه، يمكن على سبيل المثال يجمعوا معلومات من الانترنت، قد يكون يمكن يسووا بعض الاشياء هذه ويجيبوا لي اياها الاسبوع القادم على اساس اني اصححها لهم بالطريقه التقليديه اللي احنا كلنا او معظمنا يتبعوها. ايش السبب انه نحن ما نقدر نخليها في الفصل؟ يعني هل ممكن اخلي الطلاب الان يحلوا بعض الاسئله في الفصل؟ يمكن من الصعوبه. ليش؟ لانه الوقت مره ثانيه، عامل الوقت هنا اشكاليه في عمل الوقت والمحدوديه الزمن. طيب الفصل المقلوب يقول لي راح تعكس العمليه الان هذه. الطلاب بدل ما ياخذوا المحاضره عندك الان في القاعه الدراسيه، راح تسوي الان فيديو او ممكن تسجل صوت المحاضره، المحاضره راح تسجلها على شكل صوت او مقطع فيديو. وطبعا في بعض الاستراتيجيات المهمه في الموضوع هذا يقولوا انه الفيديو لا يزيد عن 5 الى 10 دقائق. سويه على شكل كائن تعليمي، بحيث انه لو كان يمكن طبعا مدته طويله اشكاليه طبعا تحميله في الانترنت، اشكاليه انه مقاطع الفيديو الكبيره التحكم فيها. فجيد انه تكون مقاطع بشكل بسيط بحيث انه ممكن تكون على شكل اجزاء من الدرس، وكل مقطع صوتي هو عباره عن جزء او ممكن يكون هدف تعليمي واحد في هذا المقطع. راح اسوي مشاركه للمقطع هذا على بعض المواقع حق الانترنت، قد يكون يمكن موقعي اذا كان في عندي موقع توفر لي الجامعه، وقد يكون طبعا عمليه المشاركه الان حتى اصبحت من السهوله بمكان بامكاني وانا جالس الان بضغطه الزرار اي مقطع فيديو استطيع ان اسوي مشاركه في مواقع كثيره. طبعا اذا استطعت ان اخليه عن طريق موقع الجامعه اكيد راح يكون له طبعا بعد تعليمي، هدف تربوي افضل، يمكن ربما يكون انطباع الطلاب يعني راح يكون افضل يمكن لو وضعته في يمكن مواقع تجاريه او مواقع يمكن ربما فيها دعايات، فهذه ما في شك انه طبعا راح يكون من ناحيه تعليميه افضل. الطلاب راح يطلب منهم الان، ما عاد في اصبحت محاضره، اطلب من الطلاب انه يدخل على الفيديو هذا او على الموقع عشان يسمعوا التسجيل حقي وياخذوا المحاضره من هذا المكان. خلاص الفصل الان اللي كنت القي فيه المحاضره ما عاد في مكان، ما في محاضره. ايش تتوقع الان راح الفصل يصبح مكان مناسب ليش؟ اعطيت المحاضره الان اللي كنت اعطيها في الفصل اعطيتها للطلاب عن طريق الفيديو، الطلاب بامكانه يدخل في الفيديو هذا الان في البيت عنده في وقت في المساء في اي وقت يبغاه، في لو عنده ما شاء الله مفتوح الوقت اي وقت يبغاه ويدخل الدرس هذا. يمكن مو شرط اليوم، يمكن لو يمكن محاضره حتكون على سبيل المثال محاضره يمكن نقول بكره بامكانه يدخل عليها طول اليوم هذا بالكامل. يمكن لو حطيت مثلا يوم الاربعاء بامكانه يدخل اليوم وبكره كذلك،
كل هذا الكلام عند الطالب عنده وقت كبير لدخول المحاضرة، بدل من كان يمكن محدد وقت المحاضرة هذه. طيب ايش تتوقع الان الفصل راح يكون مناسب لايش؟ اصبح الفصل ما عاد في محاضرة. طبعا الفصل الان راح يصبح مكان مناسب للمشاركة. استطيع الان عندي الاشكاليات اللي كانت موجودة انه ما في عندنا وقت كافي للتمارين، بامكاني اخلي الطلاب يجروا التمارين معايا في الفصل. ممكن اخلي الان الطلاب لو طبعا كانت فصول معقولة العدد اللي فيها، ممكن اشكلهم على شكل مجموعات ويبدأوا يتناقشوا في موضوع معين. قد يكون البحث اللي كلفته من جوه الانترنت يبدأ الان يتناقشوا فيه مع بعضهم البعض. قد يكون في نقاط معينة، استنتاجات معينة يبدأوا يستنتجوها. اصبح الان الفصل مكان مناسب للعملية هذه. وقلبت الان الفصل حقي، بدل ما كان محاضرة في الفصل والتمارين في البيت، اصبحت الان التمارين في الفصل والمحاضرة اصبحت في المنزل. هذا الان عندنا مفهوم الفصل المقلوب اللي اصبح من المفاهيم الجديدة اللي ممكن ربما تكون مفيدة. طبعا لا يعني ذلك انه مثلا نقول والله هل كل المقرر حقي اضربه للفصول المقلوبة، كل المقرر احوله. طبعا اذا وجدت انت مناسب، انت الان كاستاذ والاستاذات الفاضلات معنا، كل واحد بامكانه طبعا يقيم تجربته ويشوف انه والله ممكن يكون قد يكون مثلا موضوع معين ممكن احوله الى فصل مقلوب، واقدر الان انشئ كيانات تعليمية لهذا الموضوع واحوله واستفيد منه انه يكون فصل مقبول. طبعا المصطلح اللي هو باللغة الانجليزية flipped classrooms اللي هو flipping classrooms، طبعا هذا المصطلح اللي باللغة الانجليزية يمكن مرات حتى الواحد البعض يمكن يكون يحتاج مرات انه يبحث عنه او يشوف اماكن اخرى، فهذا اللي هو المصطلح اللي زي ما ذكروا بعض الزملاء الافاضل معنا. خلينا نشوف الان بعض التجارب. طبعا انا مره ثانيه اقول يعني حتى انا حتى يعني اجد نفسي واحد ضمن مجموعه من الاساتذه الافاضل، يعني حتى اقلهم علما، وصراحه يعني بقول المعلومات اللي بنقولها هي مجرد تبادل لبعض الافكار البسيطه اللي ما شاء الله انتم بتثروها من خلال مشاركتكم معايا في هذه الدوره. و قلت مناسب طبعا لأساتذة الجامعة معانا انه ناخذ بعض الامور من ناحية البحوث والدراسات اللي تناولت بعض المواضيع. خلينا نشوف هذا البحث اللي تم على الفصول المقلوبة اللي اجراه أساتذة فيزياء في جامعة بريتش كولومبيا الامريكية. أساتذة الفيزياء في المقرر حق الفيزياء كان في عندهم مجموعة من الطلاب، يعني حطوا الدراسة هذه حتى على شكل بحث، كان بحث علمي منشور، اكثر من 250 طالب، قسموهم الى مجموعتين، درسوا مجموعة بالطريقة التقليدية وناس استخدموا معهم طريقة التدريس المقلوب لنفس المقرر في نفس الفصل في نفس المواضيع. خلينا نشوف بعض النتائج اللي توصلوا لها أو وصلوا لها. طبعا بعد نهاية المقرر بعد الاختبارات وأثناء طبعا أثناء المقرر ما ماشي كانوا بيراقبوا بعض الأشياء ماخذينها كمعايير لقياس إذا كان في فعلا الطريقة الفصول المقلوبة ممكن تقدم يعني حلول او ممكن تقدم طريقه تعليم افضل من الطريقه التقليديه. بعض النتائج اللي وصلوا لها طبعا نتائج كثيره حتى نستخلص بعضها، انه الفصول المقلوبه زادت فيها نسبه حضور الطلاب بمقدار 20%. طبعا اكيد هذا حاجه مفيده بالنسبه لنا وحاجه نقول والله النتيجه يعني ممتازه. ان احنا مرات قد نعاني من عدم حضور الطلاب في بعض المرات ونقول والله في عندنا الطلاب اللي تغيروا. لاحظ الطالب الان وجد انه فيه له دور في الحضور. وجد انه في له دور انه يجي للمحاضره ويشارك فيها وليس مجرد فقط مستمع. طريقه التدريس التقليديه اللي الالقاء اللي فيها الالقاء هذه ممكن تنفع مع الطلاب، لكن ربما يمكن الطالب اللي يجد نفسه انه والله راح يجي يشارك راح يكون عنده اهتمام بالحضور بشكل افضل، وفعلا وجدت انه الطريقه هذه اعطتنا نسبه زياده في حضور الطلاب عن الفصول التقليديه بمقدار 20%. ايضا عمليه الانخراط، والمقصود بالانخراط اللي هو المشاركه. الطلاب اللي كانوا يمكن في بعض المرات نجد بعض الطلاب انه ما يشارك. الطالب هذا ممكن يكون جالس في المحاضره ويحضر ما انه يغيب ولا شيء، لكن ما في عنده اي نوع من المشاركه. الفصول المقلوبه زادت من انخراط الطلاب بمقدار 40%. طبعا هذه نتيجه الدراسه اللي اجريت في جامعه بريتش كولومبيا. بالنسبه لموضوع الدرجات، وجدوا ان الدرجات زادت بمقدار الضعف في اختبارات الاسئله المتعدده للخيارات. طبعا هم سووا اسئله كان من ضمن الاسئله ان هي ما يعرف انه باسئله متعدده الخيارات وان امس كيوز، فوجد ان الدرجات زادت عن الضعف في هذا النوع من هذه الاختبارات للطلاب اللي درسوا بطريقه التدريس المقلوب. طبعا وصلوا الى خلاصه انه استخدام هذا الاسلوب انه ممكن يحسن في عمليه التعلم والمشاركه. اذا عندنا حاجه مفيده بالنسبه لنا في الفصول المقلوبه، ممكن اذا طبقناها قد يكون ممكن نصل برضو ايضا الى نتائج ممكن تكون مشابهه لهذه النتائج.
أيضا نشوف تجربة ثانية في الفصول المقلوبة. هذا حتى برضه أيضا بحث تم في جامعة واشنطن لأحد السادة مقرر الأحياء، كانت عنده نسبة الرسوب 17%. طيب إيش رأيكم الأستاذ تكون قلت لكم 17%، إيش تعتبروها نسبة معقولة ولا نسبة كبيرة؟ إيش رأيكم؟ خلينا نسمع من البعض يقول لنا. يعني 17% ولو كانت نسبة رسوب عندي 17%. طبعا يمكن نختلف فعلا زي ما الناس، في ناس حيقولوا والله نسبة معقولة زي ما أنتم شايفين عندنا الإجابات، وفي ناس كانوا يقولوا خلينا يقولوا والله يمكن كمان يمكن لو كانت حتى 25% يعني معقولة. يمكن حتى أنا من واقع بدرس بعض المقررات كنا المشتركة مع زملاء لدي فيها ندرسها كأكثر من أستاذ لمقرر، فكنا نشوف نسبة يعني بين 20 و25 نسبة معقولة. هذا الأستاذ وجد أن نسبة الرسوب 17% بالنسبة له وجدها أن نسبة عالية. طبعا حاول استكشف وشوف إيش أسباب النسبة هذه عشان يبغى يحاول يقلل النسبة. وجد أنه عدم قدرة الطلاب تطبيق معلومات المحاضرة بعد التدريس، هذه كانت الإشكالية بالنسبة أو كانت من ضمن الأسباب في نسبة الرسوب هذه. بدأ يطبق فكرة الفصل المقلوب من خلال أنه يعطي الطلاب أن يفهموا المحتوى خارج وقت المحاضرة. إذا جاءوا في المحاضرة يصير عندهم مناقشة من خلال أسئلة عن المحتوى اللي درسوه، وأيضا سووا لهم مجموعات نقاش بحيث أنه يجلسوا يبرروا الإجابات حق الأسئلة هذه مع زملائهم. انخفضت نسبة الرسوب بعد تطبيق الطريقة هذه من 17% إلى 4%، طبعا إنجاز حتى حاجة جميلة. وأيضا ارتفع مستوى الطلاب اللي حصلوا على A اللي هو بالنسبة للتقدير ألف أو الممتاز من 14% إلى 24% زادت النسبة، وهذه طبعا حاجة جيدة. إذا فعلا فكرة الفصول المقلوبة ممكن قد تؤدي أيضا كذلك إلى نسبة أو ممكن تؤدي إلى تدريس أو إلى تعليم بشكل أفضل من الطريقة التقليدية. طبعا بعد ما نشر البحث هذا بدأت الجامعة وتبنت الجامعة فكرة اللي هي الفصول الدراسية، وبدأوا يشجعوا الناس وبدأ يتقدم دورات إن هي ودهم كانوا فيها يهدفوا إلى أن يقدموا الدعم للمهتمين بقلب فصولهم الدراسية، بحيث إن الواحد يعني إذا ممكن تودك تقلب فصلك الدراسي ممكن إحنا نقدم لك دعم، زي ما تقدم مثلا عمادة التعليم الإلكتروني ربما تقدم الدعم في هذا الموضوع من ناحية تقديم الدورات، من ناحية إنه ممكن كيف إنه ممكن الأستاذ مثلا إنه كيف تنشئ ملفات الفيديو هذا أو المحاضرات استخدام الفيديو، أو ممكن كيف تنشئ بعض الكائنات التعليمية اللي ممكن تستخدم فيها بعض التقنيات الإلكترونية اللي تحتاج نوع من التدريب. طيب هنا تمرين سريع كذا لنا وكحاجة كذا، بس ناخذ فترة استراحة بسيطة، استراحة طبعا من غير ما نخرج يعني في نفسنا. ما الذي تراه في هذه الصورة؟ طبعا يمكن اطلع على الحقيقة ربما يمكن يكون شاف الجواب فيها، لكن خلينا نشوف. طبعا فعلا زي ما شايفين الآن أنا هدفت من هذه النقطة أن نشوف فعلا التفاوت في الإجابات. في ناس ممكن الآن ينظر هنا عندنا موجودة 5 أشكال، يمكن يقول 5 بنايات، هذه ربما أخذت 5 بنايات، هذه هذا الظلال حق 5 بنايات. طبعا يمكن البعض قد ينظر لها يمكن مع بعضها مجمع يقول والله هذا كان يمكن ربما يمكن شكل يعطي مفهوم هندسي معين، أو قد يعطي يمكن شكل يعني مبنى واحد كنا مع بعض البعض، حتى الإجابات حتختلف. وكذا كذلك طلابنا يمكن المعلومات اللي نحن نعطيهم إياها ربما يمكن ينظرها بمنظور مختلف. خلينا يمكن لو حطينا بس كذا الخطين هذه الآن زي ما قلنا كان نبغى نقرأ بين السطور. طبعا البعض كان استنتج انه في كلمة لفت موجودة اللي هي حروف NIFT، شايفين الحروف هذه الآن. انا حددت الآن وفعلا يمكن ربما ظهرت صورة مختلفة. طبعا يعني الصورة الأولى انه او الشكل الأول انه كان خطأ، اللي استنتج انه 5 مباني ممكن فعلا كانت تكون 5 أشكال هندسية او 5 بنايات او 5 أشياء مختلفة. واللي برضه استنتج كلمة لفت برضه أيضا كذلك ربما يمكن قرن زي ما نقول بدأ يقرأ بين السطور ووصل لهذه الاستنتاج أو وصل لهذا الاستنتاج. طيب هنا بس بدي أتكلم عن موضوع اللي هو الاهتمام العالمي أو الاهتمام على المستوى العالمي بموضوع اللي هو التعلم الإلكتروني وتقنيات التعليم واستخدامها في التعلم وفي التعليم وفي التدريس. في عندنا المجلة العربية الدولية للتكنولوجيا الإلكترونية تنشر كثير من المواضيع في هذا الموضوع، هذا موقعها. الموقع هذا في أكثر من 70 مجلة، طبعا مجلات محكمة حتى مجلات في موضوع التعلم الإلكتروني، في موضوع استخدام التقنيات الإلكترونية. كل هذا يؤكد لنا على أهمية فعلا التوجه العالمي في موضوع استخدام التقنيات الإلكترونية، موضوع استخدام تقنيات التعليم، وموضوع استخدام الكائنات التعليمية في التدريس. طيب أخواني يبغون نحط الروابط، هذا الرابط الأول أنا ممكن نحطه الآن هنا.
طبعا هي موجودة في الحقيبة بالمناسبة، الحقيبة التدريبية، لكن يمكن ربما يبغى يطلع عليها في يعني آنيا. فهذا الرابط الأول، هذا الرابط الثاني. وأظن إحنا جالسين نطبق هنا كثير من يعني المزايا في التعلم الإلكتروني. لاحظوا الرابط اللي أصبحت موجودة، كان ودي إنه حتى تكون موجودة باستخدام إنه هو الكود الرقمي، حتى يكون يمكن اسهل اللي عنده جوال يحصل عليها، لكن ان شاء الله قد تكون في المرات القادمه. انا قلت يمكن ربما الناس الان يعني، لكن على اي حال هذه موجود الرابط. طيب ايضا يمكن نحن الان في يعني في الوقت اللي نتكلم فيه في مؤتمرات تعقد بخصوص تكنولوجيا وتقنيات التعليم، زي ما احنا شايفين المؤتمر الاول هذا اللي حيعقد باذن الله يمكن في فتره قريبه، يمكن بعد حوالي الشهرين تقريبا او 3 اشهر، حدود شهرين 3 اشهر، عن تكنولوجيا وتقنيات التعليم والتعليم هي الحين والتعلم الالكتروني اللي هو الاي ليرنينج، التعليم والتعلم الالكتروني. ومؤتمر عقد قبل تقريبا في فتره شهر. احنا في مؤتمرات كثيره دوليه تعقد بخصوص اللي هو تقنيات التعليم واستخدامها في التعليم، مما يؤكد على اهميه الموضوع هذا. طيب اذا بيقولوا يعني بعض الساده الافاضل يمكن الاستاذات انه ما في اشكاليه في التحميل، فان عندي يمكن مشكله، ربما تكون مشكله خاصه يعني، يمكن احتمال يعني تنحل باذن الله تعالى بطريقه التواصل مع الزملاء، لكن هي اعتقد انه ممكن تنزل باذن الله بكل بساطه. طيب المؤتمر هذا ايضا كذلك حتى المؤتمر يمكن صار بخصوص انه تيتشنج والتكنولوجي، تيتشنج والتكنولوجي بعنوان هذا. شوف حتى عناوين جدا محدده، يعني التدريس باستخدام التقنيه، ليس مجرد استخدام التقنيه بشكل عام، لا، التدريس باستخدام التقنيه، مما يؤكد على اهميه فعلا عالميا استخدام التقنيه، سواء نحن يمكن قلنا والله نتوافق مع استخدامها، او يمكن ربما جزئيا نتوافق مع استخدامها في 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 تدريسنا وفي اثناء الممارسه العمليه التعليميه. هذه بعض البحوث والدراسات ايضا حبيت انها تكون يعني في الدوره حقتنا هذه، لان بحيث ان انا متاكد مره ثانيه اقول مع اساتذه واستاذات في الجامعه او في الجامعات بشكل عام، ومهم موضوع اللي هو الدراسات هذه والبحوث هذه حتى تعطينا برضه ايضا انطباع يعني اكبر عن يعني اهميه هذا الموضوع، انطباع اكثر ايضا عن الناس اللي شغاله في موضوع اللي هو الابحاث في هذه المواضيع. طبعا قد يكون بعض الدراسات يمكن ربما انا اقول بالذات الدراسات باللغه العربيه يعني يمكن تاريخها يعني في بعضها ربما يكون قديم نوعا ما، يمكن حدود 3 أو 4 سنوات، لكن بشكل عام يعني حتى دراسات حتى وجدت انها جيده هنا عندنا، يمكن اكثرها في طبعا في المملكه العربيه السعوديه. هذه الدراسات متاكد على مستوى العالم العربي في دراسات كثيره بخصوص استخدام اللي هو التقنيات التعليميه في التدريس. واحده من هذه الدراسات اللي هي الدراسه المحاوره الابداعيه في التعليم الجامعي، الدكتوره مها الكلثم، هذه في كليه التربيه في المجمعه، استخلصت منها حتى بعض النقاط اللي وجدت انها ممكن ربما يعني تكون مهمه ان نعرفها. في الدراسه هذه قبل يمكن حوالي 3 أو 4 سنوات وجدت انه في كليات التربيه تعتمد العمليه التعليميه على عضو هيئه التدريس 8%، يعني ما في مشاركه للطالب او مشاركات حقيقيه للطلاب في المحاضرات. اللجوء للمحاضره كطريقه للتغلب على طول المناهج والمقررات، عندهم مناهج طويله حسب ما تذكر يعني، وجدت انه فقط يعني كيف نتغلب عليها فقط في المحاضرات، لا يمكن نسوي عمليه تطبيقيه، لا يمكن اي اجراء اي اشياء جوانب عمليه او تطبيقيه. وبالمناسبه اذا قلنا حتى كمان جوانب عمليه تطبيقيه حتى في المقررات اللي بعضنا يظن انها ربما ممكن يكون يعني هي مقررات نظريه، لكن ممكن يكون فيها جانب تطبيقي، حتى لو كانت مقرر يعني مو شرط انه مقرر رياضيات او فيزياء، حتى المقررات قد يكون يمكن مثلا مقرر. هذا شفت يعني كنت مره في زياره لواحد من الكليات اللي هم كليات القانون، مسوين ما يسمى بالمحكمه الافتراضيه، حيث ان الطلاب ممكن يمارسوا عمليه المحاماه ويمارسوا عمليه تطبيق الاشياء هذه عمليا، ففعلا قد يكون مرات هذا النوع تطبيق، مع انه قد يكون ممكن نقول والله القانون الاشياء هذه كلها مواد نظريه. ابرز سلبيات طريقه المحاضره التقليديه طبعا من الدراسه اللي عملت هذه، المتعلم اكثر سلبيه، ما في له مشاركه. الشرود في الذهن بسبب الملل الذي تحدث هذه الطريقة، مجرد فقط مستمع، أي تركز على الجانب المعرفي، اللي هو زي ما ذكرنا هرم بلوم، فقط التذكر معلومات تتذكرها، يعني حتعطى محاضرة وتجي يمكن في الاختبار تسمع هذه المعلومات، وتهمل عملية التحليل، العمليات اللي هي مهارات التفكير العليا اللي ذكرناها في بعض الأمثلة سابقا. ايضا ذكرت هذه الدراسة كتصور مقترح من المحاضرة الإبداعية في التعليم الجامعي استثمار البيئات التعليميه
وتوظيفها في الطرق الإبداعية والتقريب بين النظرية والتطبيق. كيف ممكن نحن نوائم بين الاثنين، نظرية وتطبيق؟ الاهتمام بإعداد وتدريب عضو هيئة التدريس وفتح مركز تطوير مهارات عضو هيئة التدريس، من ضمن الأشياء اللي ممكن تفيد في هذا الموضوع اللي هو الاستخدام التكنولوجيا واستخدام أو تطوير الكائنات التعليمية. هذه أيضا دراسة أجريت في أحد الجامعات، طبعا جامعة غير عربية، لكن أجريت على مجموعة من الطلاب، كان عدد الطلاب 275 طالب في مقرر علم نفس، مقرر نظري، كان استبيان فيه 36 بند، هذه يعني البنود الموجودة، واستخدموا فيه مقياس ديكارت اللي فيه 7 نقاط، اللي هو 1 غير موافق لغاية 7 وافق بشدة، طبعا غير موافق، موافق، محايد، فهذه النقاط. فأنا بس مجرد بعض النقاط في هذا اللي فيها اللي مأشر عليها هنا أمامكم. طبعا لاحظوا حظ ضمن البنود اللي موجودة إن هي أنا أجد I generally find أجد إن هو الفيجوال إليمنتس، العناصر المرئية زي مثلا صور أو قد تكون جرافيكس اللي أشياء متحركة تكون موجودة فيها في أثناء العرض، حتى في الباوربوينت ممكن تكون مفيدة معايا في فهم الدرس. هذا طبعا أسئلة أعطيت للطلاب، فوجدت طبعا إنه نسبة من 7 أن المتوسط كان 5.84%، يعني معظم الطلاب كانوا بيقولوا فعلا نحن نجد ان الاشياء انه تكون فيجوال، يعني حتى الاستاذ كان يستخدم باوربوينت. طبعا هذا لا يعني باوربوينت انه تعلم الكتروني، لكن ايضا يحتاج ان الطالب يشوف حاجه مرئيه امامه، يمكن يشوف حاجه مختلفه عن ان يكون فيه مجرد نص، ايضا تكون حاجه يمكن ربما مرات تكون فيها اشياء متحركه، قد يكون فيديو وقد يكون رسومات متحركه، هذه تفيد بالنسبه للطلاب في فهم المحاضرات. طبعا I like it when professors use sounds، انه يستعمل الاصوات from popular media and movies in their presentations، انه يستخدم مثلا اصوات او اشياء معروفه من popular media في المحاضرات حقتهم. هذا الطلاب برضو ايضا ايدوها بشده بواقع 4.84 من 7، يعني كانوا معظم الطلاب يقول في المتوسط بيفضلوا هذه الطريقه. طبعا احنا ممكن نقول مثلا مرات يمكن يعني على سبيل المثال في ماده القران الكريم قد يكون الاستاذ يمكن لو فرض يمكن يقرا على الطلاب بعض الايات القرانيه الكريمه، يمكن لو فرضا استعان بحد المقرئين المشهورين، ربما يمكن يجد والله يمكن مثلا مقرئ يمكن معين، قد يكون يمكن هذا ربما يمكن مرات يعطي الطلاب يعني نوع من التركيز، او ربما يمكن يعني نوع من الانجذاب. انا ما اقول اكثر من الاستاذ نفسه، لكن بقول يمكن ربما كان كنوع من التغيير قد يكون يثري في هذا الموضوع. طبعا هذه النقاط او بعضها حتى هي نقاط كثيره، حتى انا مجرد يعني قلت اذكر يعني هذه الدراسه تبين اهميه فهم استخدام التقنيات التعليميه بشكل او باخر. بخصوص تحديدا اللي هي الليرنينج اوبجكتس او الكائنات التعليميه، هذه الدراسه اجريت من مختصين في اللي هم في تخصص الكمبيوتر ساينس علوم الحاسبات، وكان يبغوا يسووا كم يشوفوا كم عدد الكائنات التعليميه الموجوده في هذا الموضوع. فطبعا سووا اللي هو مسح في الانترنت ودخلوا او شافوا عده مواقع كثيره يعني تعرض اللي هو الكائنات التعليميه، والدراسه يعني اخذت تقريبا عينه من 30,680 عينه في الدراسه اللي طبقوا عليها هذا الكلام. طبعا اللي وجدت خاصه بالكمبيوتر ساينس اللي هي في الكمبيوتر ساينس تحديدا كانت 710، اللي في الساينس اند تكنولوجي اللي هي العلوم والتكنولوجيا 11,373، طبعا بعضها كانت بتخصصات قد يكون نظريه، فهذا الحاصل انه بعض الاشياء موجوده. فهم طبعا ركزوا على موضوع اللي هو الكمبيوتر ساينس كتحديدا انهم مختصين في الكمبيوتر ساينس، اصلا انهم مختصين في علوم الحاسبات. وطبعا وجدوا انه يمكن ربما يمكن كثير منا في علوم الحاسبات، ربما يمكن انا اقول قد يكون من المختصين في علوم الحاسبات، ويمكن قد يكون على درايه يعني نوعا ما يعني بانتاج هذه الاشياء. طبعا ايش الاشياء المستخدمه في الكائنات التعليميه هذه؟ اللي هي الانيميشن اللي هو المتحركات، او مجرد فقط برزنتيشن، او ريفرنس ماتيريال مجرد يعني مرجع او مراجع، يمكن ربما يكون اللي هو ما يسمى مصادر مسانده، او عباره عن اختبارات سيموليشن توتوريال. فهذه كل الاشياء الان موجوده ممكن تكون ككائنات تعليميه يعني موجوده بنسب متفاوته او نسب مختلفه الموجود فيها. طبعا ايش تفضيل الطلاب؟ ايش الطلاب وجدوا انه يفضلوا من هذه الاشياء هذه؟ افريج يوزر ريتنج، فوجد ان الانيميشنز لها تفضيل بالنسبه هذه. طبعا اكثر حاجه فضلت بالنسبه للطلاب اللي التوتوريال، اللي هي الحصص التمارين كانوا مسميها، اللي هي التطبيقات اللي ممكن الطالب انه يكون في عنده نوع من التطبيق
من الأشياء اللي أخذها في المحاضرة أريد أن يطبقها. فهذه الأشياء وجدت أنه أخذت نسبة كبيرة أو كانت نسبة استحسان بالنسبة للطلاب بنسبة كبيرة أن هي التيتوريال. طبعا السيموليشن هي المحاكاة للأشياء الموجودة اللي يمكن درسها في المحاضرة، يمكن أخذت بنسبة 3.6 وهكذا. أن يكون في اختبار أيضا موجود على شكل كائن تعليمي بنسبة 4 الريتنج. برضو هذه الدراسة سريعة كذا بخصوص الكائنات التعليمية في الهاير ايدوكيشن سيتنجز. طبعا نذكر الادفانتجز اللي هو المزايا والسلبيات. طبعا انا ما ودي يمكن اذكر كل النقاط، فهي موجوده حتى تلاقوها ان شاء الله عندكم في الحقيبه المحتم. لكن القصد انه فعلا في بعض الاشياء بالنسبه للاساتذه اللي هم الادوكيتورز يقول لي افويد ذا نيدز تو ريكريت اكزيستنج ريسورسز. اذا كان في عندك اشياء موجوده فحاول تستفيد منها. يعني لو كان في كائنات تعليميه موجوده، يمكن مقطع فيديو موجود ممكن تحاول تستفيد منه، قد يكون يمكن ربما يوفر عليك وقت بدل انك ما تنشئ انت واحد خاص فيك. اذا وجدت انت انك تحتاج تنشئ واحد خاص فيك، ففي الحاله هذه ما في شك انه راح يكون بعد اخر يمكن تضيفه انت كمكان تعليمي. بعض الديس ادفانتجز بالنسبه، طبعا بالنسبه للليرنرز اللي هم الطلاب، شافوا الاشياء ادفانتجز بالنسبه لهم المزايا، والديس ادفانتجز طبعا بالنسبه لهم ايضا. ليميتد افيلابيلتي من ضمن الاشياء اللي يقولوا ما تحصل اشياء كثيره تكون فيها كائنات تعليمية أو ما أو غير موجودة. يمكن أبحث عن موضوع معين يكون فيه كائنات تعليمية فما يجد الطالب أو الطالبة هذه الأشياء موجودة أو غير متاحة ربما تكون. وهنا يجي دورنا نحن كأساتذة، كان ممكن نجد أنه في أشياء تكون ممكن مفيدة مع طلابنا فممكن نسهم فيها. وحنتكلم عن موضوع المساهمة بإذن الله تعالى، أتمنى إن شاء الله نقدر نوصل للجزئية هذه في نهاية الدورة حقتنا. طبعا هذه تجربة اللي هو شفناها، تجربة الفصول المقلوبة، وبعدين شفنا بعض البحوث والدراسات المتعلقة بالكائنات التعليمية. الآن أبغى أتكلم عن موضوع آخر في اللي ممكن يكون فيه مفيدة فيه، اللي هو الكائنات التعليمية، التعليم باللعب أو التلعيب، مصطلح من المصطلحات الجديدة باللغة الإنجليزية يمكن سمعنا فيه اسمه gamification. طيب خليني أسأل برضو كمان السؤال، أقول كم واحد سمع فينا في موضوع التلعيب هذا أو gamification لو كان باللغة الإنجليزية؟ برضو نجاوب من اللي هو بالصح والخطأ عشان نشوف بس كنسبة كم، يعني حتى لو ممكن البعض يعني اللي هو اذا كان في ناس سمع فيه اول مره او يمكن ربما البعض سمع فيه. طبعا برضو اذا زي ما شايفين نعم ولا الاجابات اللي امامي، يعني فعلا في ناس بيقول اول مره. طبعا كلمه التلعيب او اللعب لا تعني ترى ان الواحد يمكن ربما يمكن مرات نحن نقول والله الان نحن في فصول دراسيه او في مواد مقررات وفي جامعات، وانه الالعاب ما يعني ما يمكن ما تمشي مع غير ماشيه مع او ما يمكن تتناسب مع الاشياء هذه. نحن نقول الآن منظور التلعيب المقصود فيه أنه كيف ممكن نستخدم الألعاب خارج سياقها. الألعاب طبعا معروف أنه شغف عند طبعا الأجيال الناشئة زي ما كنا ذكرنا في بداية الدورة حقتنا بموضوع الألعاب الأيام هذه. وبالمناسبة الآن مؤتمرات تعقد عالميا على موضوع يعني فقط مختصة بالألعاب في الجيمينج أو الألعاب، وطبعا أننا شغل فيها طبعا من ناحية اقتصادية وأمور كثيرة، وقد يكون فيها طبعا ايجابيات قد يكون فيها سلبيات ما في شك. يعني في دراسه اجريت من مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه، حتى الدراسه كانت جميله بخصوص انه هو الاثار المترتبه استخدام الالعاب الالكترونيه بالتحديد بالذات والاشياء هذه، يمكن جيد انه يمكن اللي يرغب انه يطلع عليها. لكن اقصد نحن الان انه كيف ممكن فعلا نستفيد من الالعاب في موضوع انه نوظفها في العمليه التعليميه. وقد يكون هذا الان تضيف بدل استخدام، يعني يمكن البعض قد ينظر لها انه والله قد يكون مضيعا للوقت ولا شيء، انه كيف نحن ممكن نوظف الالعاب في العمليه التعليميه. فجاء موضوع اللي هو التلعيب او الجيمفيكيشن. طبعا يستخدم مبادئ اللعب اللي هو نحن يمكن نعرف يعني في مبادئ في اللعب، يعني الالعاب الالكترونيه في المستويات، انه في المستوى مثلا مبتدئ، مستوى متوسط، مستوى متقدم وهكذا. والشخص عشان ينتقل من مستوى لمستوى في عنده نقاط عشان يحصل عليها، يمكن لو اخطا في اللعبه ولا حاجه ممكن يفقد بعض النقاط. هذا كل الكلام موجود في موضوع اللي هو التلعيب او استخدام الالعاب في التعليم. انا بدي اطلعكم الان يمكن سريعا على موقع، حتى وجدت انه جميل انه نشوفه في الدوره حقتنا كنوع من اللي هو التلعيب او استخدام التلعيب. طيب هذا حتى يمكن عباره عن، يعني حتستغربوا الان لو قلت لكم عباره عن مقرر في تخصص اللي هو الطب، ماده في تخصص الطب في جامعه من الجامعات المشهوره، جامعه ستانفورد. هذا سووا اللي هو اللعبه هذه
كنوع من التعليم للطلاب على موضوع انه هو انه الطالب ممكن يدخل الان عنده يكون في نوع من المرضى موجودين وبده الان يفحص هذول المرضى ويكتشف ايش هي اللي هي الاعراض من خلال الاعراض ايش الاشياء اللي ممكن يسويها مناسبه. حبدا اللعبه الان امامكم. طبعا اعطاني الان ثلاثه من المرضى موجودين عندي يقول لي ويمكن اختار اي واحد فيهم. اختار طبعا راح اختار هذا الان وبعدين يعطيني الان الاعراض اللي موجوده عنده اللي موجوده هنا ويقول لي طبعا في عنده درجه الحراره 38.7، الضغط عنده ضغط الدم والاشياء هذه. طبعا بالمناسبه انا ما لي في الطب يعني بس مجرد انه يعني باخذها ك ك ك ك كمثال وانا رحت للطب انا حتى يعني على اساس بدنا نقول كيف انه ممكن الالعاب اذا كان ممكن الان حتى في الطب ممكن الان بدات تستخدم الجيمفيكيشن هذا. طبعا هو الان امامه انه يجري بعض الفحوصات او ممكن يطلب على سبيل المثال بعض التحاليل فيطلب مثلا يقول والله تحليل في المعمل في 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 التحاليل سوي لي مثلا تحليل للدم مثلا السي بي سي ممكن نعرف بعض التحاليل. طبعا ما اعرفها كل التحاليل بالمناسبه بس مجرد حضغط على بعض الاشياء هذه واقول يمكن اطلب بعض الاشياء انه تجرى هذا المريض بناء على الاعراض اللي امامي شفتها. طبعا لاحظوا الان هذه فيها نوع من اللي هو التعليم وفي نفس الوقت فيها الان بالنسبه للشخص اللي استخدمها كانه الان جالس بيلعب لعبه معينه موجوده امامه ولكن فيها نوع من التعليم على عمليه التشخيص للامراض. ويمكن يطلب مثلا هذه الاشياء وجالس وانا بطلب هذا الكلام وهو بيقول لي مثلا لو صار اي نوع من التحليل على طول طبعا بياخذ وقت التحليل تبدا تظهر نتائج التحليل هنا عندي موجوده. طبعا اذا انسان اللي يمكن اذا انا متاكد ربما يكون موجود معنا اساتذه واستاذات في 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 الطب او ربما يمكن في الاحياء او يمكن ناس حتى كانوا عارفين بموضوع التحاليل هذه انا لا افقه شيء فيها حتى عشان اتكلم اقول والله ايش الاشياء المناسبه اني اعطيها بس مجرد جالس اختار بعض الاشياء بس كنموذج لها. طبعا بناء على هذا الكلام لاحظوا الان المريض موجود عندي ويمكن ربما يمكن مرات اجد انه والله درجه الحراره حقه هو موجود في 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 اثناء ما اسوي الاشياء هذه قد تزيد درجه الحراره حقه الان قد يزيد الضغط يمكن في اشياء المفروض اني اعملها الان وما سويتها حلاقي بعد شويه يمكن المريض يصير عليه يمكن مضاعفات يصير له اشكاليه قد يبدا الان يعطيني السكور هو معطيني الان السكور او الدرجه صفر يمكن يبدا يعطيني درجه غير مناسبه يمكن يقول لي والله ترى انت يعني ما اقدر انقل لك المستوى الثاني لانك ما اتقنت المهارات الموجوده في هذا المستوى او انك تاخرت فيها. طبعا بامكاني برضو ايضا كذلك استطيع اني اغير المستوى اللي هو انكريز جيم سبيد استطيع ان اسرع اللعبه بحيث انه تكون اسرع المفروض بحيث اني اقدر المفروض اتجاوب معها بشكل اسرع من الطريقه اني ماشي فيها الان. كل هذا الكلام فقط بس انه بدي اقول عنه انه كنوع من انواع الاستخدام للالعاب في التدريس او في التعليم اللي هو تعليم اللي هو عمليه التشخيص المرضي في كليه الطب في جامعه او في احدى كليات الطب في جامعه ستانفورد. هذه واحده من الدراسات والبحوث اللي تناولت اللي موضوع الجيمفيكيشن والالعاب في التعليم اللي هو استخدامها في تدريس مقرر داتا ستراكشر هذا من المقررات اللي ندرسها حتى للطلاب في ماده في تخصص علوم الحاسبات. اذا معنا طبعا الزملاء في علوم الحاسبات والتخصصات اللي لها علاقه بالحاسب طبعا هذه من المقررات الاساسيه اللي يدخلوا فيها كل طلاب الحاسبات ياخذوا المقرر هذا داتا ستراكشر او يسمى هياكل البيانات. اخذت الدراسه هذه من ضمن دراسات حيث كثيره موجوده اول شيء الدراسه انها اجرت حديثا يعني لسه في هذه السنه 2018 والدراسه ايضا دراسه مدعومه يعني جبت الجزء هذا من الدراسه اللي دراسه مدعومه يعني مقدمينها زي ما نقول كان الدراسه قبل ما تصير او البحث قبل ما يصير اختبر انه اجتاز شروط معينه عشان يحصل على دعم للدراسه هذه واجروا اثنين من الاساتذه في جامعه احدى الجامعات الامريكيه ووصلوا طبعا لاستنتاج. طيب اذا عندنا مره ثانيه نقول اللي هو هذا البحث يعني 2018 وبحث مدعوم كان يتكلم عن موضوع اللي هو استخدام جيم بلاي ان داتا ستراكشر راحوا صمموا المقرر حق الداتا ستراكشر بعض الاجزاء في المقرر هذا باستخدام اللي هو الالعاب او التلعيب بمعنى اخر بحيث انه الطالب يكون عنده عشان يفهم مفهوم معين في المقرر هذا ان الرسمتين او الصورتين هذا في حاجه تسمى يعني يمكن معرفه بسيطه انه هو يسمى الستاك او المكدس هو عباره عن نوع من حفظ للبيانات بطريقه معينه بحيث انها تدخل بطريقه معينه وتخرج من الكمبيوتر بطريقه معينه فبدل ما تكون مجرد يعني برنامج ونشرح للطلاب على شكل برنامج هم قاموا بتجربه انه عملوه على شكل لعبه ومن خلالها يفهم الطالب موضوع اللي هو الستاك هذا وموضوع المكدس هذا.
طبعا يعني يمكن ربما انا اقول يمكن ك يعني البعض يقول والله يعني احنا تخصص حاسب آلي وانتم ما شاء الله عندكم خبرة متأكد في الحاسب الآلي ربما ممكن اكثر مننا في الموضوع هذا، لكن بس المهم الحاجة الموجودة انه هل ممكن اول حاجة هل استمتعت في اللعبة هذه؟ طبعا كان ضمن الأسئلة من وجهة الطلاب 84% قالوا نعم. يعني هل كانت اللعبة يعني مفيدة او ساعدتك في فهم الموضوع هذا للموضوع؟ 80% من قالوا نعم فعلا فهمتنا هذا الموضوع. طبعا الاستبيان ماشي هنا لغاية يمكن أشياء وصلت إلى 96% إنه ممكن بالفعل إنه وجدوا الطلاب إنه حاجة مفيدة بالنسبة لهم إنه يستخدموا أو يفهموا الموضوع هذا من خلال العملية أو من خلال أن نلعب. طبعا إحنا قد نتفق يمكن البعض يقول والله يمكن مقرر حقي هل ممكن أحط فيه مثلا أشياء يعني يمكن فيها نوع من التنعيم أو لا، يعني أنا أقول قد تختلف طبعا طبيعة المقررات قد تختلف يعني ربما يمكن بطريقة أو بأخرى، لكن هذه الدراسات ترى وزي ما انتم شايفين يعني ما نقول على مستوى يمكن التعليم العام على مستوى الجامعات، يمكن شفنا التجربه الاولى اللي هي في جامعه ستانفورد وهذه تجربه ثانيه على مستوى، طبعا في تجارب كثيره حتى لاستخدام التنعيم في التدريس اللي ممكن من خلاله تنشا كائنات تعليميه لهذا النوع من المفاهيم. طيب الان نبغى نتكلم عن الجزء العملي في الدوره حقتنا هذه اللي هو كيف ممكن نحن الان ننشئ كائنات تعليميه او كيف ممكن ننشئ محتويات الكترونيه باستخدام ما يسمى بأدوات التأليف والنشر الإلكتروني. طبعا المصطلح هذا متعارف عليه في بيئات التعلم الإلكتروني حاجة يسمى الأوثرينج تولز أدوات التأليف والببلشينج تولز أدوات النشر. طبعا لو جينا يمكن نظرنا موضوع التأليف أو موضوع التأليف أو كلمة التأليف هذا في العادة يستخدم أما إنسان أو شخص يبغى يألف مثلا كتاب أو يمكن يبغى ينشر مثلا بحث علمي يسوي عملية اللي هي عملية النشر هذه بحيث إنه يجمع مادة علمية ويمكن يبدا كيف انه كتابه هذه الماده وكيف اخراجها وكيف يمكن الاشياء اللي تضاف على الماده هذه وكيف فهرستها، كل هذا الكلام فيما يناظر له في عمليه التاليف والنشر الالكتروني. طبعا في كثير من الادوات اللي ممكن تستخدم في عمليه التاليف وعمليه النشر هذا الالكتروني. تتفاوت في الاستخدام من ناحيه في بعضها سهله الاستخدام مباشره الاستخدام، في بعضها قد يكون فيها نوع من الصعوبه تحتاج للدورات او تحتاج لتدريب حتى بامكاننا نستخدم هذه الادوات. طبعا من ضمن المنظومه في التاليف او في تاليف اي محتوى الكتروني تشترك ثلاثه جهات في هذا في عمليه التاليف. في عندنا شخص يسمى اللي هو خبير المقرر. خبير المقرر او خبير المحتوى الالكتروني اللي يكون في العاده هو احد اساتذه المقرر، قد يمكن نقول عندنا في مقرر مثلا نحوله من الى مقرر الكتروني، فالمقرر هذا الان يمكن نجي نشوف مين اخبر استاذ في المقرر هذا او يمكن مين اقدم استاذ او يمكن مين اللي درس المقرر هذا اكثر واحد، ربما يمكن نختار واحد منهم هو يكون خبير المقرر او قد يكون يمكن زميل هو خبير المقرر بالمشاركه مع الزملاء اللي درسوا المقرر هذا قد يكون يتفقوا على بين بعضهم البعض يكون في نوع من التنسيق انه يكون في واحد منهم خبير المقرر. واحد ثاني نحتاجه اللي هو يسمى المصمم التعليمي. مصمم تعليمي، والمصمم التعليمي المقصود فيه الشخص اللي راح يجلس مع خبير المقرر وراح ياخذ المقرر مني هذا ويحوله الى كائنات تعليميه ويقول له والله الان هنا فعلا ممكن نسوي لك الان في الجزء هذا استطيع ان اسوي لك فيديو او ممكن الجزء هذا نقدر نحوله الى صوره او ممكن نحوله الى رسمه او ملف صوتي. كل هذه الاشياء اللي يقوم فيها اللي هو المصمم التعليمي اللي راح ينفذ المهمه هذه وينجز الشيء هذا شخص يسمى المصمم الرسومي او يسمى اللي هو الجرافيك ديزاينر. هنا الثلاث مجموعات هذه انه خبير المقرر مع المصمم التعليمي مع المصمم الرسومي هم اللي نحتاج عشان ننشئ مقرر الكتروني في منظومه التعليم الالكتروني. طبعا قد نحتاج يمكن ممكن يكون في اكثر من مصمم تعليمي، قد نحتاج اكثر من مصمم رسومي، قد يكون فريق عمل كله نحتاجه عشان ننشئ هذه الاشياء او مع بعضها البعض. نبغى نكون الان مطور الكائنات هو احد مدرسي المقرر، يعني نبغى نكون الان في الدوره هذه ان شاء الله انه نحن نمارس الثلاث الادوار، نكون خبير في المقرر حقي، اكون مصمم تعليمي وايضا اكون مصمم رسومي. ودي استخدم ان شاء الله ادوات برمجيه متوفره. بمعنى الادوات اللي ممكن تكون موجوده حق التصميم هذه مرات في بعض تكون مكلفه. يعني في لها رسوم للاستخدام وقد تحتاج رخص، يعني يمكن انا متاكد طبعا في عندنا في كل جامعه في عماده التعلم الالكتروني او الجهه المسؤوله عن التعلم الالكتروني في الجامعه، في عندهم برمجيات كثيره مستخدمه، قد يكون بعض المرات هي خاصه بنفس العماده في عليها رخص يعني للاستخدام، لانه الشركات اللي بتنتجها هي يعني تجاريه ليست انها مفتوحه المصدر،
نحن إن شاء الله في الدورة حقتنا إن شاء الله اليوم حنتعرف على بعض الأدوات اللي متوفرة، اللي بإذن الله تعالى نقول والله ممكن نحن نبدأ على طول من اليوم إن شاء الله نبدأ ننشئ كائنات تعليمية ونبدأ ننشئ وحدات إلكترونية بكل بساطة من خلال الاستخدام لهذه الأدوات. فهي واسعة الاستخدام والانتشار. كيف مراحل بناء الكائنات التعليمية الإلكترونية؟ أول حاجة إنه إذا في عنده محتوى إذا كان ورقي لازم يكون إلكتروني. بمعنى آخر يمكن يكون على سبيل المثال ملف وورد، يمكن يكون ملف أو ملفات باوربوينت. أهم شيء إنه يكون محتوى إلكتروني وليس ورقي. فأول جزئية إن إذا في عندي مقرر أبغى أحوله أو غانشي مقرر إلكتروني إنه لابد إنه يكون موجود على شكل إلكتروني وليس على مجرد ورقي. في مراحل بناء الكائنات التعليمية تجزئة المحتوى إلى أجزاء. ونقدر نقول عندنا إذا جزأناه إلى أجزاء كل ما كان الجزء صغير أصغر ما يمكن راح يكون طبعا عندنا إنشاء وحيكون أسرع، وفي نفس الوقت راح يكون عندنا موضوع إنشاء المقرر هذا أو إنشاء الهدف التعليمي هذا راح يكون ممكن سهل إنه هو التحكم فيه. طبعا أتأكد الكلام اللي ذكره زملاء عندنا هنا المختصين إنه موضوع أو ربما يمكن مروا على موضوع إنه التحليل، إنه هو التحليل فعلا مراحل التحليل وبعدين التصميم وبعدين الاختبار. هذه المراحل طبعا فعلا اللي نقول عنها يعني في المراحل اللي المفروض تفترض المراحل اللي هي المثالية والمنهجية المثالية لإنشاء مقرر إلكتروني، إن ربما يمكن أقول بالفعل نجلس يمكن فترة مع الأستاذ المقرر ونسوي التحليل للمقرر هذا، ممكن قبل كذا نشوف عملية التخطيط كمان حتى قبل التحليل في التخطيط اللي هو النتيجات المقرر ونبدأ نخطط المقرر هذا إلى أهداف تعليمية كثيرة. طبعا في الدورة حقتنا هذا لأنه دورة سريعة فيمكن بعض الجزئيات ودي أتجاوزها كذا بشكل سريع وأقول هذه المهارات اللي هو إنشاء المقررات الإلكترونية أو المحتويات الإلكترونية السريعة اللي ممكن بإذن الله تعالى إن شاء الله إذا أنشأناها حنبدأ بعد كذا يعني فعلا ممكن ننشئ يعني أو ممكن نبدأ يعني نستخلص الأفكار اللي ممكن توصلنا إلى كيف ممكن نستخدم النماذج المنهجية الأكبر في إنشاء المقررات الإلكترونية. طبعا نبغى نتكلم عن الموضوع اللي هو كويس الزملاء الأفاضل اللي ذكروا اللي هو موضوع التحليل. طبعا فيه قبل اللي هو النموذج كان ADDI اللي هو الآدي هذا، وفي النماذج وأيضا كذلك المعيارية في العملية هذا من خلال اللي هو المعايير الموجودة في التعلم الإلكتروني بسكورم وغيرها. لكن أنا أقصد مرة ثانية ودنا ننشأ يعني أشياء حيث تكون مشتركة للجميع حيث أنه نقدر بإذن الله تعالى من خلال المنهجية البسيطة هذه ننشأ كائنات تعليمية، وحنشوف نماذج نعمل الإنشاء هذه بكل بساطة إن شاء الله في خلال الوقت المتاح معانا في هذا الدور. طبعا نحن الآن تقريبا يمكن حوالي يعني قريب يمكن 8:30 يعني حوالي 2:30 في الدورة هذه، ومتبقى عندنا حوالي 1:30. فأنا ودي إن شاء الله أستعرض أشياء سريعة كذا إن شاء الله فيها، وحأترك إن شاء الله المداخلات هذه وبإذن الله تعالى إني متأكد إنها مفيدة ومثري الموضوع إن شاء الله للجزء في الأخير. إذن إذا عندنا مرة ثانية مقرر أبدأ جزء المقرر هذا إلى أهداف تعليمية. يمكن يعني اللي عنده على سبيل المثال يمكن نقول والله ماشي مع المقرر مع الكتاب، فيمكن يكون في الله الأجزاء الرئيسية في الكتاب تقسم بتلاقيها في الكتاب يعني يمكن فصول ثانوية أو فصول فرعية. هذا نقول كل واحد منهم يحقق هدف تعليمي، هذا ممكن يكون الآن مكان إنه أخذه كهدف واحد ممكن أنشأ من خلاله محتوى إلكتروني، ممكن أنشأ من خلاله اللي هو كائن تعليمي. إضافة جزء تفاعلي. مهم حاجة في الكائن التعليمي أساس أن يكون مرة ثانية نرجع فكرة أن الطلاب عندنا أو أن المتعلمين الموجود عندنا مختلفين في الذكاء المختلف اللي عندهم، في ناس سمعي وفي ناس بصري، فأحاول أن الآن أشتغل كل المجموعات هذه. فجدا يكون في عندي في الكائن التعليمي ليس بالضرورة 100% أن كل كائن التعليمي تكون فيها نوع من التفاعل، لكن جيد أن يكون في نوع من التفاعل بحيث أن الشخص يبدأ يتفاعل معه. يمكن يكون ضغطة إزرار، يمكن قد يكون يمكن يسمع ملف صوتي، يمكن يشوف صورة. كل هذه الأشياء لو كانت موجودة راح تضيف أو تثري الكائن التعليمي. بعد العملية هذه تحويل الأجزاء هذه إلى ملفات ويب. طبعا في الغالب نحن نبغى ننشر الكائنات هذه يمكن على مواقع إلكترونية في الغالب حتى الناس يقدروا يوصلوا لها، فجيد أن تكون أو نحولها إلى أجزاء ملفات ويب. طبعا في كثير من البرمجيات إذا كان عندنا حتى لو كان عندنا على سبيل المثال باوربوينت أو كان عندنا ملف وورد يستطيع حول لك إياه مباشرة إلى ملف وتقدر تنشره إما في مواقع إلكترونية أو ممكن نشره من خلال نظم إدارة التعلم أو الـ NMS هذه زي على سبيل المثال في البلاك بورد أكيد كثير مننا نستعملوها، أو ممكن من خلال المستودعات الرقمية. وحنتكلم إن شاء الله عن واحد من أهم المستودعات الرقمية الموجود عندنا هنا في المملكة اللي أنشأ في الفترة الأخيرة اللي هو المستودع اللي يسمى اللي هو الشمس. حنتكلم إن شاء الله عنه، أتمنى إن شاء الله نوصل بإذن الله في الأخير للنقطة هذه.
طبعا خلينا يمكن اعلق على موضوع استخدام البلاك بورد. بلاك بورد ليس هو نظام لانشاء الكائنات التعلميه، هو مجرد فقط يسمى نظام اداره التعلم، نظام متكامل لاداره التعلم. يعني المفروض نحن ننشئ الكائنات التعليميه هذه او ننشئ مقرراتنا ونحملها في النظام هذا، نظام البلاك بورد. يعني فعلا زي ما عندنا بعض الزمن انه هو العرض من عرض، يعني ممكن نستخدمه الان للتواصل. طبعا نستخدمه، انا متاكد عارف فكره ان نظام البلاك بورد نظام جدا متميز في التواصل بين الاستاذ وطلابه، بحيث انه اقدر احمل لهم المنهج اللي موجود عندي. طبعا في اشياء كثيره حتى يمكن اقدر اسوي فيه اختبارات، في نوع من التواصل. نحن بالمناسبه الان متواصلين عن طريق اللي هو نظام البلاك بورد في الدوره هذه. الدوره هذه نموذج لاستخدام البلاك بورد. طيب تكلمنا ايضا عن الاشياء اللي هو استراتيجيه، عن تصميم الكائنات التعليميه، قلنا تحتاج الى تصميم. من بعض الاستراتيجيات برضو السريعه بالمناسبه هذه ترى، يعني تعطى هي على شكل مقررات او تعطى على دورات، يمكن ربما تاخذ يعني يمكن مرات يعني ايام. فانا في الدوره هذه ودنا يمكن حاجات كثيره نضمها فيها، فلهذا السبب انا استخلص بعض الاشياء النقاط السريعه منها وودي اذكرها بشكل سريع كده. اذا مره ثانيه موضوع انه في التصميم، اثناء تصميم الكائن التعليمي دائما نحاول نجزئ الجزء الكبير، نوصل الى اجزاء بسيطه. يعني لو كان عندي مثلا خلينا نقول مثلا درس كبير، ممكن اجزئ الدرس هذا الى مفاهيم صغيره، بحيث انه كل واحد ممكن يكون مستقل عن الثاني، مع بعضها البعض تشكل درس واحد او درس متكامل مع بعضها البعض. يقول لي تبسيط التصميم وجعله جذاب بصريا، لان انا عارف ان التصميم هذا اللي راح اصممه الان راح اعرضه لطلابي، فلا بد انه يكون فيه نوع من الجذب طبعا، بحيث انه يكون يمكن من ناحيه حتى الالوان. وبالمناسبه نحن يمكن ربما انا اقول انا يمكن كمختص يعني يمكن في الحاسب ما عندي في عمليه الالوان، او يمكن ربما يمكن في يمكن ناس يفهموا في الالوان اكثر، فنحن دائما نحاول يعني يمكن نستخدم الاشياء يعني بحيث انه تكون مبسطه قدر الامكان. كل ما بسطنا حاجتنا التصميم كل ما راح يكون طبعا بشكل افضل استخدامه. تقليل مقدار النص على كل شاشة أو صفحة، طبعا الكائن حقي راح يكون على شكل صفحات أو راح يكون على شكل شاشات، يمكن قد يكون صفحة واحدة قد يكون شاشة واحدة على حسب طبعا حجم الكائن. فيقول تقليل مقدار النص، لا يكون يمكن مثلا يمكن والله لا نعتقد أنه يكون مثلا أسرد نص كتاب كامل كذا أحطه أقول مرة واحدة في شاشة واحدة. عملية حجم الخط حاجة مناسبة، لأنه في أشخاص حيقروا الكلام هذا اللي هم الطلاب، في الحالة هذه طبعا حتى لا يكون نوع من الملل بالنسبة لهم، يكون قدر الإمكان يعني مقدار النص يكون حاجة بسيطة، وممكن أسوي شاشة ثانية أكمل فيها النص الأساسي. الكتابة باستخدام لغة واضحة، ترحب مساحات بيضاء حول وبين أقسام النص، يعني لا يكون مليان الكائن التعليمي كذا أجد أنه والله يمكن تظهر للطالب أشياء كثيرة في الشاشة الواحدة، لابد أنه يحاول قدر الإمكان أنه يكون في يعني مساحات برضو فراغات بين هذه الأشياء. طبعا يعني الزملاء اللي كتبوا اللي هو انه النص لو كان طويل فعلا يشتت الطالب ويشوش على الطالب، طبعا هذه الملاحظات حتى هي مذكوره في 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 التصميم وفي الكتب حق التصميم هذه وفي الابحاث اللي نشرت المواضيع هذه. طبعا ذكر هذا الكلام وجد بناء على دراسات انه بالفعل انه مرات قد يكون يمكن الاشياء الكثيره الموجوده، يعني ممكن ما يكون مثلا والله صور كثيره، يمكن لا نضيف رسومات ما لها علاقه بالمعنى، يمكن واحد مرات يضيف صور يقول والله ما لها علاقه بالمعنى، جيد ان تكون طبعا حاجات متعلقه بنفس المعنى، وبحيث انها تفيد اكثر من انها تكون مشتته لموضوع اللي هو الدرس اللي ودي انا اقوله للطلاب. بعض الاستراتيجيات ايضا في التصميم التعليمي، ابقاء الهدف التعليمي في بؤره التركيز، وانا انشئ الكائن التعليمي هذا لا انسى ايش الهدف التعليمي من هذا الكائن، لانه يمكن تكون مرات الواحد يمكن ينشئ اشياء ويضيف اشياء ما لها علاقه، فلا بد انه دائما يكون عندي الهدف التعليمي منه موجود امامي واضح، حتى بامكاني باذن الله تعالى اركز على النقطه اللي ودي انشئ فيها هذا الكائن. طبعا اختيار الانشطه المناسبه، الاهتمام بالتقييم، عمليه جدا مهمه عمليه الاهتمام بالتقييم، لانه في الاخير الكائن التعليمي هذا الان راح يخدم هدف لمفهوم تعليمي او يخدم هدف تعليمي. زي ما ذكرنا في تعريف الكائن التعليمي انه لابد انه يكون عمليه القياس، انه لابد انه اقيسه، فانا بدي اقيسه، فاهتم بموضوع التقييم انه هل ممكن فعلا انه يعني اقدر اقيس الفهم الطلاب من خلال هذا الكائن او لا. المجموعه الثالثه في التصميم اللي هم المصممين الرسوميين، هذه بعض الاستراتيجيات البسيطه ايضا في عمليه التصميم الرسومي مختصره. التوازن البصري للشاشه، يعني اذا كان في عندي شاشه فيها كائن تعليمي انه يكون فيه متوازنه، يعني ما يكون مثلا يمكن الاقي الكتابه كلها موجوده والرسومات كلها موجوده في مكان يمكن يعني في الجزء العلوي من الشاشه ومعظم الشاشه فاضي، لابد يكون في نوع من التوازن. هذه من الاشياء اللي برضه ناخذها بالاعتبار.
وضع العناصر على الشاشة لإنشاء تعزيز العلاقة البصرية بينها، يعني بحيث أن تكون كلها متناسقة مع بعض البعض، كلها تخدم بعضها البعض. يمكن شفنا في نموذج مثل على سبيل المثال الزكاة، أنا كنت وضعت اللي هو رسمة أو صورة اللي هو الذهب والفضة كذا، حطيت لها بعض الرسومات لها علاقة متعلقة فيها، حطيت يمكن لما جيت كنت زكاة المال حطيت اللي هو صور للعملة النقدية، كلها ربما كلها لها علاقة. قد البعض يمكن يقول لا والله يمكن أشياء كثيرة، قد نختلف في بعض الأشياء ونتفق لكن فيها، فكل هنا الآن كل واحد طبعا حيكون له أكيد أنه نظرته لهذا الموضوع. إظهار التباين بين العناصر المختلفة، طبعا هل تصبح أنا يمكن بس أتناول أحيانا بطالة في الشاشة أشوف بعض الأسئلة أو بعض المداخلات، هل الاستراتيجية تصبح اللغة العربية؟ حتى هي ما تصبح يعني ليست هي متعلقة بلغة، هي تصبح اللغة العربية واللغة الإنجليزية، يعني هي متعلقة بالتصميم اللي هي الكيانات التعليمية سواء كانت اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. يعني إذا كان فهمت السؤال إنه الموضوع إذا كان مقصود إنه مادة اللغة العربية، إذا كان مقصود إنه مادة اللغة العربية، نعم مادة اللغة العربية ممكن تنفع فيها. إن شاء الله حط لكم على النموذج اللي هو في القرآن الكريم بإذن الله تعالى بعد قليل حتى نشوف أمثلة لهذا الموضوع. إيش رأيكم ناخذ بعض الأمثلة؟ أنا ودي يمكن بس يعني حتى نسوي لنا مشاركة، لأنه حضطر أن أخرج على الشاشة حق المشاركة عشان أفرجكم على بعض النماذج لهذه الكائنات اللي ممكن موجودة فيها، بعض هذه الأمثلة أو بعض الأمثلة للكائنات التعليمية، وبعدين حنرجع مرة ثانية نكمل موضوعنا اللي هو هنا. طيب الدكتور عبد العزيز اللي ذكر موضوع الحقوق الملكية والأشياء هذه، طبعا يمكن بإذن الله تعالى يمكن الأسئلة هذه لو نخليها، يعني أنا ترى الأسئلة جدا مفيدة وحتى وممتازة للغاية والمداخلات ممتازة، بس لو تكرمت يمكن نخليها في وقت، لأن الآن الشاشة زي ما أنتم شايفين أمامي الآن تطلع فيها الأسئلة كلها بتمشي على طول للأعلى ما شاء الله، المداخلات كثيرة يعني، فأنا بقصد إنه لو فرضا بس يمكن نخليها في الأخير يعني حتى لو تقدر نتناولها، لأن عارف إنه الآن لو رحنا يمكن تطرقنا الأسئلة أنا ممكن أتطرق لها، يعني إذا أنتم موافقين أن نتطرق للأسئلة ونوقف الآن ما عندي مانع، إذا كانت اتفاقية بيننا كلنا كذا أغلبيتنا يقولوا هذا الكلام يصير يمكن، بس أنا ودي يمكن نكمل الموضوع ونخلي الأسئلة في الأخير حتى تكون مرة واحدة، يعني إيش رأيكم يمكن أفضل كذا؟ طيب أنا شايف أن يمكن الأغلبية قالوا هذا الكلام، فحناخذ إن شاء الله بالأغلبية، إحنا ممتاز ترى نسوي تصويت يعني ونقول والله إذا قالوا الأكثرية أنه بالفعل يعني هذا الكلام، لأن الدورة حتى لأن كلنا يعني متأكد مجرد فرد ترى معاكم يعني فيها. طيب الآن أعتقد ظهر أمامكم النموذج هذا. طيب هذا الآن نموذج بكائن تعليمي لآيات من القرآن الكريم. طبعا لاحظوا خلينا نفترض أنه الأستاذ في القرآن الكريم يمكن يعني وده أنه الآيات القرآنية الكريمة أنه تطلع أمام الطلاب أو يبغى الطلاب يسمعوها، يمكن قد يكون ويبغى يعرف أحكام التجويد اللي فيها، فيمكن لو جينا قلنا التلاوة الآن، طبعا في صوت أتمنى إن شاء الله نقدر نطلع الصوت هنا الآن حتى تسمعوه. طيب انا عارف يمكن ربما الصوت لانه حتى بيطلع من السماعات الخارجيه ويمكن ربما يمكن يعني، لكن يعني القصد انه وضحت ضمن الفكره، هذا كان تعليمي، يمكن كنت ابغى نفترض انه استاذ من الاساتذه يقول والله ابغى الطلاب يعرفوا مثلا احكام التجويد في الايات هذه، فيمكن الطالب انا اضغط على الادغام مثلا هنا راح اشوف الاماكن اللي فيها راح يكون في الحكم هذا حق الادغام وهكذا، فهذه فكره واحد من الكائنات التعليميه. خلينا نشوف مثال اخر. طيب المثال هذا اللي هو مقدمة في الحاسب الآن ظهر أمامنا،
طيب خلينا نشوف هذا الدرس الآن. التي تحتوي على تعليمات إلكترونية يطلق عليها اسم software. تقوم جميع أجهزة الكمبيوتر بتعليمات أساسية متشابهة تتيح لك حفظ المعلومات ومعالجتها. طيب أظن برضو استمعنا يمكن ربما يمكن الصوت برضو كذلك. أنا عارف ماذا الصوت، الصوت بالمناسبة مرة يعني ما بيظهر من الجهاز اللي أنا موجود فيه الآن في الداخل الاستوديو، هذا بيجي من السماعات الخارجية، فبحاول قدر الإمكان. بس أظن أعتقد سمعته يعني، أو واضحة الفكرة، يعني هي الفكرة واضحة. الآن شوف لحظة، الطالب أخذ الدرس هذا من المقدمة في الحاسب، اللي هو خلينا نقول مفهوم معين عن مكونات الحاسب الأجهزة الكمبيوتر بكل بساطة، وعنده الآن سؤال عشان نبغى نقيم الفكرة هذه. إيش رأيكم نجاوب، نختار أي إجابة في الإجابات الأربعة؟ أي من المكونات التالية لا يعتبر المعدات في الكمبيوتر؟ طبعا بناء على الكلام خليني اختار، انا حاختار لوحه المفاتيح اجابتي هذه لوحه المفاتيح. شوف راح على طول قال لي خطا، والاجابه الصحيحه هي برنامج المفكره. طبعا هنا الان الطالب عنده فكره كمان، او بامكانه انه يرجع يعيد الدرس مره ثانيه، ويرجع مره ثانيه ياخذ الدرس هذا ويفهمه وياخذه بشكل او باخر، اذا طبعا عرف يكتشف انه والله عنده اشكاليه او عنده مشكله. طبعا هذا بس فقط نموذج ثاني بسيط لكائن تعليمي انشئ بهذه الطريقه. في عندنا حتى امثله ثانيه ان شاء الله لعله باذن الله تعالى نتطرق لها يعني في اثناء ما نمشي نحن في موضوعنا. هنا الموقع هذا حتى الموقع من واقعه الجيده انه ياتي قائمه بادوات تقنيات تعليميه الكترونيه، قائمه بادوات وتقنيات تعليميه الكترونيه. الموقع هذا كل سنه يصدر قائمه يرتب فيها التقنيات التعليميه بناء على استخدامها على مستوى العالم من كثير من المختصين، اساتذه في الجامعات، اساتذه في التعليم العام، مدرسين يعني في المدارس، ومختصين في انشاء التقنيات او في انشاء الكائنات التعليميه والمحتويات التعليميه الالكترونيه، مطورين للبرمجيات التعليميه، ويسوي عمليه استقصاء لهم من خلال يعني عده بنود، ويطلع اعلى الادوات في الاستخدام في التقنيات التعليميه. نتوقع من الادوات هذه شو توقع اعلى اداه من الادوات اللي ممكن تكون يعني مستخدمه كاداه تقنيه تعليميه؟ طيب تويتر، يوتيوب. طيب كل سنه هم بيجروا بيطلعوا يعني تقريبا يمكن الان من 12 سنه هم المركز هذا اللي هو سنتر فور ليرنينج اند بيرفورمنس تكنولوجيز بينشئ هذا، بينشئ هذه الاحصائيه او بينشئ هذه القائمه. العام الماضي انشأوا اعلى 200 اداه، هم كل سنه 100 اداه، بس مناسبه يمكن عشان مرور 10 سنوات على انشاء المركز سووا اعلى 200 اداه. ففي 2017 طلعوا هذه القائمه. كان يوتيوب فعلا رقم واحد زي ما توقعوا كثير منكم، ما ادري هو عشان الصوره كان فيها يوتيوب ولا توقعنا. يوتيوب قالوا انه اعلى اداه تقنيه تعليميه من واقع استخدامها وواقع نظرهم، طبعا في الغالب انه كانت رقم واحد. لاحظوا بعض اللي كانت موجودة في القائمة هذه، جوجل سيرش، البحث في جوجل كان برضو يعتبر أداة تقنية تعليمية. باوربوينت، طبعا أكيد يمكن باوربوينت يمكن ربما نتفق نحن كثير منا نستخدمه، لأنه في العروض نستخدمه يمكن مرات في المحتويات الإلكترونية، فأكيد إنه موجود. تويتر أيضا، وورد، كثير من شبكات التواصل الاجتماعي، ويكيبيديا أيضا كذلك. هذه أعلى 10 في الموجودة في المجموعة، طبعا هو القائمة موجود فيها 200، أنا حطيت أعلى 10. من حسن الحظ انه بعد ما عديت الحقيبه سلمتها في المره الاولى، الحقيبه التدريبيه للدوره هذه، انه طلعوا الاحصائيه حق 2018، فادركتها حتى واضفتها، كانت لسه 2018 لسه ما ظهرت وقتها، فادركتها واضفتها هنا عندنا. 2018 برضه يوتيوب كان رقم واحد. بس لو رجعنا لخلف سنه كان باوربوينت رقم ثلاثه، باوربوينت في 2013 في 18 صار رقم اثنين. طبعا هنا عندنا القائمه هنا اللي هو فيها بالنسبه للمطورين، او هل ممكن يستخدم في بيئات يعني اللي هو الوركينج بليس يسمى مكان العمل، لانه ممكن مكان العمل ايضا يستخدم ولا لا في الواقع في التدريس وفي التعليم. فهذه القائمه مختلفه من هذه الناحيه. طبعا هنا يقولنا اذا كان اي واحد فيهم ظل مكانه سيم، بقي مكانه من العام الماضي العام اللي قبله،
ولا إذا نزل ولا ارتفع. أب يعني إنه زاد مقدار واحد هنا يقول إنه نزل. فطبعا في تنافس بين التقنيات هذه الإلكترونية بين بعضها البعض من ناحية الاستخدام على مستوى العالم. حتى أن جدا القائمة يعني حتى متميزة والمركز هذا متميز في هذا الموضوع، ودائما ينشروا كل سنة التقنيات ويرس، وأيضا ينشروا اللي هو كل واحدة من التقنيات هذه ليش إنها كنوع من التحليل، ليش إنها طلعت رقم واحد، ولا نوع من التحليل كيف الأشياء الموجودة فيها. هذه بعض الأدوات اللي ممكن تستخدم في التأليف والنشر الإلكتروني. طبعا كثير من الأدوات أنا قلت موجودة عندنا، هذه بعضها. الموقع اللي هنا عندنا ينشئ أو في عنده 7 e-learning authoring tools، 7 أدوات للنشر والتأليف الإلكتروني، ومسوي مقارنة بينهم. طبعا كل واحدة فيه لها مزايا، يجد إنه فيه والله مزايا، يعني ما في شيء نقول ترى تقريبا موجود في كل حاجة. هنلاقي مثلا قد يكون واحدة من هذه الأدوات موجود فيه مزايا، والثانية نجد فيه مزايا مختلفة ثانية. طبعا كل هذه الأدوات بالمناسبة أدوات يعني تجارية أو تسمى الكوميرشال، ما في شيء اللي هو مفتوح المصدر أو تسمى مجانية. أغلبها في الغالب إنها يعني في نجد إن عندهم بعض الأحيان بعض الأدوات أو بعض البرامج هذه والبرمجيات حق التأليف ممكن يعطون اللي هو فترة استخدامها، فترة مجانية، فترة تجريبية لمدة شهر، أو قد يكون في مرات يعطونا نسخة منها بس غير مكتملة غير كاملة. في بعض هذا قد نجد إن مرات يعني نقدر نستخدمها للتجربة، وقد نجدها موجودة للتجربة. طبعا واحدة منهم اللي هي يسمونها الكابتيفيت، هذا في الغالب إنه موجود في كثير من يعني من الناس يستخدمون، هو الكابتيفيت من شركة أدوبي. في سناجت، في آيسبرينج، في كامتيشيا، هذه كورس لاب، كلها عبارة عن برمجيات مستخدمة ممكن تستخدم لعملية التأليف والنشر الإلكتروني. فأنت تتميز إنه تستطيع أن تدمج لنا النصوص مع الأصوات، بإمكانك إنك تسجل أنت الآن وأنت تعرض، بإمكانك أنت نفترض إنك حتسوي مثلا درس على جهازك وفي حيكون عندك إنه عرض الباور بوينت، يستطيع الآن يأخذ الباور بوينت ويسوي عليه عملية تسجيل للصوت منك أنت الآن من خلال لاقة الصوت على الميكروفون، ويدمجه مع العرض وينشئ ملف على طول تلقائي، ملف ويب بتستطيع انك تاخذ الملف هذا وتحطه مباشرة في الانترنت، او تستطيع انك تنقله الى اللي هي نظم التعلم او نظم ادارة التعلم الالكتروني او ما يسمى او نظم ادارة التعلم الالكتروني او ما يسمى بالـ MS. طبعا من ضمن البرمجيات ايضا زي ما انتم شايفين عندنا برنامج الباور بوينت، اللي ربما البعض مننا يستغرب يقول والله الباور بوينت انه في العادة يستخدم للعروض، لكن ممكن ايضا برنامج الباور بوينت ممكن نستخدمه ايضا في انشاء الكائنات التعليمية، لانه فيه اشياء موجودة فيه، يعني ممكن نستعمل فيه الحركة، ممكن نستخدم فيه الألوان. من مناسب برنامج باور بوينت ترى مناسب جدا لأشياء كثيرة نحن ممكن نسويه فيها كائنات تعليمية، أو ممكن ننشئ منها محتويات إلكترونية من ضمنها الرسومات، متميزة حتى في هذا الموضوع. أنا بقول باور بوينت أو أقول البرامج هذه لأنها متوفرة. كثير من البرمجيات هذه قد تكون يمكن الصعب الحصول عليها، يعني هي متميزة ما في شك، وربما يمكن البرامج هذه متميزة أكثر من يمكن برنامج الباور بوينت، لكن ربما يمكن برنامج الباور بوينت أتأكد إنه موجود في جهاز كل واحد فينا، فيمكن ربما يقولنا للناس والله استعمل باور بوينت حيكون أفضل، لأنه أول شيء الخبرة عندنا فيه نحن استخدمناه، وفي نفس الوقت متوفر عندنا على طول، ما حنقول والله نحتاج إنه نشتري أو نحتاج يمكن ندفع فيه مبالغ، ربما يمكن تكون مرات قد يكون مكلفة عن بعض، أو قد يمكن تخلي البعض يحجم عن إنه ينشئ أشياء بسبب إنه غير متاح. طبعا بعض البرمجيات يمكن زي سناجت، آي سبرينج، كامتيشي، هذه فيه لها نسخ مجانية حتى نقدر نستخدمها، وممكن يمكن بعض المرات يحتاج طبعا يمكن واحد يستخدمها لفترة معينة مدة شهر، وتلاقي الرخصة تنتهي بعد شهر، يقول لك والله يطالبك انك اما انك تشتري رخصة، او بامكانك انك طبعا فقط تستخدمها يمكن يعني في بعض المزايا اللي فيها وليست كاملة المزايا. طيب خلينا الان نشوف بعض الادوات نحن اللي بإذن الله تعالى ممكن تمكننا في استخدام أو في إنشاء كائنات تعليمية، وحنقول إن شاء الله حنتكلم عن أدوات متوفرة موجودة، وبإذن الله تعالى كمان أدوات يعني أنا متأكد بإذن الله تعالى بعضها حتلاقي إنها موجودة في أجهزتنا، موجودة عندنا. خلينا نقول لو فرضا نبغى نصمم كائن تعليمي يحتوي على آيات قرآنية كريمة، يمكن نبغى يكون فيه نصوص موجودة. طبعا النصوص بكل بساطة برنامج الوورد، برنامج الباور بوينت نقدر نسوي فيها. هنستخدم برضو أدوات تسمى بعض الأدوات زي أداة القطع الموجودة عندنا في أجهزتنا. خلينا نبدأ على طول تلقائيا حتى يمكن أنا أوفر الوقت، لأنه ما شاء الله الوقت أنا عارف دائما في الدورات الوقت يداهم، وهذا يمكن ميزة مرات الأشياء الإلكترونية، يعني جيد أنه تكون فيها حاجات برضو طبعا تدل على أنه بالفعل كيف ممكن نستخدم التقنية في عملية الأشياء السريعة.
أنا حتكلم الآن عن بعض الأدوات بشكل سريع طعن التفصيل لها واستخدامها. أنا أقول ترى بإذن الله لو بدأنا نمارس استخدامها هنلاقي في بعضها بسرعة ممكن يعني نلاقي نفسنا نتآلف مع البرنامج واستخدامه، وفي بعضها تحتاج ربما ممكن عدة مرات استخدام، وحلاقي نفسي بإذن الله بعد هذه المرات متمكن من استخدام هذه البرمجيات. أول واحدة من الأدوات هنبدأ فيه اللي هو كتابة الآيات القرآنية الكريمة. طبعا مرات أحتاج أن أكتب نصوص آيات قرآنية كريمة، ودي أخرجها بحيث أن تكون يعني مخرجة بإخراج احترافي، يعني تتناسب مع مكانة كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا يمكن أفضل من أفضل البرمجيات الموجودة حتى مصحف المدينة النبوية لنشر الحاسوبي. طبعا يمكن ربما بعض استخدمه أو يمكن بعض يمكن يكون جديد أول مرة يستخدمه، حتى البرنامج متوفر من خلال موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. هذا الموقع موجود عندنا في هذا الرابط، مجرد مباشرة أو لو كتبت في أي محرك بحث أنه مصحف المدينة النبوية لنشر الحاسوبي على طول حيطلع عندك الرابط حق التنزيل. طبعا ميزة هذا عشان نحصل على النصوص القرآنية الكريمة ونكتبها بالرسم العثماني اللي موجود في نص المصحف الشريف، نحتاج نوع من الخطوط معينة. البرنامج هذا أو الحقيبة هذه توفرها بحيث أنه على طول مجرد أنك تنزل البرنامج هذا وتشغله عندك تلقائيا حيظهر عندك هذا البرنامج. وأنا طبعا نزلته في الجهاز اللي عندي والآن حسوي له مشاركة معكم حتى بس نشوف مزايا أو بعض مزايا هذا البرنامج كده على السريع. طيب ظهر عندنا اللي هو ظهرة واجهة البرنامج هذا اللي ظهرة مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي. طيب ظهرت. طيب عن هذا الواجهة الأساسية للبرنامج، برنامج جدا بسيط مجرد المنزل. أنا أنصح تنزيله في أجهزتنا لدة مزايا فيه. أول ميزة طبعا أنه نص القرآن الكريم راح يكون عندنا موجود، بإمكانه سوي عملية البحث عن أي آية قرآنية طبعا بالكلمات، بحث جزئي، قائمة كلمات، كل هذه العملية بإمكانه نسويها. خلينا يمكن نقول نبغى نبحث عن آية قرآنية مثلا، كتبت كلمة إحسانة، طبعا هو الآن تلقائيا على طول زي ما انتم شايفين يقول لي في عندك 6 مواضع في القرآن الكريم في موجود هذا الكلمة كلمة إحسانة. طبعا سورة البقرة زي ما أعطيني هنا الآن في الجزء هذا من هنا سورة البقرة، لو نقرت الآن على سورة البقرة هنا الآن. طيب شفتوا أنا كتبت كلمة إحسانة. طبعا المشكلة أنه في المشاركة إذا ضغط على الزرار احتمال قد يوقف البرنامج لأنه عملية المشاركة فيها تتطلب سرعة معينة فلهذا السبب. على أي حال يعني شوفوا الآن بحثت، أنا اخترت الإسراء جاب لي الآية الموجودة القرآن الكريم اللي فيها كلمة إحسانة أعطاني إياها. الميزة طبعا هذه موجودة في كثير من البرمجيات، موجودة في كثير من المواقع بإمكاننا نحصل على الشيء هذا، لكن الميزة هنا اللي يتميز فيها هذا البرنامج هي الإزرار هذا نسخ إلى وورد. هذا الحسن ميزة تعتبر كبيرة في هذا في البرنامج هذا. لو ضغطت الآن على نسخ إلى وورد تلقائيا راح ياخذ نص الآية وراح يفتح تلقائيا برنامج الوورد ويحط فيه هذا النص تلقائيا. طبعا برنامج الوورد الآن حاليا برضو كذلك يحتاج نسوي له مشاركة حتى يبين معانا، لكن انا متأكد لو كلنا سوينا على اجهزتنا تلقائيا على طول بضغطة الازرار هذا حياخذ اللي هو النص هنا ويوديه الى برنامج الوورد بنفس نص الرسم العثماني. طبعا ايش الميزة هنا انه ياخذه كنص بالرسم العثماني؟ بإمكان النص هذا اتعامل معاه كنص، بإمكاني طبعا أغير فيه التنسيقات اللي نسويها على النص من ناحية الألوان من ناحية حجم الخط، أيضا راح يندمج معايا في المستند حقي. فلو كنت ممكن أستخدمه الآن في برنامج الوورد مرات نحن نستشهد طبعا كثير مرات نستشهد بالآيات القرآنية الكريمة يمكن في المواضيع حقتنا مواضيع السنة العلمية المواضيع البحثية، يمكن نكتب مرات رسائل ونحط فيها الآيات القرآنية الكريمة. فجيد أن نستخدم هذا البرنامج فيه لسبب أنه أول شيء حلاقي أنه طبعا عملية أنه يكون فيه خطأ، يعني طبعا خطأ غير مقصود في نص الآية القرآنية حتلافها هنا، حيكون فيه التشكيل إضافة لذلك كذا حيكون مخرج بإخراج حاجة احترافي اللي هو بالرسم العثماني في كتابة نص الآية القرآنية الكريمة. طبعا هذا الكلام الآن ممكن أنا أخذ الآن النص هذا وأقدر أسويه الآن في برنامج الباوربوينت، كذلك أقدر أسويه في أي واحدة من الحقائب حق التصميم أقدر أخذ من الآيات القرآنية هذه. يمكن لو شفتوا في بداية الدورة حقتنا هذه كان فيه آية استشهدت فيها في البداية، كانت هذه الآية موجودة حتى من كمكتوبة بالرسم النص العثماني، هي حتى مأخوذة من هذا البرنامج أو من هذا النظام. طيب
هذا بس فقط بشكل سريع. طبعا في مسائل كثيرة في البرنامج هذا أمكن أترك لكم إياها بإذن الله تعالى تعرف عليها أثناء استخدامه. أن لو نزلنا الحقيبة ترى بالمناسبة يعني تحميلها يمكن ما يأخذ وقت، يعني الحقيبة ما هي كبيرة أو البرنامج غير كبير، يمكن حوالي تقريبا 150-170 ميجا بايت، وتحميل أو تركيبه على الجهاز بكل بساطة يعني بنقرأ عليه على طول، هو راح يفتح الملف المضغوط اللي ينزل وحتلاقي يشتغل معاك وتبدأ تستخدم هذا البرنامج. طيب حنرجع الآن بعد البرنامج هذا نشوف في الحقيبة حقتنا في الدورة حقتنا ايش اللي موجود الحاجة اللي بعد كذا. طيب اتمنى ان شاء الله ما نكون طولنا عليك من الدراسة، نقول كم باقي على المحاضرة، هي باقي عليها ان شاء الله ساعة. يعني طبعا احنا يمكن الجزء العملي بدأنا الآن، كنت اتمنى ان نكون ان شاء الله يعني كنا اسرع شوية في الاول حتى بس بامكان نكون فيه، لكن على اي حال باذن الله تعالى ان شاء الله استحملونا الساعه هذه، ونقول ان شاء الله فيها حنخلي المناقشه مع المناقشه ممكن نخليها في اخر ربع ساعه، انا متاكد باقي لنا اشياء كثيره. طبعا هذا الموقع ايضا موقع متميز حتى للمصحف الالكتروني موقع جامعه الملك سعود، في مزايا انه بامكاني اخذ تفسير الايات كنص اخذها واقدر احطها في الكائن حقي لو كنت محتاجها. طبعا في عمليه انه معنى او تفسير اللي هو او الترجمه للايات الى لغات، ترجمه معاني الايات، طبعا ترجمه معاني الايات الى لغات متعدده من ضمن اللغه الانجليزيه واللغات الاخرى. الموقعين هذه في السنه النبويه الشريفه وبرضه كذلك متميز للحصول على نص الحديث النبويه الشريفه. طبعا الموقع الاول اللي هو موقع تابع لوزاره الشؤون الاسلاميه في المملكه العربيه السعوديه عندنا هنا الان، فهو موقع حتى متميز. في عندهم الان اللي هو فتره صيانه، فهو مغلق مكتوب عليه مغلق للصيانه، دخلت يمكن في امس فكان مغلق للصيانه، يمكن اتوقع باذن الله تعالى بعد فتره يكون ان شاء الله شغال. طيب الادوات، واحده من الادوات اللي بدنا نتعرف عليها في الدوره هذه اداه القطع. كم واحد فينا يعرف هذه الاداه؟ بس الواحد يقول لي ايش ميزه الاداه هذه؟ اداه القطع. طيب هذه فعلا بامكانها تاخذ لنا لقطه من الشاشه او جزء من الشاشه. فين موجوده هذه الاداه؟ فين موجوده لو وصلناها؟ انا اقول الكلام طبعا اسهل على سنة، اذا ما اظن خلاص انا اقول ممكن عارفينها يصير ممكن نقول باذن الله بس نتكلم عنها. طبعا هي ما هي في الوورد، هي موجوده في نظام الويندوز، في نظام الويندوز. اذا خلينا نشغلها سريعا كذا الان، هشغلها وبعدين اسوي لها مشاركه معاكم. انا في بعض الحاجات ترى بالمناسبه يمكن بس حقول عنها عشان الوقت، هتكلم عنها يمكن ربما سريعا كذا، وحترك لكم باذن الله تعالى تجربوها وتطبقوها. الحقيبه موجود فيها الاشياء هذه، فيصير باذن الله بعد كذا نقول نحن يعني نقدر نستخدمها بنفسنا. طبعا لو رحنا في قائمه الويندوز راح نجد في عندنا حاجه يسموها اداه القطع او السنيبر، سنيبنج تول. طبعا ممكن لو ما حصلناها نبحث عنها باستخدام اللي هو السنيب، حنلاقيها سنيبنج تول. طيب انا حضطر ان اسوي لها مشاركه الان مره ثانيه. طبعا كل ما اسوي مشاركه لاي واحده من الادوات هذه او اي واحده من البرامج البرمجيات هذه حضطر اني اوقف العرض، وحسوي اضطر مره ثانيه مشاركه، او ممكن اسوي مشاركه لصفحه المكتب بالكامل. طيب هذا سنيبنج تول سويت لها الان شيرنج، حتظهر معانا الان. طيب هذه هي الاداه زي ما انتم شايفينها او اداه القطع. هذه ميزتها انه الان تستطيع انها تقتص اي جزء من الشاشه بالشكل اللي ابغاه. استطيع ان طبعا لو ضغطت على زرار نيو زي ما انتم شايفين راح استطيع ان اقتص الجزء هنا اللي من هنا من الشاشه. طبعا لو شفتوا الان اقتصيت جزء من الشاشه ظهر في النافذه هذه. انا اقتصيت سويت عمليه اقتصاص وظهرت في النافذه هذه. هذه طبعا ممكن ايش ميزتها؟ ممكن الان لو في عندي شاشه موجوده فيها يمكن مقطع او موجود فيه يمكن صوره او رسمه ودي اخذ منها اقتص منها جزء، فبامكاني بكل بساطه بسرعه استطيع ان اقتصها عن طريق هذه الاداه اللي متوفره في اجهزتنا. طبعا في كثير من البرامج تدعم هذا الموضوع، برنامج الباوربوينت فيه موجود اداه، بس تحتاج انه شغال اشغل برنامج الباوربوينت وحتكون موجوده ضمن الباوربوينت. لكن هنا ميزتها انه استطيع ان احفظها كصوره تلقائيا على طول، احفظها كصوره مفصوله، او استطيع انه مجرد اقتصيتها لو رحت الان في برنامج الباوربوينت سويت عمليه لصق اما باستخدام كنترول في او باستخدام انه الشريط حق الادوات اللي استعملت منه اللي هو اللصق، حيلصق لي الصوره اللي اقتصيتها. خلينا نشوف برضه كذلك بالنسبه لاداه القص هذه طريقه اختصاص مختلفه شويه اللي هي تسمى فري فروم سنب او منطقه حره. طيب اذا كان باللغه العربيه عندنا النظام حاطين اياه اللي هو باللغه العربيه.
هذا الحتتين الان زي ما انتم شايفين شكل المقص، ولو بدات انا اقتص جزء من الشاشه، انا حاقتص الان جزء من الشاشه اللي امامي بشكل بهذا الشكل بالضبط. سوالي الان عمليه استداره على حوالين المكان اللي اقتصيته، واقتص لي لاحظا جزء هذا من الشاشه، الشاشه اللي كنت عارضها. لو كان في عندي صوره يمكن ما اقدر اقتص الصوره كامله، والصوره او جزء من الصوره هذه داخل منطقه في الصوره، عمليه الاقتصاص هذه تساعد فيها بحيث انه اقدر اقتص جزء داخل جزء من الصوره. طبعا كل الكلام هذا لاحظوا الان راح يعطيني الان عمليه اسرائيليه في الكائن التعليمي حقي. الان الصور الرسومات هذه اللي اقتصها ابدا اضيفها في الكائن، وتقدر تصبح عندي ضمن الاشياء اللي في عمليه التحرير او في عمليه التاليف حق الكائنات التعليميه اللي بستخدمها او ودي انشئها. طيب حنرجع الان مره ثانيه، حنسوي مشاركه للشاشه. طيب اذا عندنا اداه القطع، انا يمكن كنت بدي اجرب كل الامكانيات اللي فيها والمزايا اللي فيها، لكن هذا اللي صعوبه انه ننقل بين البرنامجين بتاخذ وقت عمليه الانتقال، فاعتقد انه الفكره حقتها ان شاء الله تكون باذن الله تعالى واضحه. اذا جزء من الشاشه او نافذه كامله او تحديد شاشه او تحديد او شاشه كامله. طبعا المقصود بالتحديد انه فقط اخذ جزء من الشاشه. امكانيه التعديل عليها التعليم، بامكاني ان الصق مباشره في البرامج الاخرى، بامكاني احتفظ بالصوره المقصوصه زي ما شفنا في عندنا الايقونه ضمن البرنامج اللي هي ايقونه الحفظ، لو ضغطنا عليها راح يحتفظ بالصوره اللي اقتطعتها من الشاشه على شكل ملف منفصل ومستقل كصوره. طيب الاداه اللي بعد كده نود نعرف فيها اللي اداه تصوير الشاشه، اللي ايضا انا متاكد كلنا عارفينها، اللي هي لو بدي التقط صوره من الشاشه باستعمال برنت سكرين. طيب اذا ما ودي التقط الصوره للشاشه كامله، ابغى اخذ فقط نافذه واحده. النافذه اللي تسمى النافذه النشطه، كيف ممكن نسمي النافذه النشطه؟ يعني في عندنا الان مثلا في الشاشه موجود ثلاث اربع نوافذ، لو سويت برنت سكرين راح اخذ لي كل الشاشه بالكامل، انا ودي فقط اخذ صوره من يمكن مثلا مقطع يوتيوب بنعرض عندي، ابغى اخذ صوره منه وليس الشاشه بالكامل. فكيف ممكن نسوي هذا الكلام؟ طبعا في انه ناخذها ونسوي عمليه اقتصاص فعلا، لكن لا ودي اخذ النافذه بالكامل فقط من غير ما اسوي اقتصاص. في عندنا ازرار زي ما انتم شايفين هنا، ازرار يسمى الت، في واحده المفاتيح في ازرار الت، اذا ضغطت برنت سكرين لحاله راح اخذ صوره من الشاشه، بس اذا ضغطت الت مع برنت سكرين راح اخذ لي فقط النافذه النشطه. مفتاح الت لو شفنا اذا حد عنده الان امامه لوحه مفاتيح في حق الكمبيوتر، حتلاقي مفتاح الت بجانب مفتاح المسافه بجنب المسطره الطويله، المفتاحين هذه مع بعض تعطيني اللي هو النافذة النشطة وليس الشاشة بالكامل. طيب في الأداة هذه اللي يسموها مسجل الخطوات. مين عارف مسجل الخطوات هذا قبل كده؟ بي اس ار. مسجل الخطوات. طيب طبعا مسجل الخطوات هذا حتى فين موجود؟ اللي فيه يمكن اثنين من الزملاء قاعدين يعرفوا فين موجود، لو قلنا ما نعرفه، موجود في ضمن أجهزتنا هنا. لو رحنا لقائمة البرامج وشغلنا من قائمة التشغيل من قائمة البحث كتبنا كلمة بي اس ار، حيشتغل معنا هذا البرنامج. لو كتبنا بي اس ار راح يعطيني اياه ضمن البرامج الموجودة في نظام الويندوز، يعني ما نحتاج يجي من اي مكان من برا، موجود عندنا بي اس ار. لو شغلت البي اس ار، طبعا انا حرجع اضطر اني اسوي برضه مشاركة للبرنامج هذا، حوقف العرض وحسوي مشاركة له. نعرف طبعا طريقة التدريب او العرض عن طريق المشاركة، هذه هي تتطلب انه فعلا واحد منا يشتغل او انه يشغل الاثنين عن طريق مشاركة الشاشة بالكامل. يمكن نسويها فيما بعد ان شاء الله. طيب الان سويت المشاركة بعد ما شغلت البي اس ار، هذا هو البي اس ار او مسجل الخطوات. مسجل الخطوات هذا الان ظهر معنا لما يقول الناس اختفت، ظاهر الان هذا الجزء مكتوب على ستيبس ريكوردر. هو صغير فعلا، هو حجمه صغير لانه ما يحتاج يسوي اي حاجه، هو مجرد الان راح يسجل الان خطواتي على الشاشه، راح يسجل كل حاجه اضغط فيها اي مكان انقر فيه على الشاشه راح يسجلني اياه. فاذا بدات اضغط على الزرار هذا اللي شايفينه امامي اللي هو ستارت ريكورد حيبدا يسجل. لاحظوا الان ايش ميزه البرنامج هذا؟ لو رحت الان في الشاشه وضغطت اي مكان في الشاشه وانا اضغط، لو شايفين حتظهر معي دائره حمراء كذا او كوره باللون الاحمر، ما ادري اذا ظهرت معانا، طبعا هي يمكن عشان عمليه الانتقال حق عبر الانترنت ربما يمكن تظهر بشكل بطيء، يمكن حسب سرعه الانترنت اللي عندنا. ففرضا الان ودي اضغط على اي مكان في الشاشه، اي مكان اضغط عليه جالس ياخذ له الصوره الان،
كل ما اضغط ضغطه ياخذ صوره. فلو افترضنا في عندنا الان مثلا كان عرض فيديو وتاخذ منه صور، او ممكن في عندي برنامج يشتغل وتاخذ منه صور، البرنامج هذا راح يساعدني بشكل كبير في انه ياخذ الصور كلها مره واحده. هياخذ 4 10 20 صوره، كل ما اضغط ضغطه على الشاشه هياخذ صوره من الشاشه في المكان اللي اضغط عليه، ويبدا يجمعهم كلهم مع بعض ويسجلها كلها مره واحده. اذا انتهيت الان بعد ما انتهي من عمليه التصوير هذه وعمليه التسجيل هذه، حقول له ستوب ريكورد. طبعا اذا كان باللغه العربيه حتلاقي ايقاف التسجيل، اضغط على الزرار اللي هنا. لاحظوا الان اظهر لي الشاشه اللي هنا، وحط كل الصور اللي صورتها. طبعا انا كنت بصور في الشاشه اللي فيها العرض حقتنا، لاحظوا صور لي كل الصور الموجوده فيها، كل ما ضغط مكان صور لي صوره. جمع لي الان الصور هذه الان كلها مع بعض وحطها في مكان واحد. طبعا كنت انا حتى بضغط في نفس المكان على نفس الشاشه، لان ما يعني يمكن لو جربتوها انتم عندكم الان، انا ما كنت مضطر اني ما اقفل البرنامج عشان تبقى الشاشه معروضه امامكم، فكنت بضغط كل ما اضغط مكان اعطاني اياها كصوره، وجمع لي اياها كلها مره واحده في ملف واحد. طبعا هذا ميزته عن برنت سكرين، انه بامكاني ان اجمع الصور كلها مره واحده، بدل ما اجلس اصور الشاشه وراح اسوي عمليه لصق، هو يعطيني اياها كلها مره واحده في ملف واحد. الملف هذا استطيع اني طبعا بعد كذا نحفظه تحت اسم واحد. اقدر احفظ الملف هذا سيف من خلال الضغط على زرار سيف، واقدر اجمع الملف هذا ويكون موجود عندي، او اقدر اسحب منه الصور. اي صوره من هذه الصور اقدر اخذها كصوره واقدر انسخها الى الملف حقي او الى الكائن التعليمي حقي، وتكون موجوده عندي بشكل او باخر في الكائن الموجود. طبعا مره ثانيه اقول ميزه البرنامج انه ممكن نحصل فيه على صور لعمل موضوع علمي الكتروني، اقدر استعمل احضر فيه وسائل علميه، يمكن يكون في مثلا موقع في الانترنت. طبعا يمكن اللي هو لو اخذنا يمكن لقطات من فيديو، ممكن قد يكون يمكن اخذها اسجلها، مجرد اخذ اللقطه هذه اضغط مره ثانيه اخذ لقطه ثانيه وهكذا اجمعها كلها مع بعض وتعطيني اياها في ملف واحد. طيب اتمنى ان شاء الله كذا على السريع برضو، ترى انا يعني انا عارف اليوم يمكن ودنا نركز على اثنين، ودنا نركز على موضوع اللي هو الاحترافيه في البرامج هذه، ودنا نركز على موضوع الكم. انا يمكن ربما اركز اليوم على اساس نعرف قدر اكبر من البرامج والادوات، يمكن ربما اكثر انه ناخذ البرنامج بالتفصيل او البرامج بالتفصيل، فنعذر يعني اذا كان يمكن حاجات بقولها بشكل سريع، لكن بس بسبب اني ودي انه يعني فعلا نتطرق لاشياء اكثر من انه نعرف فيها بالتفصيل. طيب رجع العرض عندنا الان المفروض الان مره ثانيه. هو في هذه الاثناء طبعا بيفصل ان الصوت يفصل، يمكن الصوره اقصد تفصل اثناء عمليه اللي هو التبديل، بيصير عمليه فصل بسبب فعلا انه تحتاج يعني هذا في النظام. طيب اذا مسجل الخطوات اسمه بي اس ار، ترى موجود في كل اجهزتنا موجود، يعني ما تحتاج انك لا تنزل برنامج الانترنت ولا تشتري برنامج ولا اي شيء. وميزه حتى ميزه كبيره بستخدمها كثير في تحضير الاشياء للامتحانات التعليميه. طبعا نبغى نتكلم عن الرسم. يمكن الرسم انا متاكد انه طبعا كثير منا يسوي رسومات، يمكن نستخدم فيها برنامج باوربوينت، برنامج متميز، في برامج متميزه حتى في الرسومات وفي الصور زي برنامج الفوتوشوب. البرامج هذه طبعا برامج احترافيه وتتطلب يمكن مرات يعني بعض الدورات عشان الواحد يمكن ربما يتقنها، ونتاكد في كثير منكم يمكن متقنينها. كنت حتى بستخدمها فتره من الفترات، بعدين رجعت استخدم برنامج الباوربوينت حتى وجدت اشياء كثيره، بالذات في النسخ الحديثه الجديده من البرمجيات هذه اضيفت اشياء كثيره تطورت، بحيث انه نحن يمكن نقول كاساتذه يعني بامكاننا انه نستخدم هذه البرامج مع يمكن الوقت حقتنا. يمكن ربما مرات كثير من الاساتذه يقول والله الوقت، طبعا الاوقات يمكن هذه الاشياء تتطلب يعني يمكن الدورات هذه وقت كبير مني. انا اقول ممكن برنامج الباوربوينت حتى ممكن يغني في اشياء كثيره، اشياء احترافيه ممكن نسويها في هذا البرنامج. ايضا برنامج الرسام او البينت الموجود حتى في اشياء كثيره ممتازه وجميله، ودي كنا نجرب بعض الحاجات هذه فيها، لكن خلينا اقول لكم على برنامج يمكن او اداه يعني يمكن ربما تكون اتوقع يعني يمكن البعض يعرفها، ويمكن قد تكون جديده على البعض، اللي هو برنامج يسمى برنامج، انا شايفين كذا استعرض بعض الشرائح سريعا عشان الوقت، برنامج يسمى برنامج بيك بيك او بيك بيك. هذا ميزه هذا البرنامج، اول ميزه فيه طبعا انه برنامج متميز في منحه التقاط الصور ثم الاختيار منها، يعني بامكان البرنامج الان زي ما شفنا برنت سكرين ياخذ الصوره من الشاشه، هذا اذا نزلت البرنامج هذا عندي الان او الاداه هذه راح ياخذ لي صوره من الشاشه لعده مرات، كل ما اضغط على برنت سكرين ياخذ صوره منها، فهو يشبه بي اس ار. هذا في طبعا اكثر ميزه من البي اس ار انه استطيع ان احرر الصور، اقدر اعدل على الصور
عن برنامج اللي هو البرنت سكرين، هنا ما اقدر اعدل في الصوره او ما اقدر اعدل في الرسمه، حتى برنامج الباوربوينت ما نقدر نعدل، لكن هنا اقدر اعدل في الصوره في الرسمه من ناحيه الالوان، اقدر اختار جزء داخل الرسمه او الصوره، ففي في ميزه تحرير الصور. ايضا استطيع ان اسوي عمليه تعليم على الرسومات والصور، اقدر ارقم احط ارقام معينه. في بعض الميزه في البرنامج هذا، خلينا نشوف البرنامج بشكل سريع، برضو حسوي لنا مشاركه معاكم. البرنامج طبعا بالمناسبه برنامج مجاني، وانا اقول البرامج او الادوات اللي تقدم في هذه الدوره ان شاء الله مضمونه من ناحيه، طبعا في عندنا اشكاليات نحن في البرامج الموجوده في الانترنت، اشكاليات كبيره من ناحيه الفيروسات، من ناحيه البرمجيات قد بعضها تكون برامج غير مناسبه، فالبرمجيات ان شاء الله في الدوره هذه كلها يعني ان شاء الله نقول مضمونه، وفي نفس الوقت برمجيات متوفره وتستخدمها كثير يعني او تستخدم من كثير من جهات تعليميه، بسبب انها طبعا متاحه، انا ما اقول جهات تعليميه كاساتذه يستخدموها في الجامعات كثيره لانها متاحه وبرامج مفتوحه المصدر. خلينا نشوف الاداه هذه سريعا، انا حسيرها مشاركه معاكم. طيب افترض الان ظهرت عندنا الشاشه حق البرنامج او واجهه البرنامج اللي هو مكتوب عليها بيك بيك هذه. طيب خلينا نشوف الميزه اللي فيه البرنامج هذا. الان مجرد ان ننزله راح يشتغل تلقائيا في جهازي، وراح يصبح بديل للبرنت سكرين، بديل لعمليه تصوير الشاشه. مجرد نضغط على زرار برنت سكرين راح يتفاعل معي هذا البرنامج، وانا حجرب طبعا اضغط عليه في جهازي اذا 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 فصل معانا عشان عمليه الاتصال على الانترنت، فان شاء الله اعيد مره ثانيه تشغيله، وحسوي الان اخذ لقطه من الشاشه. لو شفت الان هو اخذ لقطه من الشاشه، سوى لقطه للشاشه وجابها في البرنامج من هنا، جابها داخل بيئه البرنامج زي ما انتم شايفين عندي الان. طبعا كل ما اضغط على برنت سكرين راح اخذ لي لقطه من الشاشه. فنفترض ان الشاشه كانت عندي متغيره، انا طبعا الشاشه ما هي متغيره، لان لو غيرتها حفصل عن النظام، فحاخذ لقطه ثانيه مره ثانيه. شوفوا الان صور لي صوره ثانيه، هذه الصوره الاولى هذه الصوره الثانيه. يمكن احتاج اني يمكن بس راح اغير حتى لو شيء بسيط يعني في الشاشه الرئيسيه، حتى بس حقول انه عندي في تغيير لو حاجه حتى بسيطه عشان بتغيرها تبين حاجه مختلفه. طيب الان اخذت ثلاث لقطات للشاشه. الصورة الأولى هذه كانت فيها اللقطة اللي هي صورة العرض حقتنا اللي موجود اللي كان معروض. طبعا موجود، شوف الشاشة حق سطح المكتب حق اللي ظهرت هنا، ظهرت ضمن الشاشة ضمن الصورة. الصورة الثانية هي تشبهها لأن ما غيرت. أنا غيرت في المرة الثالثة، غيرت الشاشة ظهرت هذه الصورة. أنا طبعا غيرت العرض، رحت لصور الصورة الثانية في العرض، فصور لي ثلاثة صور من العرض حقي أو من الشاشة حقي. طبعا هذا ممكن العرض الآن قد يكون برنامج شغال، برنامج يمكن مثلا برنامج في مادة فيزياء، قد يكون مقطع فيديو في الانترنت، كل هذا الان استطيع ان اخذ منها صور موجودة عندي، واقدر انشئ من سلسلة الصور هذه الموجودة درس تعليمي. بامكاني الان انشئ درس تعليمي. طيب ميزة في البرنامج هذا الان، بعد ما اخذت الصور هذه استطيع ان اعدل في الصور، استطيع ان اقتص، استطيع ان اغير في الالوان، اني ما طبعا بامكاني اسويها غير بهذا البرنامج او بالبرامج اللي تسمى برامج تحرير الصور، من ضمنها برنامج الفوتوشوب او برنامج البينت، برنامج الباوربوينت ما يمدينا اغير طبعا في الصوره هذه، ما يمدينا اغير في الالوان. طيب خلينا نجي نشوف اشياء اخرى ممكن نضيفها في الصوره. شايفين عندنا هنا الستامبس هذه اللي عملت التعليم. لو فرض الصوره هذه يمكن كانت او الشكل هذا، كان تخيلوا انه كان هذا درس في ماده معينه مثلا، ودي احط ارقام عليه واعين اقول مثلا هذا رقم واحد هنا وهنا رقم اثنين. زي ما تشوفون كل ما اضغط جالس ضغطه، طبعا اعذروني انا حتى ماني شايف ان الشاشه حق اللي فيها ان هعرضها، خليني يمكن احسن الان. شايفين ان الكلام بيعذروني ان انا الان بس اظهرت ان الشاشه اللي فيها ان زمن المشاركين. طيب كويس يقولوا تمام كل شيء تمام. طيب عندنا الان عمليه اللي هو التعليم على الصوره. بامكان ان عندنا مثلا قد يكون يمكن رسمه مثلا، او كان الصوره خلينا نقول مثلا كانت عن الخليه الحيوانيه او خليه مثلا النباتيه، ودي اعلم عليها بارقام معينه، اقول ترى هنا الجزء الاول الجزء الثاني وهكذا. فهذه ممكن بكل بساطه استطيع اعلم عليها. طبعا استطيع استخدم الوان مختلفه في التعليم زي ما انتم شايفين عندنا الان هنا. انا خليني يمكن اكبرها حتى تكون يمكن اوضح. استطيع برضو كذلك استخدم اشكال مختلفه في التعليم. زي ما تشوف القائمة هذه استطيع ان اضيف فيها اسهم،
استطيع يمكن مثلا في اضيف الدبوس مثلا زي هذا هنا، واستطيع كمان اغير في الالوان المختلفة الموجودة عندي هنا الان بكل بساطة. استطيع ان اسوي هذه الاشياء في هذا البرنامج. طبعا هذه كلها لها ميزة الان في العملية التعليمية، انه ممكن تضيف بعد ثاني، يمكن تضيف مثلا يمكن توضيح اخر، وبكل بساطة استطيع ان اسويها من خلال البرنامج اللي هو برنامج بيكبك مرة ثانية. طيب في ايضا حاجات ثانيه في هذا البرنامج، اللي هو اذا كنت ابغى اختار لون معين يسمى الكرت بيتر. طبعا هذه الميزه وظيفه الان في النسخه الاخيره من البرنامج حق الباور بوينت، مضاف موجود فيها الكرت بريكر، بحيث انه لو كان في لون معين ودي احدده واستخدمه، بحيث انه في لون في مكان اخر من خلال الكرت بيكر استطيع ان استخدم هذا اللون. طبعا في اشياء اخرى كثيره في هذا البرنامج، انا بس مجرد حقول عنها من غير استخدام، لانه اعرف وقت حتاخذ منا وقت عشان نستخدم، يمكن ناخذ ساعه واحده، نحتاج ساعة كاملة بس نبغى نعرف الأشياء الموجودة كأشياء أساسية في هذا البرنامج. البرنامج هذا فيه ميزة أن يستطيع برضو يلتقط صورة أو جزء من الشاشة. يستطيع أن يلتقط لي حاجة اسمها سكرولينج ويندو. سكرولينج ويندو اللي هي النافذة المتحركة أو الشاشة المتحركة. طبعا في مرات عندنا في الإنترنت يكون في بعض الصفحات اللي ممكن أعرضها على الشاشة حقي بالكامل، لكن لو عرضتها بالكامل أحتاج أن أنزل في الشاشة نزول عشان أشوف باقي الكتابة أو باقي الصور الموجودة. السكرولينج ويندو هنا الآن راح تكون بالعملية هذه بنيابة عني، حتاخذ الآن لقطة للشاشة بالكامل، حتنزل الآن تسوي عملية سكرولينج، حتسوي الآن عملية اللي هي تمرير للشاشة بالكامل، وتاخذها تلتقطها كصورة واحدة وتعطيني إياها كصورة بالكامل، بحيث إنه لو كانت حتى ما هي ظاهرة على الشاشة حقي بسبب إنه طبعا حجم الشاشة قد أو حجم الصفحة هذه قد يكون كبير، تاخذها هي الآن بالكامل وتصورها وتنزل نزول فيها. طبعا هذا بامكانكم تجربوها، وباذن الله تلاقوا فيه لها ميزه انه استطيع ان التقط صوره بالكامله او صوره كامله لنافذه موجوده في الانترنت او صفحه كامله موجوده في الانترنت، لكن بسبب انه حجمها كبير ما يمكن تظهر كصوره كامله عندي في الشاشه، فهو ممكن التقط لي اياها كشاشه ويعطيني اياها واقدر احتفظ فيها ضمن الجهاز حقي. طبعا في ايضا عمليه اللي هو قياس الزوايا. في بعض المرات البعض قد يحتاج في قياس الزوايا من خلال المنقله، فيها منقلة إلكترونية تستطيع أنك تقيس زاوية أي شيء موجود عندك على الشاشة، تعطينا الزاوية بمقدارها بكم، كم مقدار الزاوية هذه. طبعا ودي أجربها، حتى يمكن خليني أجربها. لو ضغطنا الآن على الزرار هذا زي ما أنتم شايفين يمكن تسوي مشاركة معنا، لاحظوا أضغط الآن هنا، ومجرد ما أضغط على أي مكان آخر شوفوا جالس يعطيني الزاوية بين النقطتين اللي ضغطت عليهم زي ما أنتم شايفين. أتمنى تكون طبعا هذه واضحة عندنا الآن. يعطيني الزاوية زي ما أنتم شايفين في المربع الأسفل اللي هنا اللي بالاحمر، يعطيني مقياس الزاويه بالضبط بالدرجات. طبعا عمليه دقيقه للقياس على الشاشه. هذه ممكن تكون مفيده مع الناس المصممين، مرات ممكن تكون مفيده مع الناس اللي يمكن بده يقيس مثلا زاويه ميلان معينه كم مقدارها على الشاشه، او ممكن في مثلا صوره فيها ميلان او بدي اعرف كم مقدار الميلان، يمكن في مبنى مصور مبنى وفي مثلا ابغى اتاكد انه المبنى هذا كم مقدار زاوية الميلان أو عمود معين، أستطيع أقيسه باستخدام هذه الأداة. طبعا في أدوات أو في أشياء كثيرة في البرنامج هذا، حكتفي باللي هنا عشان إن شاء الله كذا سريعا نستعرض بعض الأشياء الأخرى في الدورة حقتنا هذه. طبعا أدوات حترك لكم في الوايت بورد، في أشياء في اللي هو برضه المسطرة الإلكترونية، مزايا حتى كثيرة فيه، فبإذن الله تعالى متأكد إن شاء الله حيكون إضافة متميزة في أجهزتنا إذا نزلنا هذا البرنامج. طبعا لاحظوا الآن بسوي سيف، أنا حاولت إني أسوي إغلاق، فخليني أقول على حاجة ميزة حتى قبل ما أسوي إغلاق تذكرتها الآن. عملية المشاركة أو الشيرنج اللي موجودة هنا. طبعا لاحظوا الصور اللي التقطناها الآن بعد ما عدلنا عليها الآن كلها موجودة عندي موجودة، أستطيع أن أحتفظ بها أو أستطيع أن أنقلها. بمجرد أسوي اللي هو نسخ على الصورة هذه من هنا، اقدر اخذها تلقائيا الى اي برنامج من البرامج الموجوده. يمكن اخذها على طول على برنامج الباور بوينت، او اقدر اخذها على برنامج الوورد. في عندنا هنا شفنا الايقونه هذه اللي هي مكتوب عليها شيرنج او شير مشاركه. لو ضغطنا على الزرار اللي هنا زي ما انتم شايفين عندي هنا موجود مجموعه من البرامج، موجود عندك كمان مجموعه من المواقع. اذا كان عندك الان في فيسبوك عندك او تويتر، تقدر مباشره على طول تنقلها الى اي واحد من هذه المواقع لو كان عندك حساب فيه. لو كان في عندك على سبيل المثال ودك تنقلها على برنامج الباور بوينت، بامكانك بضغطة الزرار اللي هنا مباشرة تنقلها على برنامج الباور بوينت تلقائيا على طول
ما يحتاج انك حتى تسويها نسخ ولا لسخ بعد ما عدلت عليها وبعد ما اخذتها. طبعا ميزه حتى تعتبر ميزه جدا يعني موفر في الوقت، وممكن تقدر توفر معانا بشكل كبير في عمليه النقل هذه. استطيع برضه انقلها على بريد الكتروني، ارسلها بريد الكتروني. وميزه كمان اكثر، استطيع ان اشاركها مباشره. يمكن لو كنت الان جالس اسوي الدرس هذا لكم الان وما كنت في بين اتصال، اقدر على طول اسوي انترنت يو ار ال مشاركه، وحياخذ الصوره هذه الان تلقائيا وحيسوي لها رابط. زي ما انتم شايفين ضغط على الزرار هذا واقول له ابلود، حملها الان الى الموقع الخاص بالشركه واعطاني رابط زي ما انتم شايفين هنا الان. الرابط هذا الان لو انا متاكد طبعا لو نسخته لكم الان وحطيته ودخلته حتشوف الصوره هذه على طول تلقائيا. فالحته الميزه يمكن الان لو كنت يمكن في درس مثلا يمكن بالصوت مع طلابي ولا حاجه ودي نقول لهم صوره من جهازي، فبكل بساطه على طول يمكن الشاشه حقي اللي موجود عندي هنا الان استطيع انقلها مباشره تلقائيا. ولاحظوا لا احتاج اني مثلا اقول والله احتاج موقع انترنت، ولا احتاج اني موقعي ولا ارفعها ولا اي كان، مجرد ضغطه الزرار على طول سؤالها مشاركه مباشره الى موقع، واعطاني حيعطيني الرابط زي ما انتم شايفين هنا بالصوره حقي هذه الان، وحتكون موجوده على طول للمشاركه. طيب حكتفي بهذه الاشياء يعني، حتى هذا جزء من الاشياء الموجوده في هذا البرنامج. وبالمناسبه في برامج كثيره بس اخترت هذا، ولا في برمجيات كثيره طبعا تؤدي يمكن نفس الوظيفه وقد تؤدي في بعض وظائف اكثر. انا قلت هذا البرنامج كان ربما يمكن يعني قد يكون سهل الاستخدام، وفي نفس الوقت ميزته انه يمكن خفيف لما نحمله على اجهزتنا. طيب اظن الان رجعنا ان شاء الله مره ثانيه، والعرض هذا هو اللي عندنا موجود. طبعا هذه بعض المزايا في البرنامج، التقاط صوره زي ما شفناها، تحرير الصور، تعليم الصور، هذا موقع البرنامج اللي يبغى يعني يستخدم هذا البرنامج. طيب الوسائط المتعدده انتاجها برضه يحتاج يتطلب اللي هو بعض البرمجيات، في برمجيات كثيره حتى متميزه في هذا الموضوع. في كثير من البرمجيات يمكن مثلا عمليه التسجيل، برنامج الباوربوينت يستطيع انه برضه ايضا انه يسجل صوت، ويستطيع برضه كذلك انه اذا كان عندك طبعا اعدادات معينه، بعض الاعدادات الموجوده عليه. في برنامج سناجت من البرامج اللي ممكن تستخدم في عمليه التسجيل، يستطيع انه يسجل صوت وصوره ايضا، يعني بحيث انه لو في عندك كاميرا موجوده بامكانك انك تسجل الصوت والصوره مع العرض، ويستطيع انه ياخذ لقطه للشاشه ثابته ومتحركه، كل هذا يدمجها مره واحده ويستطيع انه ينتج او يخرج اللي هو ملف بالكامل. طبعا البرنامج هذا برنامج اللي هو تجاري، يعني مو مجاني، فينا نسخه تجريبيه نبغى نجربها لمده شهر، لكن يعني قد اقول انه ممكن الواحد قد مرات يعني يمكن يعني يشوف الواحد انه يجد انه مناسب ولا غير مناسب، هذا متروك لكل واحد فينا. في برنامج اسمه برنامج اوديسيتي، هذا حتى برنامج متميز. الناس اللي شغالين على شغله الاصوات او اللي يمكن يبغى يسجل اصوات او يبغى يسوي تحرير للاصوات، هذا البرنامج جدا متميز. البرنامج هذا مجاني، وبرنامج حتى غطى على كثير من البرامج التجاريه بسبب انه برنامج مجاني صاروا كثير من الناس يستخدموه، في مزايا حتى كثيره من ناحيه الصوت، بامكان انه ممكن سجلت مثلا درس ولا شيء ودي اسوي عليه بعض التحسينات، بعض التغييرات، بعض اللي هو المؤثرات الصوتيه، استطيع ان ادمج، استطيع ان اقص صوت زي ما بالضبط ما نقتص في الصور، الصوت برضه نستطيع ان نقتص مقاطع صوتيه، كلها من خلال هذا البرنامج ممكن نسويه. طبعا كان ودي نجرب هذا البرنامج بس متاكد طبعا انه الوقت يمكن المتبقي عندنا في الدوره هذه، يعني ان شاء الله نقول خلينا نمشي يمكن في اشياء اكثر، انه خلينا بس نعرف هذه البرمجيات، وباذن الله تعالى قد يكون ان شاء الله في دورات اخرى يمكن تتناول معنا او بعض الزملاء الاخرين يمكن ان شاء الله في جامعاتكم يتناولوا معكم هذه البرمجيات. وانا اتاكد يمكن بعضكم قد يكون والله يمكن عارفين فيها، يعني باذن الله يمكن اقولها مثل حاجه، وزي ما نقول مرات احنا يعني نتكلم عن اشياء والناس اللي يمكن يعني اعذروني على كذا تقول غير مختصين في الحاسب، لكن متاكد انكم انتم ما شاء الله احسن مننا في الحاسب، وربما يمكن عندكم اشياء وافكار متاكد اكثر من الناس يعني امثالنا المختصين او عندهم خبره بسيطه في الحاسب الالي. طيب برنامج الباوربوينت ممكن يكون من ضمن البرامج اللي في الدوره حقتنا هذه، اخترته حتى وخليته في المنطقه هذه بعد ما شفنا البرمجيات هذه. اقول لو فرض يمكن واحد يقول والله هذه البرمجيات تتطلب وقت وتتطلب جهد وتتطلب اشياء كثيره يمكن عشان اتعلم عليها، البرنامج هذا حتى برنامج متميز لانشاء الكائنات التعليميه. طبعا احنا يمكن تعودنا عن برنامج الباوربوينت انه برنامج العرض،
لا ممكن نستخدمه في أشياء كثيرة، تجهيز الدروس المحتوات الإلكترونية، ممكن نستخدمه أيضا في توضيح الأفكار الصعبة، وحنشوف أمثلة من هذا الكلام. طبعا ودي أشوف بعض الأمثلة معاكم، حشوفها بإذن الله من خلال عملية العرض. هم قالوا للزملاء تخلي العرض مو على شغلة العرض، خليه على إنه بس كانوا نعرف مرحلة التصميم، لكن يمكن حفرجكم على بعض النماذج اللي يمكن استخدم في هذا البرنامج. طبعا كان في صورة نحن نسوي تصميم أو تدريب في الدورة هذه للأخوة المشاركين، لكن حترك لكم التدريب أنتم تسووه أنفسكم بإذن الله من خلال تصميم شاشة كائن تعليمي زي النماذج اللي شفناها، بعض الكائنات البسيطة اللي فرجت لكم عليها، مقدمة في الحاسب، يمكن آيات القرآنية الكريمة اللي عرضت. إذا كان يمكن نبغى ننسخ آيات قرآنية نستعمل هذا البرنامج فيه، جربنا نحن البرنامج هذا. تحويل النص إلى صورة حاجة مهمة في الكائن التعليمي. بعض المرات قد أنا أكون كتبت بعض الكتابة بخط معين، طبعا المشكلة لو أنه الكائن هذا أو نقلته على جهاز ثاني ما هو موجود فيه، أو حطته في الإنترنت وكان الخط هذا غير موجود في 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 المكان اللي حينزل الملف هذا او حيشوف او استعرض هذا الكائن، حيلاقي الخط ما يظهر معه، وبعض المرات قد يعطي له خط بديل. فعشان اتغلب على المشكله هذه واخلي النصوص تظهر عندي، وبالذات لو كانت الايات القرانيه، الايات القرانيه طبعا تحتاج تطلب الحقيبه حق البرنامج فيها اكثر من 600 نوع من الخطوط الموجوده اللي هي مصحف المدينه النبويه. إذا ما كانت موجودة عند الشخص اللي حيشوف الكائن هذا، إما أن الخطوط حتظهر معاه مختلفة، أو يمكن تظهر مرات رموز غريبة. فحتى ألغي الإشكالية هذه ضروري أن أحول النص إلى صورة. طبعا بكل بساطة أقتص الكتابة اللي ظهر عندي في جهازي وأحولها إلى صورة، أو أيضا أستطيع أن أستخدم برنامج الباوربوينت اللي يستطيع أن يحول النص إلى صورة. أنا ما دام عرض الشاشة هذه عندكم الآن حوريكم بكل بساطة كيف نحول العملية هذه. لو شايفين عندي الآن الكتابة الموجودة شايفينها كلنا الآن، اللي هو تصميم شاشة استخدام برنامج، هذا الآن عبارة عن نص شايفينه، بس أبغى أتأكد إنه أتكلم عن حاجة يمكن واضحة للجميع. طيب هذا الآن كيف عرفت أعرف إنه نص؟ شايفين كذا ممكن طبعا النص هذا أستطيع إن يمكن أغير في الألوان، يمكن غيرت الآن للون الأحمر فهو فعلا موجود كنص، أستطيع إن أغير حجم الخط. إذا أبغى أحول الآن بصورة راح انقر عليه، طبعا استطيع ان اقتصه باستخدام اداه القص، باستخدام نسخ الشاشه، لكن خلينا نشوف اداه متوفره ببرنامج الباوربوينت اللي تحويل النص الى صوره. طبعا لاحظوا الان مجرد اني حسويها مره ثانيه بزر الفاره الايمن، لو شايفين عندي هنا الان مكتوب حفظ كصوره، بزر الفاره الايمن ضغطت على المربع حق اللي هو مربع النص اللي موجود هنا، وفي عندي الان حفظ كصوره. لو ضغطت على هذا الإزرار حيحفظ لي الآن النص هذا كصورة، فأستطيع أن مباشرة على طول أحفظه كصورة، وأستطيع أن أحطه في أي مكان، في سطح المكتب، في أي مكان عندي موجود بأي اسم. وفي عندي صيغة مختلفة للصور هذه الموجودة، اللي طبعا أكيد أنه كلنا عارفين موضوع أنه الصيغة المختلفة. في عندنا النوع اللي هو الجيبيج اللي هو صيغة مشهورة اللي تعطينا الصورة أو تعطينا الصور على شكل اللي هو صور مضغوطة. على أي حال أي نوع من هذه الصور حفظت فيها حيحفظ الصورة هذه، واستطيع بعد كده أسوي عملية إدراج كصورة، إدراج الصورة. طبعا أروح مرة ثانية للصورة هذا أدرجها من المكان اللي سويت فيه الحفظ وأسويها. أستطيع برضو كذلك أن أخذ هذا الشكل هذا وأسوي له عملية نسخ باستخدام مفتاحين كنترول مع السي، أو باستعمال من الصفحة الرئيسية أسوي نسخ. بعدين لاحظوا كده الآن لو جينا عند عملية اللي هو اللصق، في عندي اختيار استطيع ان الصق ايضا كصوره، شايفين اختيار من هنا، هذه استطيع ان الصق كصوره. الان الصق لي هذه الان الشاشه، طبعا هي ظاهره فوق الشاشه نفسها اللي موجوده هنا الان، لكن هذه الان حصغرها بس عشان تبين معنا. الصقت هذه الان كصوره. النص اللي هنا اقدر اغير فيه، لكن شايفين هنا مجرد اضغط جالس فيه ما اقدر اعدل فيه، لانه اصبح الان هذا اصبح كصوره. فلو في عندنا اي حاجه ودي انها تبقى كصوره، ما تتعدل، ما تتغير شكلها، ما يتغير يعني في اي شيء، فحولها لصوره بهذه بوحده من الطريقتين هذه، اما احفظها كصوره ولا اسوي عمليه نسخ ولصق بعد كذا والصقها في اي مكان، راح تبقى ملصقه كصوره، وفي الحاله هذه حتبقى عندنا الصوره موجوده ثابته غير متغيره وغير قابله للتعديل. طبعا نتاكد انه اذا كان في عندنا حاجه ابغى اعدلها انه ان المفروض انها طبعا تكون بالشكل هذا يعني موجوده. طبعا
أنا متأكد الدورة حقتنا هذه يعني كذا يمكن حقول إنه يعني ودي والله حتى نستعرض كل هذه الأشياء اللي موجودة معانا، ومتأكد إنها أشياء مهمة للغاية. بس خلينا يمكن أتكلم سريعا عن اللي هو المستودع الرقمي اللي ممكن نحصل فيه أو ممكن نرفع فيه بعض اللي هي الكائنات التعليمية أو الأشياء الخاصة بالأشياء التعليمية، اللي هو شمس. سمعنا في شمس أو كثير يمكن ربما أتوقع أن سمعوا في شمس، اللي يمكن الآن طبعا واحد من الحسن المزايا أو الخدمات المتميزة حتى اللي تقدمها عمادة التعلم الإلكتروني التعليم عن بعد في الجامعات السعودية بإشراف المركز الوطني للتعلم الإلكتروني، شبكة المعلومات السعودية. الحسن هذه من الشبكات أو من المواقع المتميزة وحصلت حتى على جوائز مؤخرا، إنها تستطيع من خلالها نحن نستطيع من خلالها ننشر الكائنات التعليمية حقتنا، نستطيع من خلالها ننشر اللي هي المحتويات الإلكترونية الرقمية من خلالها. طبعا فيها أيضا موقع اللي هو ميرلوت، هذا تابع لجامعة كاليفورنيا، ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الرابط هذا حقه برضو كذلك موجود فيه، بس أكثرها باللغة الإنجليزية حسب علمي، ما شفته باللغة العربية. في كائنات تعليمية مباشرة أيضا موجودة للاستخدام، حفرجكم بس على تجربة سريعة. خلينا نقول أثناء هذه الأثناء أنا ودي يمكن أشوف إذا كان في مناقشة، لأنه الزملاء الآن ينبهوني على موضوع الوقت، باقي عندنا 20 دقيقة. يفترض إحنا قلنا طبعا المفروض إن المداخلات نخليها خلال الساعة الأخيرة، فخلينا نقول إن شاء الله يعني أتمنى بإذن الله تعالى إنه يعني أن نقدر نتناول بعض المداخلات أو بعض الأسئلة. اللي عنده مداخلة يعني وده تذكرها ملاحظة يمكن بده يفيدنا بأي حاجة وده أقول عليها، وفي نفس الوقت إذا وجدت إنه وقت يمكن أستعرض بعض الحاجات معكم سريعا في الحاجات المتوقعة لنا في هذه الدورة حقول عليها. طبعا موضوع الحقيبة يعني إن شاء الله الأخوة في الدعم الفني حتولوا موضوع الحقيبة وموضوع الشهادات. أنا بس أقصد بالنسبة للدورة كمحتوى، المحتوى العلمي للدورة ومحتوى الحقيبة من ناحية من التدريبية. طيب التسجيل برضو كذلك الأخوة راح يتولوا الموضوع هذا معكم، هم حيردوا عليكم فيه. بس أنا أقول إذا كان فيه أي سؤال، إذا ما فيه حنكمل إن شاء الله الأشياء حتى المتبقية حستعرضها بشكل سريع معكم. طيب الدكتور اللي هو بخصوص اللي هو الحقوق، الحفظ وحقوق النشر. طبعا في عندنا الان الاشياء اللي هي المصادر المفتوحه، اصبحت الان في حاجه يسموها الحق المشاع او اللي هو الاشياء اللي طبعا متعارف عليها في بيئه التعلم الالكتروني، ويمكن اللي حضر دورات في المركز او عمادة التعلم الالكتروني هم يتكلم عن هذه الاشياء. طبعا في عندنا حاجات انه ممكن تكون مفتوحه المصدر بالكامل بحيث انك انت كان تتيحه وانت اي شخص ياخذه، او ممكن لا تقول والله ودي اكون عليه حقوق بالكامل، حقي هذا موجود بالكامل، يعني ما اي احد شخص مجرد فقط استخدمه لكن ما بامكانه انه طبعا لا يعدل عليه، فكل هذه موجوده. اذا نحن نضبها من هذا المنظور، اذا ننظر طبعا لها نحن من ناحيه استخدامنا من اي اشياء، طبعا جيد انه المفروض نفترض نحن يفترض اي حاجه نستخدمها نتاكد انه طبعا هذا الحاجه انه اذا ودنا نضيفها نحن لنا نحن انه تكون هل هي مفتوحه المصدر، هل هي مفتوحه الحقوق، يعني زي ما يقولوا ان هي مشاعه الاستخدام، او مثلا يمكن والله مشاعه الاستخدام بس صاحبها يتطلب مننا مثلا انه نشير انه اخذناها من الموقع الفلاني او من المكان الفلاني. كل هذا الان اشياء طبعا مختلفه موجوده، فنحن لابد اكيد متاكد كاساتذه الجامعات متاكد ان هذه الاشياء ملمين فيها اللي هي عملية الحقوق والحفظ بالنسبة لأي حاجة، يعني ليس أي حاجة موجودة في الإنترنت طبعا متاحة، إنه حتى الصور بالمناسبة، الصور والرسومات في كثير مواقع تتيح صور ورسومات مجانية، لكن في كثير من المواقع يقولوا لا ترى هذه الآن هي مدفوعة، وحتى إذا حتستخدمها أنت الآن ما بإمكانك تستخدمها إلا أنك يعني طبعا تدفع فيها، وإذا استخدمتها ممكن تستخدمها بس ما تستطيع أنك تنشرها، يعني ما تستطيع انك مثلا تاخذها وتسوي لها نشر الا عن طريقها وليس عن طريق انك تاخذها وتحطها في موقعك، طبعا هذه الاشياء كلها موجوده. طبعا هذا بشكل سريع انا ودي اذكرها. طبعا الادوات المجانيه معظمها بدائيه نوعا ما، قلما لا يتم مشاركه الادوات التجاريه. طبعا نحن نقول الادوات التجاريه اكيد انها ادوات متميزه، هي ما هي تجاريه الا هي متميزه. الاشكاليه في الادوات التجاريه انه لو قلنا للناس انشئوا الان بالادوات التجاريه فصراحة راح تجد انه يعني يمكن مرات بعضها تكون مكلف،
ومتأكد طبعا يمكن حتى مرات يعني عمادات التعلم الإلكتروني عندهم برمجيات تجد إنه يوفروها برخص لجميع عضاية التدريس. طبعا راح تكون يمكن ربما أنا أقول الله أنا طبعا هذا ما هي حاجة أنا بقدر يعني أتكلم عنها، لكن فيها رخص لابد لكل مستخدم، يعني يمكن تستخدمها بحيث إنه يكون مثلا كل أستاذ موجود له الرخصة هذه. فالبرمجيات هذه الآن إذا قلنا للناس استخدموها يمكن يقحموا عن استخدامها لو كان واحد ممكن حيوفرها عن طريقه، لكن البرمجيات الحين إن البديلة ترى تستخدم بشكل كبير، وتستخدم في يعني يمكن نحن تابعنا الآن بعض الأحيان في بعض المجلات العلمية اللي هي تستخدم أو تتكلم عن التعلم الإلكتروني يشيروا لهذه البرمجيات اللي هي مفتوحة المصدر ويشيروا لها. برنامج أوديسيتي بالمناسبة يظاهر أو ينافس برامج أخرى اللي تكلمت عنه، برنامج أوديسيتي هذا اللي خاص بالصوت. كان في برامج ثانية في إمكانيات أكثر من هذه البرامج التجارية. أنا ما قلت ترى يظاهر برامج إن هي الاستوديو إن هي الإخراج بالاستوديو، بس نحن يمكن كأساتذة هل نحتاج فعلا يمكن نقول والله الإخراج يكون عندنا إخراج احترافي للغاية؟ ممتاز، بس ترى الوقت اللي تتطلبه هذه البرامج من ناحية استخدامها ومن ناحية التعلم عليها ومن ناحية إنه أخذها ربما يمكن يكون وقت غير متاح لعضو هيئة التدريس. فالبرمجيات هذه البسيطة، برنامج الباوربوينت، برنامج أوديسيتي، برنامج البيك بيك، هذا البرامج الأخرى في برامج كثيرة كلها متاحة في الإنترنت. لكن مرة ثانية أقول ترى البرمجيات برضو يعني ليس كل برنامج نأخذه من يعني خصوصا لو كنا حريصين على موضوع اللي هو الأمان في أجهزتنا وهذا حاجة مهمة بالنسبة لنا. طيب حتكلم الآن سريعا برضو إذا شفت أي ملاحظة يمكن هتطرق لها، وإلا حقول يعني الموقع هذا والمواقع هذه حق كليات ويسكونسن وضعوا أكثر من 2600 كائن تعليمي حصلت على أكثر من 21 مليون مشاهدة. فيها كائنات متميزة، أنا كان ودي أن أشارك معكم هذه بعض الموجودة اللي هنا، بس خلينا أفرجكم على تجربة حتى الشخصية، بس ودي كتجربة أذكرها يعني حتى ليس أنه ودي أقول يعني إن أكثر من أني أستعرضها معكم هنا الآن. في جامعة الملك عبد العزيز لأحد المقررات، طيب أعتقد ظهرت الشاشة ما عندكم الآن اللي هي Interactive Learning Objects هنا. طيب هذا حتى عبارة عن مقرر يدرس في الجامعة الملك عبد العزيز هنا، وتم إنشاء بعض الكائنات التعليمية له اللي يعني من خلال تدريس المقرر نجد مرات يمكن بعض الأحيان بعض المواضيع تحتاج لتوضيح أكثر، بعض المواضيع تحتاج يمكن تكون كائن تعليمي مثالي. فأنا حدخل مثلا على سبيل المثال، طبعا هي بعض الأشياء هي يمكن لها علاقة بالحاسب الآلي، ومتأكد طبعا يمكن عندكم خبرات في الحاسب الآلي أو يمكن زملاء معنا في الحاسب الآلي. زي على سبيل المثال هذا اللي هو عبارة عن دائرة إلكترونية من خلالها الطلاب بإمكانهم يتعاملوا مع هذه الدائرة بطريقة عملية كأنها موجودة في المعمل. هذه الدائرة طبعا من الدوائر الأساسية في بناء اللي هي الدوائر الحاسب الآلي، تسمى بوابة أو العملية المنطقية أو، طبعا برضو في الرياضيات في يمكن معروفة عملية الأو هذه. فالطالب هنا الآن عنده الدائرة هذه موجودة، ولاحظوا نص بسيط أمامه عنده يوضح له فكرة الدائرة هذه كيف تعمل، وعنده هنا الآن حاجة متحركة بحيث انه كان في عنده أزرار موجودة يضغط عليها ومن خلالها حيشوف ايش اللي ممكن يصير، الدائرة هذه ممكن تشتغل ولا لا. فلو ضغط هنا 00 طبعا يقول له الدائرة النمبة هذه ما اشتغلت. ضغطنا 01 دخلنا القيم 01 يعني بمعنى ثاني اعطينا هنا اشارة او اعطينا هنا انه هو ولعنا لمبة هنا موجودة حتشتغل اللمبة هذه. اذا شغلنا هذا الكلام هنا برضه حتشتغل. ضغطنا على 00 حتنطفي. فكل الكلام هذا راح الطالب يمارسه من خلال النموذج هذا اللي موجود من خلال الكائن التعليمي، وايضا في جدول تشغيل لهذه الدائره. طبعا برضه حننتقل الان الى نموذج ثاني. طيب هنا الان هذه الدوائر هنا موجوده عند الطالب بحيث انه يسوي عمليه اختبار كانه يجري عمليه تجربه في المعمل، وبحيث انه يضغط مثلا على الزرار اللي هنا حيقول له ايش اي واحده من الدوائر اللي حتعطيك تولع لك اللمبه واي واحده اللي ما تعطي اللمبه. فطبعا لاحظوا زي ما انتم شايفين هنا نتيجة ما اضغط على اي زرار من هذه الازارير حتبدأ تشتغل بعض اللمبات او بعض ما يسمى ال اي دي، هذه طبعا هي المصابيح ال اي دي هذه او الدايودات هذه الموجوده، وبعدها تطفي بناء على تجربه عمليه. طبعا انا ما يعني ما مو مهم انه فهم الدوائر هذه بقدر ما انه فعلا كيف انه ممكن نحن نوظف الان كائن تعليمي موجود الطلاب يرجعون في المقرر هذا، وكان حاجه حتى ميزه انه موجود مندرج تحت اسم جامعتهم
وليس مثلا حيروح والله مثلا يمكن يدوروا في الانترنت في مواقع اخرى مختلفه، لكن فعلا حياتي طبعا نوع من الانتباه للجامعة، حيعرف انه مثلا والله انه الجامعة ممكن فعلا بتقدم لهم هذه الاشياء ممكن من خلال اساتذة الجامعة. طيب انا حتى ودي يمكن كان ودي برضه اتكلم عن موضوع اللي هو الاسئله الالكترونيه التفاعليه، خليني اوضحها في نموذج سريع. نحن طبعا قالوا للزملاء عندنا الان باقي فقط متبقي 8 دقائق، لكن الملاحظات اذا في ملاحظه الان احد حد يقول لي اياها، والا حكمل في خلال 8 دقائق المتبقيه. برضه راح نتيح اللي هو المداخله الصوتيه، اللي بده يتكلم برضه باي مداخله صوتيه يسمعها الزملاء برضه تفضل. يعني انا اقصد اذا كان في سؤال في عن الدوره. الله يعطيكم العافيه، جزاكم الله خير عن الكلمات اللي كتبتوها. طيب الاسئله الالكترونيه من ضمن الاشياء اللي ممكن تكون ك اللي هي اشياء تفاعليه. حفرجكم الان على نموذج اللي هو الكتروني. هذا النموذج شايفين الان عندنا النموذج هذا اللي هو مهارات التعلم والتفكير، بس اتاكد انه واضح. طيب هذا عباره عن في مقرر، كان احد المقررات في الجامعه هنا عن ماده التعلم والتفكير، انشئ هذا النموذج او الكيان التعليمي للاستاذ استخدمه اثناء المحاضره، بحيث انه ممكن يكون عنده فيه الطلاب، وبعد ما يعطيهم فكره الدرس ممكن يعني يبدا يعني يختار من الطلاب او يعطي الطلاب فرصه مين هو يختار اي سؤال من الاسئله. نفترض انه طالب مثلا يمكن اختار بعد ما حدد يقول والله ترى سؤال رقم 4، حننتقل عن سؤال رقم 4 وحيختار طبعا واحده من الاجابات اللي هي موجوده، تحضر هذا اثناء الدرس. حدد يقول والله في عندك تحتاج انك تختار واحده من الاختيارات الاربعه هذه عشان تمنع الفراغ اللي هنا عشان تطلع الاجابه الصحيحه. فلو فرض يمكن اختار الطالب النضج مثلا قلنا قال له خطا ترى النتيجه الاجابه الصحيحه الدافعيه. طبعا ممكن نختار الان سؤال ثاني، لاحظ سؤال رقم 4 اخترناه خلاص انتهى، حنختار الان سؤال ثاني. طيب حتى الان مجال في ناس قرر الدافعيه ترى. طيب يشير هرم التعلم الى ان تعليم الاخرين ونقل الخبره يساعد على بقاء اثر التعلم بنسبه، اذا احد يبغى يجاوب السؤال هذا، في ناس ما شاء الله جاوبوا معنا السؤال، لانه انا قلت يمكن 90%. طيب خليني اختار 90%، الاجابه فعلا صحيحه. لاحظوا لو احد اختار اجابه خاطئه حيكون طبعا حيعطي اجابه خاطئه ما عدا الاجابه الصحيحه. التجربه هذه حتى في البدايه كان الطلاب في عندهم نوع من التردد ان نختار طلاب او اختار طالب عشان يجي يجاوب سؤال، ولاحظوا بالمناسبه كانت ممكن كنت اختار مرات في واحده من القرارات الطلابي، حيث نختارهم اقول له تعال ويجاوب، يجي عند امام زملائه على الشاشه ويختار واحده من الاجابات، كان في تردد لانه الطالب يحس انه باحراج. بعد فتره من الفترات من تجربه هذه وجدت ان الطلاب كنت خلاص فتره من الفترات بدات يعني اقلل منها، حتى ان الطلاب بداوا يسالوني يقولوا لي ليه ما في اسئله؟ كل واحد حاول بدا انه بالفعل وجد انه تجربه واحده جيده، انه كنوع من التنويع في المحاضره انه يكون في نوع من الاسئله موجوده في نفس المحاضره، بحيث انه الطالب يقدر يختار الاجابه الصحيحه ويبدا يتعلم من خلال هذه الاسئله التفاعليه. طبعا هذه واحده من التجارب اللي يمكن ربما ودي اني يعني اقول في الختام اختم فيها. و طيب موضوع الحقيبه، يعني موضوع الحقيبه باذن الله الزملاء حيتناولوا معاكم موضوع الحقيبه. انا ودي حتى في نهايه هذه الدوره يمكن بس حقول يعني ودي اختم الدوره هذه الان، واحس الوقت المتبقي لانه قالوا لنا يعني النظام خلاص حيقفل معانا على الساعه 10، فودي قبل ما يقفل النظام شوف اذا كان في اي سؤال ولا اي استفسار بخصوص الدوره، يعني اي حاجه يعني او اي تعليق حتى اذا احد يبغى يضيف اي حاجه كاضافه. طيب ختاما ودي اختم بالحديث النبوي الشريف، هذا قول الرسول عليه الصلاه والسلام ان يروي انس بن مالك الصحابي رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فاكل منه انسان او دابه الا كان له به صدقه. طبعا هذا الحديث حتى محفز كبير لنا نحن كاساتذه في الجامعات، انا متاكد لو انشانا اي حاجه لو علمنا ما في شك انه باذن الله تعالى اضافه ان شاء الله يعني الاجر الدنيا ان شاء الله نفتري باذن الله تعالى انه اجر، يعني حتى لو قلنا يمكن البعض قد يكون يمكن والله هذه الاشياء تتطلب مني وقت عشان انشاها، لكن باذن الله تعالى هذا ان شاء الله ودي اختم بالحديث هذا حتى يكون محفز ان شاء الله لنا في هذا الموضوع. الدوره حقتنا هذه في الختام تلخصت في تعريف سريع بالكائنات التعليميه، اتمنى ان شاء الله وصلت فكره الكائنات التعليميه.
شفنا بعض الاستراتيجيات غير مفصلة سريعة في الدورة بحكم الوقت، شفنا تعرفنا على بعض الأدوات، أنا متأكد كان نفسي والله يكون الأدوات هذه نستخدمها بشكل أسرع لو كانت الدورة طبعا مباشرة، لكن يمكن عشان عملية أن الدورة إلكترونية وكانت متميزة حتى أنه كانت إلكترونية متميزة، أول شيء بوجودكم أنتم متميزة حتى بوجود الزملاء اللي ساعدونا كثير في الدعم الفني، من جنب هنا الأستاذ سعد الغامدي، في مكان آخر الأستاذ حمدي الطويل الله يعافيه، والأستاذ سيد حجازي، كلهم حتى يعني بذلوا جهد كبير وجلسوا يمكن حتى لعدة أيام، واليوم كانوا متواصلين حتى مع كثير منكم في الدورة هذه، وكان يمكن جهد بذلوا حتى جهد كبير لخروج الدورة. أنا أقول بالشكل اللي أتمنى إن شاء الله أن يكون كان مرضي لكم. في الختام نيابة عنكم أشكر حتى عمادات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد اللي أتاحوا لنا هذه الفرصة للالتقاء في الدورة، وجدت أنا نفسي حتى واحد منكم ليس يعني يمكن أكون أقل واحد فيكم في المعلومات اللي ما شاء الله أنتم أثرتوا في الدورة هذه، وتعلمت حتى من مداخلاتكم شيء كثير، ووجدت نفسي أيضا أني يعني حتى عاجز عن شكركم في وجودكم في الدورة هذه، وأتمنى بإذن الله تعالى إن شاء الله أكون ولو قدمت شيء بسيط في هذه الدورة. ختاما أتقدم الشكر خاص لعمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في جامعة الملك عبد العزيز، مثلا في الدكتور هشام برديسي والدكتور عبد الله السليماني، والإخوة العاملين في المركز أو في العمادة هنا، حتى التسهيلات اللي قدموها لنا في هذه الدورة نيابة عنكم أشكرهم جميعا، وأشكر لكم مرة ثانية تواجدكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.